ايه يا صاحبي، ما بتردش عليا. اه سعد، اخبارك اخويا، اخبار جماعتك ايه؟ كويسين يا حبيب اخوك، الحمد لله. انت هناك دلوقتي؟ اه. طب وايه الحوار؟ طمني. لا ما ظهرش للصبح، بس انا طقصت كده وعرفت ان مفيش اي حوار حصل لا في العماره ولا في المنطقه. متاكد يا اسطى؟ عيب عليك، ده انا مسيطر هنا. وعايزك تحرص يا حبيب اخوك. والله انت بتهزقني بعدم قله التقدير بتاعتك دي. القصد مش القصد كده، بس الحوار طول واخوك متمرمط هنا في الغرب. يابا ما انت لو ترسيني يابا، انت عايز تعمل ايه؟ انا هساعدك على طول. والله ما عايز ادخلك في الموضوع خوفا عليك يا سعيد، مش اكتر. استنى كده يا ماهر، تقريبا هو ده. هو مين؟ وجيه؟ اه هو. انت متأكد انه وجيه يا سعيد؟ يا عم لسه داخل قدامي دلوقتي. عشان اما اقول لك ان مفيش حاجه حصلت تتاكد ان انا سيطرت. كمل زي ما انت سعيد، محدش يحس بيك. ماشي يا حبيب اخوك. وانت ايه الاخبار عندك في بورسعيد؟ اقول الحمد لله، دار اخوك مقطوم من الشرور اللي حاطه طول النهار في المينا. معلش يا صاحبي، معلش. هانت، ربنا هيكبر بخاطرك ان شاء الله. انت ابن حلال يا ماهر وتستاهل يا رب. تسلم لاخوك يا سعيد، حفظ الله، مع السلامه. سلام على الوقت. عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ ان التحقيق ده خلص وسيرتنا ما جاتش فيه. خلصت، الدنيا ضحكت لنا ورد. طب واحنا هنعرف ازاي اذا سيرتنا ما جاتش ولا ما جاتش؟ الحكومه تغلب، هتصل عليك في دار السلام. ما تخافيش، الواد سعيد انا هقول له انه اي حد يسال عليك في المنطقه كلها يبلغني وقت. هو احنا هنفضل طول عمرنا عايشين في الرعب ده؟ لا رعب ولا حاجة، اللي خلانا استحملنا كل ده كنا يومين تلاتة أربعة بالكتير على ذمة التحقيق. شوف إن كان كلامه رايح ناحيتنا ولا لأ. وأنا اللي كنت بقول إنه لما يتقبض عليها نرتاح والحكاية هتخلص. أتاريها بتبدأ يا ماهر؟ شكرا يا فندم، تحياتي. ايه الاخبار؟ ها؟ متقلقش عليك، مفيش حاجه. ايه الاخبار يا راشد بيه؟ خير ان شاء الله، ده محضر اثبات حاله، بكره ان شاء الله هيبدا التحقيق الرسمي في النيابه. انا ظبطت لك كل حاجه في الحجز. ما ينفعش كده يا استاذ، احنا في اسم. هو ايه بس اللي ما ينفعش؟ تعالى، مراته وابنه بيقولوا له كلمتين، ما شغلش حاجه. ما تقلقش خالص، الناس اللي هتاخد بالها منك. في اي حاجه في الشركه وفي الحسابات عايزني اظبطها لك؟ حاجات ايه اللي تظبطها؟ حتى ما سالتنيش الحاجه دي بتاعتي ولا لا. مش ده المهم، انا بحاول الم الموضوع دلوقتي. موضوع اللي يتلم؟ لو عندك شك 1% ان الحاجه دي بتاعتي، فانا مش عايز اشوفك هنا تاني، مش عايزك تظبط لي اي حاجه. كملي ليلى. المهم حبيبي، ممكن تروح الاستاذ راشد كده تشوف لو حتت حاجه بكره في النيابه؟ ورد وجوزها يكونوا تحت ايدك في اسرع وقت. ايه ده؟ في ايه؟ عامل اذن من النيابه بتفتيش الشقه، تسمح لنا ندخل؟ تفتيش الشقه؟ يا فندم في حاجه غلط، اكيد حضراتكم غلطانين في رقم الشقه. حضرتك تقدر تتاكد بنفسك من اذن النيابه ان رقم الشقه مظبوط وان الاسم كمان مظبوط. وجيه احمد الشرباجي صح؟ ايوه. يبقى هي الشقه. تسمح لنا بقى نبدا التفتيش؟
في حد معاك هنا في الشقة؟ لا أنا لوحدي. ممكن أعرف حضراتكم بتدوروا على إيه بالظبط؟ زي ما تقول كده في حاجة كبيرة ضايعة مننا، وعندنا أمل إن إحنا نلاقيها عندك هنا إن شاء الله. أنا مش فاهم سيادتك إيه اللي ممكن يكون ضايع منكم وتلاقيه عندي هنا في الشقة. ما إحنا لما نلاقيها هتعرف بنفسك. إنما بقى لو ما لقيناهاش نعتذر لك ونقول لك إن إحنا آسفين قوي لإزعاجك. هو أنا مش من حقي أعرف إيه مكتبك ده؟ أيوه. ممكن المفتاح؟ عنك انت اتفضل. الرقم السري في شوية أوراق خاصة بشركة السياحة بتاعتي، أظن حضراتكم عارفينها كويس قوي، وفي أوراق خاصة بالعيلة، ما أعتقدش يعني إن دي الحاجة اللي ستك بتدور عليها. يا فندم اللي بيحصل ده انتهاك للخصوصية وتعدي على ملكية خاصة، وأنا لا يمكن أسكت أبدا عن الإجراءات. انتهاك وتعدي ده لما أكون مثبت حضرتك في الشارع وأجيه بيه، أنا بفتش بإذن النيابة رسمي، فبلاش كلام ملوش لازمة. انا لغايه دلوقتي محدش عايز يقول لي بتدور على ايه بالظبط. لما نلاقيها هنقول لك. هات لي يا ابني الشنطه اللي هناك دي. تمام يا فندم. الحاجات دي مش بتاعتي. أنا أول مرة أشوفها دلوقتي حالاً. طب فكر شوية يا أستاذ وجيه. ما يمكن الحاجات دي من خان الخليلي وأنت جايبها لزوم الشغل عشان شركة السياحة. أنا ما أعرفش إذا كان ده شغل الخان ولا لأ. بس كل الأحوال ما تخصنيش. أيوه يا توت. طب تصدقي يا بنت لما شفت التليفون نمرة من غير اسم قلت تكونش ورد. بس رجعت تاني قلت لأ. البنت ورد ما تعملهاش. عشان أنتِ قلة الأصل ما بتسأليش على أختك ولا بتعبريها. طول عمرك فيكي لله يا بت. وانتي طول عمرك قلقاني. يعني المرة اللي فاتت كلمتيني وانا قلقان عليكي وسبتيني وانا قلقان عليكي اكتر. يا بت ده انا ماليش غيرك يا اختي. انتي عارفة من ساعتها وانا بقول ايه؟ لو متي دلوقتي يا حياة هيقعدوا يدوروا عليكي يا وردة علشان يلاقوا حد مني يغسلني. اخص عليكي يا حياة بعد الشر عليكي ما تقوليش كده. يا بنت انا كنت في مكان ما فيهوش شبكه واول ما جيت مكان فيه شبكه اديني كلمتك اهو وبعدين الرقم ده هتلاقيه لقيت شبكه على طول. يا حياه قلت لك 100 مره ما تحطيش القميص ده بالذات وسط الفوط الملونه اي خرطت عليه اغسليه بايديكي. اتكلم ورد. بقول لك يا اختي افهم من كده انكم طولين عندكم ولا ايه؟ ما انا جايه لك في الكلام اهو. اصل ولاد عم ماهر فتحوا له هنا باب رزق واسع قوي. باب رزق واسع قوي يا حياه. فانت عارفه بقى يعني اللي بيرفض النعمه ما ترفضيش النعمه انت وجوزك. المهم بس تبقوا كويسين وقشتكوا تبقى معدن وربنا يرزقكم بالحلال. تعيش يا توتو. المهم انت طمنيني على ما عندك. الواد ادم عامل ايه وعم سليمان؟ الو حياه. ايوه يا ورد. في ايه يا بنت مالك؟ انت فيكي حاجه؟ بنتي حياة قولي لي يا اختي انتي كويسة صحيح؟ وكتاب الله كويسة. انتي كويسة؟ انا اصل قلبي مقبوط وربنا يخيب ظني ويبطل مرأي. شفتي لي ايه؟ ربنا ما يجعل اللي انا شفته ده لا من حدك ولا من نصيبك. أنا بقالي كام يوم كده بقوم من النوم مفزوعة
مش عارفة اتلم على نفسي. بس خلاص يا اختي، طالما سمعت صوتك وطمنت عليك يبقى خير. وهو يا ستي دفتها، ده انا بقالي اسبوع عمالة بعملها لحد ما ريقي نشف. احنا كويسين وزي الفل، بإذن الله هنبقى كويسين وزي الفل ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يا دي. ها قالت لك هترجع امتى؟ معرفش. في ايه يا ورد؟ فوق سرعة سألكوا في حاجة؟ ماهر لما يجي هيفهمك على كل حاجة يا خالتي. انت قاعده بتتسهري ليه؟ لما اهو. في ايه يا ماهر؟ في ايه يا ماهر؟ في ايه يا ابني فهمني؟ مفيش وقت احكي حاجه يا خالتي، احكي لك على كل حاجه بعدين. لو صلاح زعلكوا ده غلبان فاتح بيتين وعايز البيت ده لعيال. اقسم بالله ما زعلان من حاجه. رجل الورد نسيله عليه. طب انا هروح اطلبه دلوقتي ولما يجي مش هيخليك تمشي. هو ما هو ابن الكلب ده اللي وصلني عن طريق ارمي شريحتك وانا كمان هرمي بتاعتي. التليفون بتاعتي في ليه؟ هما جابوا رقم عشان معاهم تليفون سعيد، هيجيبوا رقمك منين؟ خلي شريحتك يمكن عذر. يا نشاحل روح سلم على ست. لبسيني صلاح، تعال حالا دلوقتي. ماهر وورد سايبيني وماشيين. يلا يا ماهر. صلاح انا ما اقدرش اطلع دي، ما انت عارف اكلمت حيطان والكلابتين. يلا محملتش والله يا عم سلام. ليه كده؟ دي حاجة حصلت تفلى الشر؟ الجماعة عندي بتوضع عقبال عندك. يا ألف نهار أبيض. طب إيه، واد ولا بيت؟ واد، وهسميه سلام عشان شفتك. الله الله، دي يا واحد. يلا طريقك أبيض، وربنا ينتعك بالسلامة. افتح الباب يا عم علي. أنا أمان. أمان.
ساعدني اخويا. سامحني اخويا، مش هقدر ادخلكوا جوه البلد اكتر من كده ولا نتمسكوا. جيلك ده على الراس يا اسطى، مردود لك في يوم من الايام ان شاء الله. دي حاجه بسيطه من اخوك. هاخد بس ال 100 جنيه دي عشان اركب بيها تاكسي. بس عيب عليك يا جدع، الجميل لو اتدفع ثمنه ما بيبقاش جميل، يبقى مصلحه. خلي الفلوس معاك يمكن تحتاج لها. روح ربنا يستر طريقك. ابو الواجب. طب فين يا سعيد؟ كلمتك ألف مرة. أنت ماهر صاحب سعيد؟ مين معايا؟ سعيد هنا في المستشفى في اسكندرية وعايزك تجيله. المستشفى مش بعيد عنك خالص يا ماهر. ليه كده يا ماهر؟ أنت متعود تقفل في وش أصحابك كده؟ طب بص بقى، سعيد معانا وموبايل سعيد معانا وانت كمان هتبقى معانا. مداخل ومخارج الشركة كلها تحت عينينا. المصنع ده فيه عمال كتير، واحنا عشان نجيبك من جوه هنعمل دوشة كبيرة واحتمال حد يتعور. فخليك ذكي كده يا ماهر، كده كده الموضوع خلصان. واحنا مادام انت كويس وشاطر عندنا اوامر حتى ما ننزلش. اه قلت ايه يا عم ماهر؟ مين يا عم عاوز مني؟ الامان اللي عندك وكل واحد يروح لحاله. بقول لك يا عم انا في اكل عيش ومش طالبه هنزرع الصبح. امان انت اللي بتتكلم عنه. الدخله دي كده غلط يا ماهر. انا هديك نص ساعه تخرج لنا هنا ويا دار ما دخلك شر. غير كده نفسي والله اللي يتعور ما يبقاش لا انت ولا ورد ولا رحيم. كويسة؟ رجالة وجيه وصلوا لنا. يا صفتي وصلوا لنا ازاي؟ اسمعيني، انزلي دلوقتي من العنبر الضيق وراه ما فيش بني ادم يلمح لحد ما اجيلك. اشرب يا بطل، عايزك تضمد محبوب كده لحد ما نعدي الشده دي على خير. طب لو هو جلد هيعمل ايه بعدين؟ شويه وجوع هيقرصنا، وشويه كمان وهنبقى عايزين ندخل الحمام، ولا هو اعلم هنطلع من المخروبه دي امتى؟ لو انا وانت استحملنا يا ماهر، ذنبه ايه العيل الصغير ده هيستحمل ازاي بس؟ هنخلف بطل، شويه والدنيا تهدى وانزل اجيب اكل. فكرنا في موضوع البياد ده. انا فكرت خلاص. قول يا مولانا الريف. دلوقتي انت مش عايز ان احنا نرجع للات القاهره، خلاص. شوف لنا اي لوكاندا من الطرفه نبات فيها، ولو على البطايق وهيوصلوا لنا عن طريقها خلاص بقى يبقى ربنا رايد كده، هنعمل ايه يعني؟ وبعدين هم هيسيبوا لوكاندات اسكندريه كلها ويجوا يدوروا في اللوكاندا اللي احنا قاعدين فيها يا مال. طب نبلغ عن نفسنا اسهل، وهنومه حلوه في الاسم. والنبي انت فايق ورايق. يا بت انا مش بتكلم على البيات اللي ليا دي، انا بتكلم على الناس اللي بيدوروا علينا دول، مش عايزهم حتى يعرفوا احنا كنا بايتين فين، ما يمسكوش خيط يوصلوا لنا عن طريقه. يعرفوا اللي يعرفوه بقى. وبعدين ما احنا هنسيب اسكندريه كلها ونمشي بكره الصبح. انا قلبي مش مطمن اللي انت بتقوليه ده، بس اظهر كده ما فيش قدامنا خطه غيرها. كده محتاج اغير فلوس لما محلات الصرف تقفل. افكر اركب بيها معيش الا دول تركب بيهم مواصله واحده.
ماشي، بس جيب لي سندوتش شاورما وانت جاي. هو يعني لو ما جابلكش سندوتش الشاورما مش هتخلي بالك مني؟ لا خلي بالي طبعا، بقوله كده بس عشان ما لهوش جايب لي طعميه بدل. لا اله الا الله يا ماهر. محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس ليه التليفون عندي حالك وفاة؟ معلش يا ابني مستعجل والله سامحني. نعم يا برنس، معلش بس اخوك في دقيقة ممكن بيه التليفون. طب بسرعة شوية عشان مستعجل. الله يبارك لك. همضي على حاجة من غير ختم. شوقي ايه؟ ايوه يا ريس. خليك هنا انا جاي. حاجة والنبي ممكن احط ده في الشحن؟ اتفضل. شكرا. Thank you.
الاكل جه. هتمشي ورد. مال امك يا قد بتعيط ليه؟ ايوه ماهر انت فين؟ رحيم يا ده صايب راجل ياض، ما تزعلش من ابوك انا غصب عني. انتوا كويسين؟ احنا كويسين. انت سبتنا من امبارح ورحت فين؟ ده احنا سافرنا مصر. الو انت فين يا ماهر؟ انا اللي كنت هموت عليكم يا ماهر، ده انا اشتريت خط جديد وكلمتكم منه. هشوفك لما اشوفك احكي لك على كل حاجه. جوزك اتمرمط، رحتوا مصر زي ما الواد بيقول؟ ايوه احنا جنب محطه مصر. سبت السكه وكان عندكم. لا اله الا الله. والله العظيم رحت العزة البيت ده انا منعك تكلمها في التليفون. والنعمه الشريفه هما مرتين بس كانت عايزه توريني فيهم الشقه اللي خدتها جديد. والمره الثانيه رحت تتفرجي على النجف اللي ركبته في الشقه الجديده. تعمل لي قرطاس ورحمه امي ما عدها لك يا ورد. تعالى يا ورد رحمه ما تبعدش عن عيني. الله عزه، وطبعا كانت بتسم ودانك عليا. رحيتك عندي ابدا، عمرها ما جابت سيرتك لا بالطيب ولا بالراضي. ها قلت ايه؟ قلت في ايه؟ انت عبيطه؟ واحدة كنت منعك تعرفيها او اظن يعني ان كنت منعك تعرفيها، تروح لها كده بربطة المعلم والنعمة معملها. احنا نبات على الرصيف ولا نبات عند البيت البطالة دي؟ طب بص بقى يا ماهر، انا وابني مش هنبات على الرصيف تاني. اديك شفت نومة الرصيف عملت فينا ايه، كنا هنضيع ونضيع كل حاجة معانا. الفلوس معاك اهي يا حبيبي، اتصرف، شوف لنا حتة نقعد فيها من غير بطايق ولا سؤولات. حقك يا اصيلة بنت الاصول، ما دام سكت لك انك تبات عند صاحبتك الشمال، صوتك يعلى عليا وتملي طلباتك. ما تاكليني الماني ياما وتفك عن نفسك. ما عشت ولا كنت ماهر عشان اعمل معاك كده، بس يا حبيبي ربنا عرفه بالعقل، والعقل بيقول نمشي ورا المصلحه. عزه شمال 60 شمال، لو هتيجي تاخدني من جنبك في السرير ما انا هبقى بايته جنبك يا ماهر. ها ماهر مبروك 5 جنيه. 5 جنيه بحالهم؟ انا قلنا ابو الكباتن، ايه رايك ان احنا نبات عند صاحبة امك اللي اسمها عزة دي؟ عندها عيال قدي؟ لا عندها شباب قدي. لا ما عندهاش عيال قدك وكتي. يبقى مش موافق. تعمل ايه بالخمسة جنيه قول لي؟ ها؟ تعمل بيهم ايه؟ اشتري بيهم حاجة حلوة. ايه حاجة حلوة دي؟ تعمل الحاجة الحلوة. قول. ها؟ سعيد موجود يا حاجة؟ هقول له مين يا ابني؟ هو موجود؟ نايم. اصل جاي من الورديه تعبان. طب صحيه والنبي قوام، قول له حد عايزك في مصلحه. طيب ارتاح وانا هصحيه. لا انا مستني اهو. يا لهوي سفر موكلي للخارج ده شيء طبيعي وعادي نظرا لظروف شغله، و
تاريخ سفرياته المظبوط عند سيادتك بيثبت ده. محدش قال حاجه يا استاذ راشد. انا كل اللي عايز اساله الاستاذ وجيه ايه اسباب السفر المره دي تحديدا. مجرد سفريه عاديه يا فندم، للاتفاق مع الشركات اللي بتعامل معاها على الافواج الجايه ان شاء الله. تظبيط لوجيستي مش اكتر ولا اقل. سين، معاد تذكره العوده كان بعد 3 ايام. هل دي مده كافيه لانهاء الاعمال المذكوره؟ ده شغلي. مش فاهم حضرتك عايز توصل لايه بالظبط. ياسر بيه يقصد هل انت كنت ناوي ترجع في الميعاد فعلا ولا ما كنتش ناوي ترجع اصلا؟ ما ارجعش ليه؟ دي بلدي، حياتي هنا وشغلي هنا. ليه اسافر وما ارجعش؟ استنى استاذ راشد، مع احترامي لحضرتك، حضرتك استاذ كبير، يا ريت ما تتدخلش في سر التحقيق. استاذ وجيه، جاوب على قد السؤال. احنا اخر حاجه كتبناها ايه؟ هل كانت المده كافيه؟ ايوه كانت المده كافيه. سين، يوم 4/2 سبتمبر اللي فات سالت عوض بواب العماره اذا كان لمح حد غريب دخل او خرج من العماره او دخل او خرج شقتك عموما، حصل ولا لا؟ مش فاكر التاريخ بالتحديد بس حصل حصل حصل. سين، طلبت بعد ذلك الاطلاع على تسجيل كاميرات العماره وشفتها بالفعل، حصل؟ حصل. سين، هل بقى حضرتك ممكن تقولي كنت بتدور على ايه او عايز تعرف ايه تحديدا؟ ياسر بيه، الاطلاع على كاميرات المراقبه بتاعت العماره حق مشترك بين الملاك، من حق اي ملك يطلع عليه في اي وقت. بعد اذنك يا راشد بيه، انا كده مش عارف اشوف شغلي. حضرتك محمد كبير، المفروض ما ينفعش يحصل منك كده. حبيبي انا بساعد موكلي بس لما اكون مش فاهم الاسئله، انا ما بتدخلش. اتفضل يا فندم كمل. اتفضل يا استاذ وجيه. انا اكتشفت ان في حاجه ضايعه مني في البيت، ف كنت بدور على اي اثر او دليل يعرفني يعني الحاجه دي راحت فين بالظبط. سين، ايه بقى الحاجه دي اللي كانت ضايعه منك؟ ساعه رولكس. ساعه رولكس. سين، مفيش في التحريات ما يثبت ان حضرتك عملت محضر سرقه، ان في حاجه ضاعت منك، بما تفسر؟ حقيقي لاني لقيت الساعه في البيت في نفس اليوم بالليل. لقيتها؟ ايوه لقيتها. سين، ما الذي كنت تتوقع مشاهدته في كاميرات العماره حتى يدلك على السارق؟ يعني ما دي اول حاجه جت على بالي، ان انا اشوف الكاميرات. سيادتك انا مش خبير في البحث عن المسروقات، بس يعني افتكر ان الكاميرات عملوها عشان كده. انا اقتنعت باللي انت قلته على فكره. مش فاهم قصدي حضرتك. انا فكرت شويه الحقيقه، و لقيت ان اصرارك ان في حد دسلك الحاجه فكره فيها بعض الوجهه. برضه مش فاهم. يعني الشخص اللي قدم فيك البلاغ هو نفسه الشخص اللي عايز يأذيك، وهو نفسه الشخص اللي دسلك الحاجه. وانا مصدق على فكره انك اتفاجئت بوجود الحاجات في الشنطه زيك زينا بالظبط. اقعد قوي بيه. الحقيقه انا مش عارف سيادتك عايز توصل ايه بالظبط. انت لو مصدقني انا ليه لسه موجود هنا؟ وجودك هنا حاجه ما بقتش بايدي، حاجه في ايدين النيابه. انا كل دوري ان اساعدهم يلاقوا الحقيقه مش اكتر. برضه عايز توصل لايه؟ انا عايز اعرف مين اللي عايز ياذيك او جه بيه. انا سبق وقلت اني ماليش اعداء. بجد انا ما اعرفش مين ممكن يبقى عايز ياذيني. عارف يا وجيه بيه، انا كنت بفكر في ايه النهارده الصبح وانا بحلق دقني قدام المرايه. افتكرت واحد بكرهه جدا جدا، يمكن يكون اكتر واحد كرهته في حياتي. وبعدين فجاه تخيلت نفسي تاجر مخدرات. والله.
وبعدين قلت انا عشان اتخلص من الراجل ده احسن حاجه ممكن اعملها ان احط له كل المخدرات اللي معايا في بيته وابلغ عنه واخلص منه للابد. وبعدين قلت ايه الهبل ده؟ معقوله يعني اضحي بكل الملايين دي عشان واحد ما يستاهلش؟ لا، انا الصح ان انا احط له الكميه اللي يدوب تجيب له تأبيده وعيش انا بقيه الملايين دي مبسوط وانا شايفه هو بيتعذب في السجن. ايه رايك يا بيبي؟ رايي ان الشخص اللي سيادتك تكرهه شخص مش محظوظ بالمره. صح، عندك حق، بس الشخص المحظوظ هو الشخص اللي احبه، وانا احب الشخص الذكي، الشخص اللي عارف امتى يتعاون، خصوصا لما يبقى في مصلحتنا كلنا ان احنا نلاقي الحاجه اللي ضايعه دي. انا مش عارف ايه اللي ممكن يكون ضايع من سيادتك، انت مش واخد بالك انا مسجون يعني ما اقدرش اساعدك، ولا كنت سعيد فعلا للمحبه دي؟ اقعد يا وجيه بيه، لسه ما اذنتلكش انك تقوم من مكانك. ده مش تحية رسمي أكيد، يعني حضرتك بدل ما تضيعي وقتك ووقتي تدور على الشخص الجسير للحاجات دي في بيتي. كنت بتدور في الكاميرات على إيه؟ على صديق؟ أو نقول شريك جالك البيت في وقت أنت مش موجود فيه؟ أنا سامع وقلت في محضر النيابة أنا كنت بدور على إيه؟ تعالى يا ابني خد وجيه بيه رجعه الحجز. ورد بيخوني يا عز، بيخوني. طب بس اهدي 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 وادخلي من على الباب. كبرتي يا زراحيه. تعالي سيبيها ادخلي انت. خلاص يا نواف. تصدقي يا عز؟ تصدقي ماهر ده انا كنت بقول رجاله الدنيا كلها تخون مراتاتهم الا ماهر لا يمكن يبص بره ابدا. مش عارفه اقول لك يا حبيبتي، فرغت عينه وعطيانه. لا الا ماهر، كله الا ماهر. طب وانت عرفتي ازاي؟ شفتيهم يعني ولا اتاكدتي ازاي؟ ده انا عرفت واتاكدت وعرفت دار السلام كلها، فضحتهم وفضحت نفسي، انا لا يمكن ارجع له ابدا، لا ارجع له ده ايه؟ طب بس اهدي اهدي، مين قال ترجعي له؟ ان شاء الله معانا اوعى ترجعي له ابدا. لو سمحتي يا بلعزه ما تديهاش على بابا. يقطعني. ما اقصدش يا رحيم، انا اسفه، انا بقول كده عشان مزعل ورد. قومي يا واد يا رحيم العب بعيد. وبعدين انت مش قلت لك قبل كده ما تتدخلش في كلام الكبار؟ وهو يعني كلام الكبار ده لازم تشتمه في ماهر؟ يقطعني يا ورد ومصحف، ما اقصد هي طلعت مني كده. لا يا اختي خدي راحتك. رحيم، وانا عارفاها المخفيه ايه بنت مؤاية دي. لا 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 مش هتوعي عليها، دي كانت عيله صغيره بتعملها في هدومها اما انت بطلتي تيجي الحته. بيخوني مع عيله صغيره؟ امال لما اطلع شويه يعمل فيا ايه يا عزه؟ خلاص يا ورد والنبي، والنبي ما يستاهلوا الدمعه منك هما الاثنين، خلاص بقى. انا عمري ما هرجع له، والختمه الشريفه عمري ما هرجع له الا ما في حد في دار السلام ما عرفش ان هو ماشي مع الوطي بنت الوطي. ماهر اوعى ترد عليه، اوعى، انا بقول لك اهو. والنبي ما رد عليه. هيكون عايز مني ايه يعني؟ عايز مني ايه بعد ما خلاني مسخ دار السلام؟ انا مش بس مش هرجع له، لا انا مش هرجع الحته بحالها، ان شاء الله انا وابني مبات في الشارع. شارع يا ورد اغصى عليكي، ما تقوليش كده، ده ما شردكيش الارض شيلك على دماغي وانت عارفه. تسلمي لي يا اختي. انا كنت هروح لحياة، بس انا قلت ده اول مكان هيدور عليا فيه، وانا صراحه يعني مش طايقه تقع عليه. فلقيت رجلي جايباني بقى وجايه لك. احسن ما عملتي. كفايه بقى، الباقي كله بايظ. تقول ايه؟ بقول لك كفايه كده، الباقي كله بايظ ما يتاكلش. اللي ما يتاكلش يتشرب. لا يتاكل ولا حتى يتشرب. مالك يا حياة؟ مفيش حاجة يا اخويا، مفيش حاجة. ريحي انت بره وانا هكمل.
لو النبي يا سليمان ما تفتحش. ما افتحش ازاي؟ لازم افتح. افتح، احنا لازم نفتح. اهلا يا حاج سليمان. اهلا وسهلا. خير؟ محتاجين ادم؟ انا مش فاهم حاجه. عموما ادم مش في البيت، لما يرجع نقول له مين؟ لا يا حاجه، ما هو مش هيجي دلوقتي، عشان كده بسالكوا، انتم محتاجين ادم؟ ابني خطف ابني يا سليمان. هو انا بقى ايه في البيت ده يا شيرين؟ يعني ايه؟ انت ست البيت طبعا، بس هي يعني ست البيت دي ما يهمهاش راحة راجل البيت برضك؟ محدش ابدا هيجي على راحتك. يعني انا اسيب البيت هناك واطفش منه بعياله بقرفه عشان اجي هنا الاقيكي جايبالي واحده لا ومعاها عيل؟ هو انت مش خايفه اطفش من هنا كمان ولا يا زوزة؟ طب هناك بتطفش شويه وترجع عشان فين اللي ربطك، لكن هنا ايه اللي بيرجعك؟ اللي بيرجعني كل ليله يا زوزة، وانا اللي يجبرني يعني ان انا افتح البيت ده من اصله؟ وبعدين واحنا بنتخانق على ايه عشان كده اللي انا تهت منك؟ هو انت بتسيبني اتخانق اصلا؟ انت بتديني اوامر وبس، كانك شاري خدامه للبيت. وهي لما تقعد معاك هنا انت مش هتبقي خدامه؟ تقصد ايه؟ اقصد اللي اقصده بقى. يعني هو ده كل اللي انت خايف عليه؟ انا عايزك ليا لوحدي، بتاعتي، ليلك ونهارك بتاعتي لوحدي. نفسي اعرف اقول لك كده زي ما بتقول، بس الخدمة ملهاش انها تقول كده. الخدمة ترضى باللي بتاخده والجزمة في بقها. خلاص تقع وتكرم كمان عشان خاطر ست البيت، بس فهميها بالمحسوس كده انها باخت منظر وخفف برضك. مرضية؟ انا هقولها ان احنا كاتبين ورق على ما الدنيا تتظبط عندك وهنتجوز شهري. براحت راحتك يا زوزة، قولي لها اللي انت عايزاه، بس خليكي فاكرة اللي انا هقولولك ده. دخلت البت دي عليكي في البيت هنا مش هيجي من وراها غير الخراب، عشان ما ترجعيش تقولي ما قلتلكيش. فين دي؟ ورد اختي، ولا يمكن تجري في حاجة وحشة. واختك حلوة زيك كده برضه؟ عايزة يا شام عليا النعمة، عينك اللي اترفعت عليها لكم مولعة فيك وفيها وفي نفسي كمان. الله، يا مش لسه كانت اختك دلوقتي؟ شامل، اصل انا مش فاهم لك يعني، منين بتشيتي اول ما عيني بتيجي على واحدة غيرك، ومنين جايبالي واحدة هنا في البيت تقعد تخيلني في الراحة والجاية؟ وانت مش خايفة انها تسرق عيني منك يا زوزة؟ انا عايزك تجرب يا شامل، عشان هيتسرق منك ساعتها هتعيش عمرك كله مش هتعرف ترجع. مين؟ افتحها يا رب. ماهر يا لهوي، انت جيت هنا ازاي؟ مش مهم جيت ازاي، المهم اني جيت وعايز اتفاهم معاك. افتحي. تتكلم معايا في ايه يا ماهر؟ مفيش كلام بينا، وكفايه بقى فضايح في بيوت الناس كمان. ناس مين؟ ناس مين؟ ناس مين يا ورد؟ ده بيت عز، بيت عز، وانا عارف انها معاكي جوه. افتحي يا ورد. انت يا واد انت اللي مش منبهه عليك. طب وحياة امك هتلاقي عمرك ما هتنساه. كلمني يا ورد، كلمني قولي لي مش عشان شامل، لو جه شاف الفضايح اللي بتحصل قدام الجراندي هتبقى مصيبه كبيره. افتحها يا ورد نتفاهم. وطي حسك يا ماهر، هجيب التليفون واتصل بيك. رد اتصلي. اتصلي يا ورد. بتصل اهو. ايه ابوك عارف البيت ازاي يا رحيم؟ اتصلي يا ورد. معلمني ازاي ابعت له لوكيشن من على الواتس؟ انا هكلم شامل يطلع له. مشيه مشيه يا ورد. بقول لك اتصلي. انت اما نزلت الشبشب على دماغك ما بقاش انا ورد. عايز ايه يا ماهر؟ فضحت الدنيا في دار السلام وجاي تكمليها في الطلبيه؟ مش محتاج حد يدافع عني. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت عقلك خف خلاص؟ على لعبه تتكلم؟ وزمان البنت الغلبانه تفضحيها كده قدام المنطقه كلها؟ فضحت البنت في دار السلام كلها وملهاش ذنب. لا والنبي، وانت جاي ورايا لحد هنا عشان تدافع عنها كمان؟ وبعدين انت اللي غلبانه يا حبيبي، دي لحقها فايحه من دار السلام يا حلوان. وعهد جلالي اللي ما في بيني وبينها حاجه. ورب رحيم معرفها، ولعلك في نفسي عشان تصدقيني يا ورد. لا والنبي، والرسائل اللي شفتها منها على تليفونك، والناس اللي شافوها راكبه معاك التاكسي اكتر من مره في انصاص الليالي. عليك نور، تاكسي يعني زبونه يا جناب. انا سواق تاكسي على الله مش راكب ملاكي،
في سواق تاكسي بيختار الزبون اللي هيركب معاه. لا طبعا واحده لا اعرف هي مين ولا رايحه لفين. ده اكل عيش، حد يقول لي اكل العيش؟ لا لا طبعا. انت اللي متجوزك يفكر في غيرك يا ورد، ده انت كرهتني في صنف الحريم كله. كذاب يا ماهر كذاب، وديلك نجس، مش مصدقك ومش مصدقه ولا كلمه بتقولها. اتفضل بقى يا ورد روح حالك. ما تفتحي له النبي يا ورد، ده حتى قلت اكلمك. خلافات عليها حضرتك ومحلولة إن شاء الله. افتح يا أصيلة لجوزك، ما تفرجيش عليها الناس أكتر من كده. أنا هكون صريح معاك وأرجو إن الصراحة تبقى متبادلة. المحامي بتاعك زي الطبيب بالظبط، لازم تقول للطبيب حقيقة اللي وجعك عشان يخلصك من الألم اللي أنت فيه. الحاجة اللي اتلقت في بيتك حاجة من ثلاثة، يا بتاعتك يا بتاعت عدو بيكرهك اكتر ما بيحب نفسه، يا حبيب انت بتحبه اكتر ما بتحب نفسك. اتصور مفيش حاجة رابعة. وبما انك بتنكر ان الحاجة دي بتاعتك، واكيد انت صادق لان مفيش ما يستدعي انك تنكر ده قدامي انا شخصيا، فكده ما عنديش غير الحلين التانيين. وانا كمان هكون صريح معاك يا استاذ راشد، جايز يكون عندي عداء بس انا فعلا ما رفضش. طيب يعني ما عنديش غير الحل التالت، وانا فهمت ان وهاب مش عايش معاك. وهاب ابني عايش مع مامته في فيلة الماريوتية. لا 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 لا، مخك ما يروحش لبعيد يا استاذ راشد. ايه علاقة مهاب اللي بيحصل ده؟ ايه علاقته بالحاجات اللي لقوها عندي في الاوضة؟ ده نادرا ما بيزورني، وقبل ما يجي لازم يتكلم في التليفون عشان يتاكد اني موجود. وجيه بيه، عندي سؤال يبدو محرجا بس سامحني ما عنديش حل تاني. مين ممكن يبقى عنده أريحية انه يخش غرفة نومك من غير ما يقتحم البيت او الغرفة نفسها؟ لا ده ما بيحصلش، حتى لو حصل منطقي اكون موجود. ما افتكرش ان سبت حد في الاوضة بتاعتي او في الشقة او خرجت. أنا كده ومعايا المباحث والنيابة، بعد ما يتأكدوا من براءتك إن شاء الله هتنحصر الشبهة في الناس اللي بتشتغل عندك في البيت، الخدامة، البواب، السواق. بس هيبقى سؤال أواجه بيه، ليه ناس زي دول يحوزوا على آثار بالقيمة دي؟ وليه ما حاولوش يبيعوها بدل ما لفقوا لك تهمة زي دي؟ أنا ما عنديش سواق خاص، البواب لا يمكن يخش الشقة ومش موجود. الشغالة بقالها فترة ما بتجيش، حيلت عليها إنها ترجع لأنها بنت كويسة جدا، بس جوزها رفض إنها تشتغل تاني في البيوت. بص كل ده كان فترة طويلة. وبعدين وجيبي انت مش عاوزني اخد بقى اتعابي ولا ايه؟ صاحب البيت طالع خلاص وهو يشوف له صرفه بقى في اللي بيتهجم على بيت. امشي يا ماهر احسن لك. احسن لي. طب الناس شاهده اهو، لا تهجمت على البيت ولا فكرت اكسر الباب محل ده حق. الست اللي جوه دي مراتي ومعاها ابني، وكل اللي طالبوا اللي اتكلم معاها. راجل عايز يتكلم مع مراتي. انت اللي بتتكلمي عن فضايح؟ انت مستغنيه عن جوزك يا بنت؟ يا بنت ما انت عارفه ان البنت اهلها جزارين، يعني لو نزلت دار السلام هيشفوني. ما حدش مستفاد حاجه من الموضوع ده غير عبد الحنوت، هيقابل ويكفن يا ورد. حلو قوي 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 ده. لا ده احنا نجيب العده بقى وننصب الصوان ونعمل حفله بقى طالما الجمهور بيزيد ونركب السرير. انت بتلم علينا الجيران ايه يا هشام؟ جوزك عزه؟ طب قول لنا نفرح لك وربنا يفن ما اعرف انها شقتك، بس انا ربنا بيحبني. انت صوت الشارع، انت بتعزف على اوجاعنا، انت الوحيد اللي هتفهم الظلومه اللي اخوك فيها. يا عم انا لا افهم ولا ما افهم. تعالي عجبك كده؟ عجبك يعني؟ يا هشام الفيه احنا عندنا. تعالي ما تقول يا اختي ده من قلبي بتاعهم ده. انت يا عم انت، هي حاجه من الاثنين، يا هي عايزه تنزل معاك تاخدها في ايدك وتتكل على الله،
يا هي مش عايزه تنزل معاك، تنزل انت لوحدك وتتكل على الله. وكلمه زياد اقسم بالله اعمل معاك الصح، امسك من هنا زعلان. لا صح ولا غلط يا فن، ما تجيش على البايظ تخسر واحد من جمهورك اللي بيحبك. اسم الحكم في ماله ما ظلم، الراجل جاي ياخد ابني والست بتاعتي ونتكل على الله. طب وانا على جثتي انزل معاك يا ماهر لو السبب ترفعك على الارض. تعالى واد يا رحيم. طب انا عليك ايه؟ انت عارف كده لعبه كده يا هشام من جبت سبب ورده ده ورده ده طبيعي. انت قبله والموس انا مراتي وعلى مراتي دي ورده قاعده معايا وهو يخبط راسه في الحيط. ورده مش ماشي. طب اهو ديك سمعت بنفسك اهو يا فل. انا عارف مراتي اللي هقول لك عليه هي مش هتنزل معاك، اتكل على الله يا عم. يا عم في عريس دفع عربونه مع جوزك بيتزعق يا بيض. يا نهار اسود ومنايل ما تتنين عليا. جوزك بيتزعق قدامك يا عم. ما قالت لك لو السما اتبعت على الارض مش هتنزل يا عم. يا عم اتكع الله يا عم انا في عرضك. تمشي بقى. كلمتين يا فن مع مراتي وهت. يا عم قالت لك لو السما اتبعت على الارض مش هتتحرك من مكانها. خلص كلمتين يا عم. كلمتين يا عم. يا بنت انت عارفاني امبارح. خليك معايا يا بنت وحياه رحيم. والمصحف انا عايزك تمشي. يا بنت احنا اللي سميناه مع بعض. الناس دول كلهم انا مين؟ انا بكلمك. عندنا اكل عيش يا بيت. طب يا شباب اللي عامله خلاص مشي. انت فاكر حله سعاد؟ حله سعاد لما البنت انا كانت قاعده بتتعمل الشاور لو انت تقولي لي بتشاور لك. يا عم اسمعني يا بنت يا نجم. يا عم خلاص يا عم. يا نجم وربنا مع مراتي. حل يا عم مشاكلك على مهلك يا سيدي. خلاص يا عم اسمعني انت بقى. يا عم اسمعني وربنا مع يا عم. حل مشاكلكم انتوا براحتكم على مهلكم. اسمعني يا نجم. ابقى في الله مراتي وربنا مع عمل. يلا يا ستي عايزين نشتغل بقى. اعملي اللي انت عايزاه ورد ولا تعبريه. والبنت دي هتعتبريه دي ورد. كل اعوذ برب الفلق. يلا يا اخت يلا يا اخت يلا يا اخت خلينا نخلص. ومن شر حاسد اذا حسد. يخرب بيت سنين. تعبت بجد ولا يا بنت؟ بس بقى يا ماهر انا مزعلك في حاجه وانا مش واخد بالي. هو بصحيح ما حدش بيملى عينك غيري ولا عيني. انت عيني يا بنت وقلبي وعقلي. اخينا اخينا اصحى يا عم. والله حاسس اني بحلم يا فن. كنت قاعد مستنيك بس النوم غلبني. مستناني ليه اصلا؟ واحنا مش سايبينكم بتتصافوا وهتردوا الباب وراكم وانتوا نازلين؟ الحمد لله ورد صدقتني وما رجعت لمجاريها. طب يا سيدي الف بركه. ايه بقى؟ ما انسنا ليه لغايه دلوقتي؟ طبعا في كرمك يا فن. اخوك لو روح هيموت. استنيني تحت البيت الف سطور وكازلك. عايزين يقطعوني. واهلها ما بيهزروش وعارفين يغسلوا عارهم بدمي. دم ايه ده المريع ده؟ خرب بيتك. انا لو ما بكحش تراب عمري ما اطلب منك كده. انا ممكن انام في اي ركن. اتكون في اي ركن يا فن. انا ممكن انام هنا لحد الصبح يبقى كتر الف خيرك يا فن. طب وانت لو مؤاخذه بتكح تراب ليه يعني يا استاذ؟ انا اللي اعرفه يعني ان انت راجل كسيب وشغال على تاكسي. لا وكمان متشغل مراتك بتخدم في بيت راجل مقتدر في جاردن سيتي. صحيح ورد كانت بتخدم في بيت راجل مسن زي ما تقول كده مديرة منزل، بس سابت الشغل لما حست ان انا مش راضي عنه. زي ما انت عارف يا فن تاكسي راحت عليه خلاص. دوب بياكلنا اليوم بيوم. صدق يا ماهر انت صعبت عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا فن. قلبك كبير. انت ايه رايك يا عزه؟ معلش يعني معايا برضك صاحبه البيت لازم تبقى مرتاحه ولا ايه؟ حقها يا فن. عزه اختي ولا تقوله هيمشي حتى لو هيرضينا انام في الشارع. جوز ورد يتضايف زيه وزيها. كرامة الواد. بتعزك قوي عزه يا ماهر. بتعزك زي اخوها بالظبط. القلوب عند بعضيها. عزه اختي. اهلا استاذ ابراهيم. اتفضل. وجه بلدنا. قسما بالله لو سابوا لك الهوا ثلاث ساعات على الفضائيات بقعد متسمر قدام التلفزيون. فصحت اللسان دي ملكه وانا عند ربنا وربنا خصك بيها. اشكرك. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل.
متشكر على الكلمتين الحلوين دول. ادينا بنحاول نقول كلمه حق لما بيطلب مننا. والله يا مصدق ان انا شايف حضرتك يا مزن مصر. مش هطول عليك، انا عارف مشاغلك كتير. انا ماهر جوز ورد. اسف، ورد مين؟ ورد اللي بتشتغل في البيت عند وجيه بشباجي. اه طب وايه الدخله الخاطر دي يا استاذ ماهر؟ وترتني يا راجل. باشا ما اقدرش، انا جاي استنجد بيك وطبعا في كرمك. والله واللي جاي يستنجد برضه يبقى اسمه ماهر ويقول ابراهيم؟ معلش يا باشا، وبعدين ابراهيم ده مش بعيد، ابراهيم ده ابويا، انا اسمي ماهر ابراهيم عاشور. اهلا وسهلا. استاذ وجيه بعت ناس خطفوا ادم ابن اخت مراتي، بيهددوهم ان لو اتكلموا هيأذوا. ثانية واحدة بس، وجيه مين اللي بعت ناس عشان يخطف؟ وجيه الشباجي محبوس يا باشا. الاخطبوط محبوس بس دراعاته طايلة، ناس من طرفه اللي عملوا كده يا باشا. ولا اخت مراتي وجوزها ناس غلابة مالهمش في أي حاجة. طب هو يعمل كده ليه معاك؟ إيه اللي بينك وبينه عشان يخطف ابن أختك؟ مش ابن أختي، ابن أخت مراتي. والله ما عارف يا بيه، ده أنا ورد بنحبه وبندعي له كل ساعة، بس مش فاهم في ايه، معرفش هو فاهم ان ورد معاه حاجه تخص ولا ايه القصه. طب وانت عرفت منين ان اللي خطف دول تبع وجيه؟ اه استاذ ماهر، طب انت جاي لي انا ليه؟ انا المحامي بتاع وجيه الشرباجي، مش البلطجي اللي اجره عشان يخطف ابن اختك ولا ابن اخت المدام. حاشا لله بيه، قطع لسان اليوم كده. جالك عشان انت بتاع الغلابه وعمرك ما ترضى بالظلم، عمرك ما تسمح ان واجهتنا تتلطف في موضوع عبيط زي ده. بقول لك يا حبيبي، ما تجيب من الاخر، انت مين اللي بعتك؟ انا راجل مقطوع من شجره، وما حلتش غير ابني ومراتي، ما اعرفش حد. وانت مش هيرضيك يعني الراجل اللي احنا كلنا بندعي له انه يطلع براءه، حضرتك المحامي بتاعه، ويهدد الناس ويخطف ويعمل حركات مافيا على ناس غلابه احلى. سؤال، انت علاقتك ايه بالاثار اللي لقوها في شقه وجيه؟ آثار يا بيه؟ ده منظر راجل بتاع آثار يا باشا. ده وانا صغير لقيت الجناب وجمالين ده، رحت سلمته في اسم تاني حلوان. ماليش في الشغل البطال ده يا باشا، وانا ورد لسه بنقول وجيه بيه ملوش في الشغل ده، اكيد حد ده سهله. سيد ماهر ايه المطلوب؟ الواد يرجع لابوه وامه يا بيه، حاش امه بالعافيه. وركت عايزه تنزل صوره الواد على صفحه حلوان بلدنا على الفيسبوك، فيها 2 مليون اعجاب. تقول وجيه خطفه وما خطفوش. زي ما قلت لسيادتك، عيلة مراتي كلها ولا هي ولا الراجل اللي فيهم. الواد لو ما رجعش هروح ما بعدك روح، حضرتك وموكلك في غنى يعني عن الرطرطه والكلام وقله الادب والمرض. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي يا استاذ ماهر؟ ان يكون كلامك ما فيهوش اي شيء من التهديد، عشان لو بحب اساعدك اساعدك بسماحه نفسي. انا هدد مين؟ ارفع مسدس خرز على واحد في ايده ار بي جي؟ هو انا مجنون؟ يا باشا انا جاي لك عشان انت بتاع الغلابه، ومتاكد انك تقف جنبي، ويكون في علم حضرتك خدمتك لا انت مش بتخدم راجل، انت بتخدم رجاله حلوان ودار السلام تاما، كلهم في ظهرك وفي رهن اشاره منك. انت بتفهم كويس يا سمير. اكلم ابوهم واطمنهم. ربنا يعمل في الخير، هنشوف هنعمل ايه. وانا عشمان في ربنا ثم حضرتك. السلام عليكم. استنى بس، رايح فين؟ انا عايزك تسيب تليفونك في السكرتاريه بره عشان نتواصل معاك لما ان شاء الله نلاقي الولد. يا بيه ده انت لسه بتقول اني بفهم. ماشي، انا اتواصل قريبا ان شاء الله يا استاذ ماهر. باذن الله. سلام عليكم. حفظ الله وجهتنا في رعايه الله. سلام. دار السلام وحلوان كلها تدعي لك وربنا. سلم لي عليهم كلهم. عايزه اترجاكي. ترجيني في ايه يا ورد؟ انت عبيطه يا بت؟ معاش ولا خندري يخليك تترجي ولا تعيطي، انت تأمري. اهل ايه طلعوا جزارين ومستحلفين لماهر لو قعدت بدار السلام هيموتوه، فكنت بستسمحك يعني لو نقعد عندك كام يوم لحد ما نشوف هنعمل ايه. قصدك يعني ماهر كمان يقعد معاكم؟ انا عارفه ان احنا متقلين عليكي، بس اديكي شايفه الدنيا ملطشه معايا ازاي. انت بتقولي ايه يا ورد؟ لو ما شلتكيش الارض اشيلك على دماغي انت ورحيم وانت عارفه. بس ماهر، طب لو حتى انا وافقت هقول ايه لشامل؟
ده بيته امبارح بس بتضلي. ما هو انت بقى الخير والبركة. مش عارفة يا ورد والله. طب ما يروح عند حد من صحابه ولا معارفه. ما اكدبش عليك يا حبيبتي، انا كمان يعني مش هكون مرتاحة وهو معانا هنا في البيت. ماشي يا عزة. والنبي يا ورد ما تزعلي، انت خاطرك على دماغي وانت عارفة اني اعمل عشانك اي حاجة. بس انت فاهمة يعني واحدة تبقى تحب تكون براحتها كده وهي في بيتها يعني. ولما والنبي ما زعلانة يا عزة. خلاص ادخلي يا اختي شوفي شامل عشان لو كده طلع لكم الفطار على السفرة. طب وحيد رحيم ما تزعلي. ايوه ماهر، ادم رجع وهو جه من هنا ومفيش خمس دقايق وفي صابت جه وراه. وادم باين عليه حاجه؟ لا 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 خالص، ما بانش عليه اي حاجه، زي ما خرج من البيت زي ما رجع. زي ما قلت لك يا عم سليمان، اي كلمه غلط هتقولها هروح انا ومراتي ورا الشمس، وانت ومراتك وابنك هتتلطفوا معانا. كلمه ايه بس؟ كلمه ايه؟ هو احنا عارفين اي حاجه؟ احنا عاملين زي الطرش في الزفه، انت ومراتك بتحدفونا لبعض، بتلعبوا بينا الكوره. بتلعب الكوره بمين يا عم سليمان؟ ما احنا مظلومين زينا زيكم بالظبط. انا لما اشوفك هشرح لك كل حاجه. ارجع لهم دلوقتي. خلاص لما يمشي الظابط انا هبقى. عم سليمان أقول لك إيه؟ عايزك تسيب الخط مفتوح وترجع لهم. إزاي بس؟ الصوت اللي عندك هيتسمع هنا. أكتم الصوت. أكتم الصوت روح ما تخافش. يعني نقدر نقول كده إن أختك مش موجودة في القاهرة من نص الشهر اللي فات، مش كده؟ يمكن يا باشا يمكن. أصل هي ما قالتليش إن هي مسافرة إلا لما كلمتني في التليفون. ولما كلمتك ما سألتهاش هي مسافرة فين؟ لا باين لي سألتها. والله سألتها، حتى قالت لي رايحة لأهل أبوها في المنصورة. معلش أنا مخي بيهوي. وكلمتك إمتى؟ قريب صح؟ من يعني أسبوع 10 أيام كده يعني يا باشا. ما تعرفيش قرايبها دول فين في المنصورة؟ لا ده حتى عايش أبوها الله يرحمه كان قاعد في دار السلام. أنا ما أعرفش إيه اللي فكرها بأهل أبوها في المنصورة دول. هو انت قاعد بعيد كده ليه يا استاذ سليمان؟ ما تيجي تقعد جنبي يعني خليك معايا كده عشان لو الست حياة نسيت اي حاجه تبقى بتفكرها على طول. انتوا محدش فيكم يعني سالني احنا بندور على ورد ليه؟ كان عندكم علم ان احنا بندور عليها. لا يعني ما احنا كنا نسال حضرتك يعني يا باشا، بس احنا الاول بنجاوب على كل حاجه حضرتك بتسالها يعني. برافو يا ادم، شكلك ذكي ومتربي. ربنا يخليك يا باشا. في ناس بطاله بتدور على ورد وجوزها ومش هيستريحوا غير لما يلاقوهم، والاحسن ان احنا نلاقيهم قبل ما الناس دي تلاقيهم. والناس البطاله دي بتدور على ورد وجوزها ليه؟ الناس دي خاطر قوي يا استاذ سليمان، ومش هيسيبوا ورد غير لما ترجع اللي هي خدته. يا اما يا عالم الموضوع ده هيخلص على ايه؟ هي لا مؤاخذه ورد خدت ايه منهم عشان ترجعه؟ يعني انت ما سالتهمش يا استاذ سليمان؟ لا والله يا سعاده الباشا انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. أنا أجري زاد النهاردة 3 مليون جنيه، أخدهم مقدم مع باقي الأتعاب اللي اتفقنا عليها قبل كده. خير يا أستاذ راشد؟ وإيه اللي بيحصل؟ ممكن تفهمني؟ الواد المخطوف يرجع بيتهم النهاردة، مش عايزين شوشرة، حتى عشان نعرف نشتغل إن إحنا نخرجك على ذمة التحقيق قريب. بلد إيه؟ ممكن أفهم؟ الشريك اللي بره أو واحد من الشركاء اتصرف من دماغه دون الرجوع لحضرتك زي ما انا شايف كده، وخطف ولد صغير من عيلة ورد اللي كانت شغالة في بيت معاليك. ورد اللي عايزين نعرف دورها في قضيتنا قبل ما المأمور يشرف، بس ده كله
بعد ما سيادتك تتصل وتأمرهم يرجعوا الولد ببيتهم تاني. أستاذ راشد، أنا ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة بتحصل بره. ممكن تفهمني؟ آسف، أنا فهمتك كتير. أنا النهاردة هسكت وسيادتك اللي هتتكلم بس. أنا شرحت المعاليك قبل كده وقلت لك إن المحامي بتاعك زي الدكتور بالظبط، وعشان الثقة المفروض ما بيننا أنت النهاردة اللي هتفهمني. أهو نطلع من الموقف ده كسبانين أنا وأنت يا بطل، وكمان نوقف الخطوات الغلط اللي بتتاخد على إيد ناس مش مسؤولة ممكن تضيعنا كلنا. قلت إيه؟ ممكن رقم مدام كاميليا؟ آه طبعاً، عينيا. طلبتها لك، قول ألو. لا أنا واجيه، مش وقته يا كاميليا، مش وقته خالص. الولد قريب ورد يرجع بيته النهاردة فورا. بقولك مش وقته، مش وقته. الولد يرجع النهاردة بيته، النهاردة، النهاردة يا كاميليا، النهاردة. أولاً كاميليا هانم أو أحد الشركاء أياً كان هيحول أتعابي على حسابي اللي قلت لك عليه. أما الآن فحضرتك هتقول لي اللي يفيدك ويفيدني ويصلح موقفنا القانوني في القضية. القانون يا وجه بيه، فاهمني؟ من امتى كل واحد كده بيتصرف من ورا التاني؟ وقاعد بتنبط عليا في الكلام قدام عزه كمان؟ رجاله تقول لي خطف وادم امبارح. يا عزه تقول لي ايه؟ انا رجعته النهارده. انا عايز اكلم حد دلوقتي. انت اتصرفت في التليفون ضايع. بس كسرت الشريحتين. مش هنتكلم في التليفونات تاني. وصلنا عن طريقها. هو عامل ايه؟ وحياته عامله ايه؟ شفتهم؟ لا ما شفتهمش، بس كلمت سليمان واطمنت ان الواد روح وزي الفل. وسايبني نايم على وداني كل ده، وبتتخانق معايا على كلمه هضم وما نطقطقش. بقول لك ايه، دي حاجه ودي حاجه، لازم افهمهم عشان ما يستوطوش حتتنا. انا عايزه اروح لحياتهم دلوقتي. زمانك تطلعني وهضم واتلصق في وشي. مش هينفع تروحي. في ظابط مباحث عندهم النهارده. هو في ايه؟ تلاش العقل كده وجيه عمره ما يتكلم من حد معانا. احنا طول ما احنا محرسين وقافلين على نفسنا محدش هيوصل لنا. ان شاء الله القضيه تتقفل ونتصرف في الحاجه، وساعتها بفلوسنا هنشتري الحمايه والامان. انا خايفه يا ماهر، خايفه. هيرسى علينا، هيرسى علي يا ورد. لا حتى لو احنا اضطرينا ابني هيفضل في امان. ابني هيبقى في امان يا ماهر، مش كده؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟
يعني مش عارف اقول لك قد ايه انا سعيد لتشريفك لمكتبي الليله دي بجد. يعني اتفضلي يا فندم هنا. يعني مش لازم بعد المكاتب والرسميات والتنشيه دي. تشربي ايه يا كاميلي هاني؟ ولا حاجه ملوش لزوم. انا في الحقيقه اصرت اني اجي لك الليله دي بعد ما المشكله انتهت عشان اشكرك بنفسي. حضرتك اللي تشكريني؟ انا يا فندم لازم اشكرك على سرعه استجابتك. الحقيقه انت خلصتينا من وضع كان زمان وحطيتنا في موقف كلنا لا نحصد عليه. اكيد طبعا انت فاهم ان اللي حصل ده كان بدون علمي. العفو يا هانم، انا طبعا واثق ان حضرتك مالكيش علاقه. شغل البلطجه والعصبجيه ده ليها ناسها، بس برضه لازم التنبيه عن الناس اللي بتدور على الولد والبنت اياهم ان البحث يكون بحذر شويه. احنا مش ناقصين شوشره ولا ايه؟ لا كلامك مظبوط، وانا شخصيا ما عنديش اي مشكله خالص ان استشير حضرتك قبل اي تحرك. انا؟ لا يا فندم سامحيني، ده مكتب محامي يعني راجل قانون، واي فعل غير قانوني ما احبش ابقى عارفها اصلا. ومين قال حاجه عن فعل غير قانوني؟ نو نيفر، ما نحبش ابدا نعمل فعل غير قانوني. انت فاهم؟ انا اللي بتكلم عنه استشارات قانونيه. ما تقلقش مش هنتقل على حضرتك. الاستشارات هتبقى في حدود المبلغ اللي طلبته من وجيه في الاسم. لو حضرتك بتشيري لزياده الاتعاب اللي حصلت النهارده، انا اقول لحضرتك انها زياده طبيعيه جدا نظرا لتغير الوضع القانوني للقضيه. وانا جاي لك دلوقتي عشان نساعد بعض في الوضع القانوني في القضيه. اللي انا فهمته من وجيه ان الولد جوز الشغاله جالك هنا المكتب. انا محتاجه اعرف وصل لك ازاي. ما تقلقش انا اللي هتولى الموضوع بنفسي، لان مفيش اي حاجه هتمسك. والله انا ما عنديش معلومات اكتر من ان الولد دوت دخل لي باسمه مستعار، عشان كده انا بجري دحيق داخلي جوه المكتب عشان اشوف الولد ده وصل لي ازاي. زي ما تقولي عمليه انضباطيه مش اكتر. اوكي، وانا في انتظار نتيجه التحقيق الداخلي ده، وبكره او بعده بالكتير فلوس الاتعاب هتظهر عندك في البنك. اللهم صل على النبي، خلنا برجلنا اليمين. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سلام على حمام وربنا ما انت قايل. تعالوا بسم الله. الف هنا، سبقناكم. اصل احنا رحنا لكم على البيت ما لقيناكوش، فقلنا اكيد هنلاقيكم هنا. امال فين عز؟ عز لسه نازله دلوقتي، راحت على البيت تجهز للفرح. حق لو الواد رحيم كان عارف ان انتوا عندكم فرح يليه، ده كان عمله الليله. او ربنا. بيموت في الافراح والحاجات اللي على النت دي. حبيب امه. صحيح الواد ده فين؟ سربته يا فندم. سواء كده قعدت افكر، قلت الفن يبقى ساب بيته الاولاني اللي فيه عيال صغيره دوشات، يجي البيت التاني يلاقي عيال صغيره دوشه. فن لازم يتسلطن عشان يعمل لنا مزيكا حلوه ويبسط الشعب. فسربته الواد صاحبي انا عشان تقعد بمزاجك. وصاحبك بقى اللي انت سربته عنده ده ساكن في دار السلام؟ على بس تكون المشكله بتاعتك دي اتحلت عشان تعرفوا ترجعوا بيتكم وشغلكم بقى. والله ما بينا لها حل خالص. ونزلت اموت. حاج مختار الجزار حتى عربتي 10,000 جنيه. بس هو الواحد بيدن دار على لقمة عيش جديدة وربنا يكرم. الله بس تكون اتوفقت. أنا طمعان في كرمك يا فندم. هعمل لك إيه تاني يا ماهر أنا؟ أجيب لك قراطين أرض؟ أشتري لك عربية ملاك جديدة؟ عطله آيفون. تشكر على التنبيط ده يا فندم. مع انه ماليش على شخصيتك الكريمه. عايز اشتغل معاك اي حاجه يا فندم. هتشتغل معايا ايه يا ماهر؟ في الفن. طب ايه رايك ما تشغل ورده احسن؟ اه والله ده حتى عزه بتحبها قوي، بتقول عليها انها صاحبه عمرها. لا انا مراتي مالهاش في السكه دي، مالهاش في الفن والكلام ده. والله تبقى فكره حلوه قوي، وهتبقى نمره جديده، وبدل الجنيه هيبقوا جنيه ونص. طب والله العظيم دماغنا هوان. مزيكا تفاصيل. انا اللي عايز اشتغل، بقول عايز اشتغل معاه. الراجل الصح ما شغلش مراته في السكه دي خالص، سواش عرضه. الشارع بقى وحش ولا يا ورد؟ طبعا يا اخوي وحش قوي. وبعدين انا لما اشتغلت اولاني كان باذنك، ولو عايز نرجع اشتغل تاني هيبقى باذنك برضه. هو الفن والمزيكا زيهم زي الخدمه في البيوت؟
علمهم يبقى نزلوا مع الواد محمود والواد صبري يشتغل معاهم ويشيل العده وينضفها ويلمعها. ونعمه ربنا ده يا فن ولا تزول من وش. لا تشوف طفره في شغلك ما شفتهاش قبل كده، وابقى بعمل بلقمتي وبناكل بعرقنا. لا هتعرق جامد ما تقلقش، اصبر بس يا باشا. نعرق بدل ما هناكل حمام نعرق. البنت سابت لي البيت ومشيت، ده تعدي الواد لايس مش عارف اروح فين. قلبي قال لي عليك وعلى جمال الكوتش اخوك وحبيبك. انت اخويا ماهر عشرة العمر، بعدين يعني هو رحيم ده مش زي كريم ابني يا باشا؟ امال ايه، ولادي ولادك. ان شاء الله بكره ربنا يهديه ونبقى نيجي ناخده على طول. بعدين بقى يا عم ماهر انت لازم تروق شويه، مش هينفع يعني اي زعل كده تقوم مطلع. بنت دماغها جازمه يا كابتن، بس انا اقول لك ان شاء الله تكون وزير الشيطان وتروح لحالها. ربك يصلح الحال. اللهم امين. دول 5000 جنيه مصاريف الواد، مش عارف اقول لك على شهامتك ورجولتك يا كوتش. شايف كده يعني هتديني لقمه الواد؟ يا باشا مصاريفك كتير، مش عايز اشيلك هم فوق همك. ده بما انت كسفني ربنا يعينك على عيالك ويعينك على ابني. يعني ده انا هفرهدهم هم الاثنين، مش بعيد لما ترجع تلاقيهم الاثنين بيلعبوا في الاهلي. يا باشا اسمع من بقك ربنا، مين عارف. استاذنك بس تسلم عليه وتوكل على الله. سلام عين. تعال يا رحيم. ما تقلبش على الجمال ولا تتعب ام كريم، بعدين لو جوعت تقول انا جعان ده بيتي ده. لو حد وقعت في الكلام انا وامك متخانقين وكلتها على الاتنين، اتفقنا؟ مش انا قلت لهم كده. ربنا ما يحرمنيش منك يا كابتن. حبيبي اخويا، ربنا يستر عليك. حفظ الله اشوفك على خير. ورد وبنت بناديك. عارف ليه؟ مش اتفقنا ان كده احسن لي؟ اول مره الواد بعد عن حضني يوم ما اتولد. كل كام يوم هنبقى نيجي نزور حتى من غير ما الكوتش ياخد ده. كام يوم ده ايه؟ انت مش قايل لي ان احنا هنلاقي لنا صرفه في حته نقعد فيها من غير فطاير؟ وانت ما اعرفش حد غير كمان، دخلت عليه في فيلم عشان موضوع ادم، ادخل عليه في فيلم تاني هيطفش مننا. طيب بس انت قايل لي كمان ان هو هيلاقي لك صرفه مع اهلك اللي في السعيد يا مان. انا هروح انا وهو نزوره، ادعى ربنا بس الموضوع ده يحصل او حصل خلصنا خالص واجي اعيش في بيتنا. احنا لازم نلاقي صرفه ونبيع الحاجات اللي معانا، ما يبقى معانا قرش نقف في ايدينا هنعرف نتصرف براحتنا. ان شاء الله شغال والله بدين، بس لو اتشمينا ومباحث الاثار حاسه الشم عندها عاليه، مش عايزينهم يعكشونا. لا انا ماليش فيه يا اخويا، انا مش هقدر استحمل ان ابني يبعد عن حضني اكتر من كده. ممكن ربنا يفرجها. المهم دلوقتي نركز في عزه وشامل لحد ما تتعدل ونغور من وشهم. عزه عزه ايه؟ وكتاب اللي انا واختي ما هتعمل معايا اللي هي بتعمله ده. ماله معاك انت ما بتعملوش معايا انا؟ لو قلت لها العشرة شمع مش هتنسى ان انا كنت مانعك عنها. سيبك من عزه بس دلوقتي. المهم تركز مع شامل، هو لو بيعمل كده بيعمل كده عشان خاطر عيونها، انما قلبته جايه جايه. قلبته على نفسه بقى. ايوه يا ادم. معايا. انا ورد. فين يا ورد؟ احنا ممكن نقلق عليك. انا كويسه، طمني انت عامل ايه؟ انا فل. هما خدوني بيتوني ليله عندهم وبعدين سابوني ارجع البيت. لا عرفت خدوني ليه ولا سابوني ليه. الحمد لله ان انت كويس. امك عامله ايه؟ هي عامله نفسها مش طايقه تسمع عني. بس دي هتموت من القلق عليك. انا عايزه اشوفها يا ادم. طب ما تكلميها في التليفون. لا انا حافظاها كويس قوي، لو كلمتها عمرها ما هترد عليا. هو ايه الحكايه؟ هو انت واخده ايه من وجيه ده اللي كنت بتشتغلي عنده؟ بعدين يا ادم مش وقت ما اشوفك اقول لك على كل حاجه. ده اتمسك عنده اثار يا ورد. انا عملت بحث عليه والقضيه بتاعته ماليه النت. بعدين يا ادم مش وقت لما اشوفك انت وامك هحكي لك على كل حاجه. المهم دلوقتي ان انا عايزه اشوفها، بس اوعى تقول لها ان انا عايزه اشوفها عشان مش هتوافق. طب انا اعملها ازاي دي؟ تشربي شاي معايا يا ورد. لا يا حبيبتي تسلمي لي. مش عارفة يا ادم وانت هتغلب هتتصرف. طب هنتقابل امتى وفين؟ انا هكلمك اقول لك، بس انا عايز اطلب منك طلب، مش عايز اي حد يعرف الطلب ده. انا عايزك تروح لرحيم. رحيم؟ يلا بينا يا رجاله جاهزين. مش معاكي؟ لا رحيم في دار السلام. طب بقول لك يا ورده هكلمك بعدين عشان لازم اقفل دلوقتي. طب اسمع ما تكلمنيش على التليفون ده عشان مش بتاعي. انا هبعت لك رساله اقراها وامسحها واعمل كل اللي بقولك عليه وحياه امك يا ادم. ماشي 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 حبيبي، مع السلامه.
سلام. انت بتعمل ايه؟ انت زعلان مني في حاجة؟ انا عملت لك حاجة؟ سيبيني في حالها عشان انا مش طايق نفسي. طب حتى لو انت مش طايق نفسك بتبعد عني انا ليه؟ أديك شايف مفيش حاجة في إيدي أعملها وما عملتهاش يا ماهر. بقول لك يا نامي، أي كلمة هتقوليها دلوقتي هتضايقنا أكتر ما أنا متضايق. أنت عارف إحنا بقالنا قد إيه ما تحصلناش على فرشة واحدة وسرير واحد؟ بقى ما يبقى عندنا فرصة زي دي تسيبني وتنام على الأرض. الكارير اللي إحنا فيه أوي. كان أكتر من أي وقت فات. ما قدمناش غير إن إحنا نتصبر باللي جاي. وندعي ربنا يقرب البعيد وحياة النبي متزعل. أنا زعلت منك يا ورد، أنا زعلت من نفسي، زعلت من اللي وصلنا له، زعلت اللي ما كنتش متخيل أن أشوفه بعيني وأتحمله. الظاهر كده أن جدتي أنا وأنت خدت على نفوت الأرض خلاص. احنا متحولين لحد ما ننام على سرير محدش نام عليه قبلنا. ولا حد يقدر ياخده مننا. هات بطاقتك يا ماهر كده. ليه كفى الله الشر يا فندم؟ انت اتعينت في المباحث ولا ايه؟ بكله كتير قوي. خلص. هات هات المحفظة هات. بس خلي بالك العنوان اللي في البطاقة هنا عنوان أبويا، بيتي بعيد عنه حبتين، لو حابب أقوله لك أقوله لك. لا مش لازم دلوقتي، ببعته لي في رسالة. خشف الرجال بيجيب الفقر يا فندم. قول إنك مش مأمن لي على قعدتي في بيتك، وأنا آخد مراتي وابني ونتكل على الله. لو أنت فاكر يا ماهر إن أنت قاعد في بيتي غصب عني. حاشا لله يا فن، حسك في الدنيا. طب يلا روح شوف شغلك. بقولك، قول. هات عشا لأهل البيت زي ما أكون موجود بالظبط. ليه وأنت مش مروح؟ امسك. طب ما أنا والدها يقبضني يا فن وكلام فاضي والله وكله من خير. ماشي يا فندم. ازاي بعت العنوان؟ عناية يا فندم. الله يديك خيرها ويكفيك شرها. مش معاك ليه؟ الفن بعت لك معايا كباب وكفته وقال لي ما نامش يعني لما اطمن عليك انك اتعشيتي. هروح اجيب طبقين وشوفتين وين. خليك يا ورده انا هجيب. وايه الحوار؟ شايفين وشنا شقنا عليهم. ده الواد شامل ده ابن حلال ويستحق كل خير. رخص عليك يا ايه لا تبقى. اي الرخص. بقول لك ايه، الفن ولع الدنيا النهارده، اترمى عليه نقطه ايه؟ والنمرتين التانيين كسروا الدنيا. الواد شيبيني ولع الفرح. بنت المطربه المساوكه دي اللي بتقول فورمه حبيبي دبابه اسمها سمح. في كنزتين ساقع في التلاجه هجيبهم لكم عشان تشربوهم. كانت ناقصاك الليله يا زوز. أنا مش عايزة أشرب. بحبش البتاع ده، بحب الصاروخ. بس كل لما أفتحها تبخ في وشي. افتحي كوبا. السلام عليكم. تقعد تزن في دماغي والله يا عمي. أبيع شقتي في دار السلام ونصيبي في الكام تاكسي اللي أنا بشارك فيهم.
بقى هنا اشتري حته ارض، ابني عليها بيت صغير، وعيش انا ومراتي وابني في راحه سر. ايش بقى صعبه في القاهره؟ والله يا ولدي هتنورنا هنا، بس انت هتقدر على عيش احدانا وانت عايش عمرك في البندر؟ ومرتك، مرتك دي ما هي بندريه برضك. والله ده اللي بيحوش الواحد يا عمي، مع اني لو قلت لها هتنفذ وكلمتي اللي هتمشي احنا صعيده في الاول وفي الاخر. بس بقول انا ما هد معاها. الفكره في بالي من ساعه ما ابويا جالي في الرؤيه بعبايه فراني. قال لي يا ولدي اهلك وبلدك. الغربه زادت وطالت. من يومها والفكره في بالي ما بتروحش يا عمي. وعايز اطلع مراتي. قلت ازغل العنان، انت عارف النسوان تعز القرش. طلع بنت بنكر حته الارض اللي ناخدها اللي تحتها حته الاثار. البيت يطلع تحته مقبره ونعدي زي الناس اللي عدت. قالت لي طب ويا فالح الصعيد كله قاعد مستنيك انت اللي تلاقي له حته الاثار. طب وفرضا لقيتها هنبيعها ازاي؟ مرتك عندها حق. بلدنا خلاص اللي لقي حاجه لقاها من زمان وربنا فتح عليها. وانت شفت حد من اللي حاجات بجد دول يا اسلام؟ اوه احزان اربع خمس بيوت فلوسهم كلها من التجاره في اللي لقوه في ارضهم وتحت دورهم. وانا اعرف ان الحكومه مشدده قوي هنا، زيب في البلاد اللي لقوا فيها اثار قبل كده. سكه ابو زيد كلها مسالك، واللي هيلقى حاجه مش هيغلى بيصرفها. عندك حق. خلاص بقى يا ماهر ما تفتحش معايا السيره دي، احنا ما صدقنا ربنا هداه والتفت لاكل عيشه. شغال في ايه دلوقتي يا اسلام؟ انا ساكن في القاهره قاعد في اكتوبر وبشتغل دلوقتي في المجولات. بس واضح من كلامك كده ان انت بتعز الاثار قوي، مركز فيها زياده عن اللزوم زي ما بيقول عمي. بقاله سنين يجري ورا الحفارين والمهربين، نحصل الابيض والاسود لحد ما ربنا وفقنا ولقينا له شغلانه زينه مع اولاد عمه في مصر. مش احسن من راحه البال؟ هو دلوقتي ما بيجيش البلد غير بالضليل، بعد ما كان ما بيطيق يشوف راجها. الله يرحمك يا بابا. قالها لي وفي ايده سبحته الالف حبه. كله يلف يلف ويرجع لبلده. لو انت رأي صح يبقى ندور لك بصحيح على ارض ودار. يا عم ما تتعبش نفسك، دي تربية دار السلام، هو مرته يعيشوا هناك كيف؟ هي سهلة كده. ده بس بيسايبكم في الكلام. هو حر. البلد بلده وكلها ولاد عمامه. لو جانا هيعيش معزز مكرم. عايز تتكلم وحاجة عايشاك. لو اتكلمت هقول كلام ممكن يزعلك يا ولد عمي. انت واحد في الدنيا اللي تقول اللي انت عايزه، انت ليك حق عندي. لو كلامك زعلني هستحمله. ما تكونش اتكلم خالص يا ماهر. شوف انت عايز تقول ايه. لا ما عايز اخبي عليك حاجة. بس لو اعرف انت عايزني اقول ايه هقولها على طول. لقيتها في ايه؟ مين دي؟ الراجل اللي معاك وعايز حد اللي في سكة الآثار يصرفها. مستشار مش سهل انت برضه يا ابن عم. خد بالك انا خايف عليك يا ماهر. الحوار ده لو وصل ان رشاد عايز يديني زي ما انا فاهم يبقى انت واجع وسط ناس كبار ممكن يزعلوك جامد. بص يا مكمل، واحد صاحبي اخويا زي حالاتك كده مسلك حته، والراجل الراجل ده موجود عليه دلوقتي ورشاد عايز يديني صاحبي. بس انا معايا صوت هوريها لك. تليفوني فاصل شحن هوريها لك. اتاكدت يعني انت وصاحبك اللي فاتت الاصليه؟ يا باشا ايه الاصليه؟ يقول لك الراجل اتقبض عليه باخواته دول مش اصليين، كان زمانه بره دماغه. تسمع الكلام اللي انت بتقوله؟ طبعا ما اعرفش ده صوتي بس الناس كلها بتسمعني. كانت تقسم على اثنين بره، تقسم على ثلاثه. سيبني ادور على مشتري. هو ده الكلام يا سياده المستشار؟ اسلام ولد عمك اخوي الكبير نصاب ياخدها مني اللي بتربي الفلوس. بس الموضوع ده محتاج كتير سريه وسرعه عشان انت ما تكتبش سد المفعم ويقعد بالكوش وراك. اقرا الفاتحه الاول يا باشا. نقرا الفاتحه وربنا يشهد علينا عشان ربنا يعدك بالخير. نقرا يلا بينا. بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين.
ما خلش عليا اللي قالوه لي. قلبي كان حاسس وصبت يدخل عليا بالفم وينزلني. انا ايه؟ سيبك انت من قلبولي وقولي لي انت. انا عمت عليك ازاي يا وردي؟ يا بنت ده انا عمري ما استحملت عليكي ولا على ابنك نفحة الهوى. اقوم اهون عليكي كده؟ بص عليك يا حياتي. وانت عمرك ممكن تفكري انك ممكن تهوني عليا؟ لا لو كده الاقي الجزمه واديني بيها. بص عليكي انت يا اختي، وانا من امتى مديت ايدي عليكي يا بنت؟ ما تنقطع ايدي اللي تتمد عليك. يا ورده انا عايزه اطمن عليكي يا اختي. فيكي اقفل. طب انتوا تهدوا كده شويه عشان هتلموا علينا الناس. ها خلي عينك حوالينا عشان اعرف احكي لهم الكلام مطمن. عشان ريحه تطريقه كده بس ماشي. طول عمركم بتقولوا على اي حد يتدخل بينكم. مساء الفل يا زوز. مساء النور. ايه ده انت هنا؟ كنت فين يا بنت كل ده؟ قلقتيني عليكي. ما انا بعت لك رساله على تليفونك بس كان مقفول. وكان مقفول كنت بشحن بقى. لسه شايف الرساله قلت اشحن شويه بس واكلمك على طول. مالك يا عزه في ايه؟ انت كويسه؟ مفيش يا حبيبتي. انا بس اتخضيت عليكي شويه، ما تبقيش تقلقين عليكي بعد كده. بقول لك ايه، كانت هتموت عليك. قلت كل شوارد راحت دار السلام والحاج مختار الجزار ابو هي مسك فيها ولا حاجه. ليه هو انا عبيط عطب دار السلام دلوقتي برضو؟ طب زي ما امك مش قلت لك كده برضه؟ ما تضحكش عليا في الحاجات دي. بركه حبيبتي ان احنا اطمنا عليكي وان انت بخير. انا هدخل ارتاح شويه. طب استني اما اعمل لك عشاء. اصبري كده اغير هدومي بس واعمل لك لقمه تاكليها. لا برهانه انت، انا ماليش نفس، انا عايزه ارتاح. تصبحوا على خير. مالها عزه يا ماهر، انت زعلت على حاجه؟ جايه فيا كانت من بيت اهلي، ما اعرفش انا جايه قبلك بدقيقه، بس جيت لقيت وشها عامل كده تقريبا شامل مقلم لها ولا حاجه. طب امسك ما تخلصش افهم مالها. استني يا بنت عزتي وبتاعتي، قولي لي عملت ايه مع حياه؟ بقول لك هشوفها مالها الاول يا ماهر. مالك في ايه؟ انا كنت سايباكي كويسه. ايه ده؟ سمعيتها ولا ايه؟ انا زفت يا ورد، انا زفت، انا هباب. انتي صح، انا مفيش اي حاجه اتغيرت فيا من واحنا عيال في الاعداديه. ايوه يعني ايه اللي جرى عشان تقولي كده دلوقتي؟ اللي بيجرى على طول، اتعلق بواحد ويديني بجزمة ويطلع عن أم شوية ويزهق مني ويرمين عشان أفضل ألوش وخب لحد ما يجي واحد بعده يجي بقى يكمل الحكاية ونبدأ من الأول وجديد. إيه اللي جد يا عز؟ فاهمين؟ أنا بحبك أوي يا ورد، بحبك أوي والله. مش عارفه انا بحبك ازاي. لا انا عارفاكي، انت كده فيكي حاجه مش مظبوطه. شامل عمل حاجه ضايقتك تاني؟ ما عملش ولا عبرني من اصلا، كان حتى ما فيش بيننا لا شغل ولا افراح ولا حفلات. يكونش ماهر جابلك منه كلمه كده ولا كده ضايقتك؟ ما جابليش سيرته خالص، احنا يا دوب فتحنا التليفون شفنا رسايلك اطمنا عليكي. ما اعرفش بقى كان جاي من عنده ولا منين. انا فكره الشغل بيني وبين وديه طول عمرها مستبعده، حتى من واحنا لسه شباب ومتخرجين من الجامعه. هو صاحبي، اه اقرب حد تقدر تقول اخ، بس الشغل من واحنا صغيرين انا كنت متاكد ان احنا صعب جدا نتفق. ان جيت للحق يا فؤاد بيه، هو انكار اي شغل مع وديه الشرباجي دلوقتي حاجه طبيعيه ومتوقعه. تقصد ايه يا علاء باشا؟ انا ما عنديش ادنى شك في وجهي.
ومتأكد إن وجيه استحالة يكون متورط في حاجة زي تجارة آثار أو أي تجارة غير مشروعة. وإذا كنت أقصد أي شراكة فأنا أقصد البيزنس بتاعه اللي هو السياحة أو البيزنس بتاعي أنا وعيلتي من زمان اللي هو الشيبينج والكاستم كليرنس. إحنا عارفين طبعًا مجال شغلك أنت والعيلة الكريمة من زمان يا فؤاد بيه. إحنا ما نقصدش نتهمك بأي حاجة، ولو الاتهام ده موجود كان زمانك مشرفنا عندنا في المكتب، مش تبقى القعدة ودية كده، مش كده ولا إيه؟ أوه فعلًا حضراتكم شرفتوني، بس معلش أعذرني أنا مش قادر افهم سبب الزيارة. انا هكون دغري مباشر جدا معاك يا فؤاد بيه، خصوصا اني قادر اشوف قد ايه انت شخص واضح. ارجوك. الحاجات اللي احنا لقيناها عند وجيه الشرباجي هي جزء من مجموعه حاجات كانت مسروقه من المتحف المصري، واحنا عندنا امل كبير ان شاء الله ان الحاجات دي ما تكونش خرجت بره البلد باي وسيله، واكيد حضرتك مقدر قيمه حاجه زي كده. بس انا مالي ومال الكلام ده؟ حضرتك زي ما كنت بتقول من شويه الصديق الاقرب وعشره العمر على حد تعبيرك للشخص اللي لقينا عنده نص المجموعه الاثريه دي. و أنا أقدر أساعدكم إزاي في موضوع زي ده؟ ده إذا افترضنا أصلاً إن الحاجات اللي اتلقت دي تخص وجيه. لا معلش، إحنا لازم نعتبر إنها تخص، ده الخيط الوحيد اللي ممكن يوصلنا لبقية الحاجة. عشان كده إحنا لازم نتوقع إن في أي شريك لوجيه ممكن يوصلنا لأي حاجة. شريك؟ تقصد إيه يا فندم؟ زي ما سيادة المقدم قال لحضرتك، مفيش اتهام لحضرتك خالص، بالعكس إحنا ممكن نوصل معاك لمعلومة تساعدنا في تبرئة وجيه الشرباجي نفسه. أنا زي ما أكدت لحضراتكم علاقتي بوجيه الشرباجي علاقة شخصية بحتة، ما فيهاش أي جانب عملي. محدش مستغرب طبعًا إنه يكون حريص على الفصل ده، ده أنت بتقول إنك أقرب صديق ليه. غريبة أوي، يعني ما تعرفش أي حاجة عن شغله أو عن علاقاته العملية. قهوة على إيه؟ شكرًا. قهوة رمزي؟ شكرًا. قول لحضرتك على حاجة في البيزنس مهمة جدًا. في البيزنس ممكن نبقى أصدقاء، بس مش لازم نتشارك معلومات عن الشغل. كل واحد بيخلي معلومات شغله لنفسه. مالك يا فندم؟ حاسك مش مبسوط من ساعة ما طلعنا من عند فؤاد؟ أنا متهيألي يعني الزيارة كانت مفيدة وحققت هدفها. أه طبعًا كانت مفيدة جدًا، مبقاش عندي شك في إنه شريك وجيه. عزة. نور. هتعملي إيه يا حبيبتي؟ قومي يلا عشان تلبسي. يا بنت لمي ما بعطريش، خصوصا ان انت لسه مش عارفه هو ناوي على ايه، انتوا لسه ما اتكلمتوش. هي بنت خلاص يا ورد. شبيها شويه وانا اللي هاجي اخبط على بابي واقول لك قعديني عندي. عشان ساعتها مش هلاقي حته تلمي. قومي يا بنت. قومي اقفي على حالك وشوفي اكل عيشك وشغلك ده حقك. وري له انك مالكيش زيه وتقدري تقفي على رجلك. بصي يا ورد، أنا أقول لها إيه؟ بصي يا ورد، بصي أنا أقول لها يا ورد، تستاهل يعني يرميني ويروح لها؟ بصي يا ورد عاملة إزاي؟ أنا أقول لها يا ورد بصي. مش هبص، ده ما يستاهلش تفرق يا حبيبي. لو النبي يا ورد صحيح، أنا أقول لها إيه؟ بصي عاملة إزاي؟ أنا أقول لها يا وحياة رحمها زعل، بصي وقولي لي، أنا أقول لها يا ورد. دلوقتي حاسس ان العين على اي حد فينا بيتحرك من البيت، حتى الامن بتاع المكان يعني بيبصوا لي بصه مش اللي هي، مع اني عارفهم واحد واحد زي كف ايدي. اوعي ماهر اهو. ورد يا دوب. ازيك يا فين؟ عامل ايه يا بطل؟ الحمد لله. ابوك وامك عاملين ايه؟ دي اللي جبتهولك هو بقى عشان تفك التبويزه والتكشيره اللي بلاني بيها بقالك كام يوم. طب انا هطير انا. ما كنت جاي اطمن على رحيم وعندي طالع مع العيال بالمكتب. ماشي يا بطل. ربنا يستر عليك. الله يخليك. وانت يا واد ما تقولش فين ماما ولا هتقولي ماما؟ بقول لهم والله يا واد كلهم ماما وحشين، بس انا مش عاوزه اتحبس تاني في الشقه. يا سلام، يعني اللعب مع العيال احسن من القعده مع امك يا واد انت؟ وبروح التمرين كمان. الهي تتهنى يا حبيب قلب امك، تتهنى تهني. بنت ويبقى في حضنك على طول. امسكي الخط ده باسمه ام سعيد، خليه معاكي. طب انت شايفاني مقصر في حاجه؟ انت معايا يوم بيوم وثانيه بثانيه، مفيش في دماغي حاجه غير ان احنا نرجع ونبقى في حضن بعض تاني. ماهر لو فاكر ان انت هتاكل بعقلي حلاوه لما تجيب لي الواد اشوفه ساعه ولا ساعتين تبقى بتحلم. انا مش هسكت. وانا ما قلتش اسكتي، بس شامم في كلامك كده ريحه تهمه. تتهميني بحاجه ولا حاجه؟
قولي لي عشان مش فاهم. لا انت فاهم وفاهم كويس قوي. ورحمه امي ما فاهم وحياه رحيم ما فاهم. فهميني. انا ما عدتش قادره على العيشه دي خلاص. مش قادره استحمل. مش هستحمل الواد دي بعد عن حضني اكتر من كده. عايزاني اقول لك ايه يا عزم؟ احنا مش لسه عيال صغيرين في مدرسه التجاره علشان اقول لك اعملي ايه وما تعمليش ايه وبرضك هتعملي اللي في دماغك في الاخر. في ايه يا ورد مالك؟ انت ليه طايقاني ولا طايقه لي كلمه من ساعه ما مشينا من الفرح؟ في ايه؟ وانا مش هسيقك ليه ان شاء الله؟ كل الحكايه ان الكلام معاكي ما منوش لازمه. بقعد اهلك وفي الاخر بتعملي اللي في دماغك كان في حد جابرك عليه. ما انا مجبوره بحق يا ورد. ما يغركيش يا اختي نكشه الشعر وتحميره العينين. انا مملكش غيرهم. هم مش شويه الكراكيب المتخزنه عندك في الاوضه. انا من غيره لا ليا حد ولا ليا حاجه. ما تكدبيش على نفسك يا عزه. انت لو فتحتي الباب ده هتلاقي 100 راجل مستنيكي. كل حكايه يا اختي ان انت اللي عايزه كده. انا ما اعرفش انت بتدوري عليهم ولا ايه. هو انت غلطت دلي نفسك قوي كده ليه؟ اخس عليك يا ورد. ليه كده انا عملت لك ايه عشان تقولي كده؟ ده انت اكتر واحده في الدنيا عارفه ان الكلام ده مش صح. امال لما كنتش تعرفي عندي اللي محدش يعرفه؟ انا عايزه اذل نفسي يا ورد. انا عايزه اذل نفسي. في ايه مالك؟ انا عملت لك ايه مزعلك مني قوي كده؟ حقك عليا يا عز. حقك عليا. كل الحكايه يعني ان انا عايزاكي تبقي كويس. ابقى كويسه بقى ازاي ان شاء الله؟ ما اعرفش بقى. بس ما تحطيش في دماغك ان انت من غيره مالكيش ظهر ومالكيش سند. انت ممكن من غيره تبقي احسن من وانت معاه مليون مره. والنبي عمرك ما تزعلي مني يا ورد. لو حصل اي حاجه خليتي تاخدي على خاطر حياه ربنا وحياه ربنا. عمري ما قصدت ازعلك ولا عمري هقصد. حقك عليا. انتي غاليه عندي قوي. بيتكلم في 150,000. فلوس فلوس يعني. ده لو كانت الحته اصليه زي ما بيقول. ولو مش اصليه ما كانش وجيه يتحبس باخواته. اصليه طبعا. ما انا ما اتكلمتش في حاجه من الحاجات دي بقى زي ما اتفقنا. هو قال لي هيجيب خبير يقول ويتمن على المظبوط. قلت له حق. قلت ايه؟ هو ليه بيقول 150,000 وبيألف من دماغه؟ اما الخبير لسه ما تمنش. ما انا اللي فهمته ان الحته دي ملكيه بتاعت ملوك يعني عشان كده سعرها فيها. وكمان بيقول انه لو مجموعه على بعضها سعرها هيضرب فوق. بقيت احنا بنبيع شطرنج. وبعدين حتى لو مجموعه ما اكيد الحكومه خدتها مع وجيه. ما انا فهمته ان اللي معاه الحته دي معهوش غيرها. وفهمته ان انا ماليش فيه. مرسالي يعني. حتى معرفش صاحب الحته مين. قلت له هتجيب له الحته منين بقى اللي هيوريها للخبير. ما انا قلت له هكلم الراجل اللي يعرف صاحب المصلحه فين وهم يشوفوا هيعينوها ازاي. بس هو بيلف ويدور كده جامد. يعني عايز يعرف انا بكلم مين. تقريبا عايز يكلم صاحب المصلحه مباشر. وبيغريني يعني اللي هو انت هيطلع لك مصلحه من ناحيتين. وانت كان ردك عليه يا سعيد. عيب عليك يا اسطى. جبت سيرتك في اي كلام. والرئيس عبد الحميد بذات نفسه ما يعرفش ان ليك علاقه بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. طب اسمع يا سعيد. صلى على النبي. عليه السلام. اخوك ما بيعتمدش اسامي. يعني لا خبير ولا سفير. عايزين يشوفوا صور اهلا وسهلا. انما مفيش حاجه هتطلع ولا هنوري حد حاجه. انت مالك يا عم معقده كده ليه؟ يعني قاعد تزقنا على الاستعجال ولما ربنا يكرمنا تكلكعها ما انت كده هتطفش المشتري ودي فلوس يجوز ما نعرفش نعوضها تاني. لازم نكون متاكدين 100% من الناس اللي هنقعد معاها عشان ما نطلعش بالموضوع على الابيض ولا نطلعش بالبدله الزرقاء. طب وبعدين؟ يعني هانت كده ولا لسه بدري ولا بعيد ولا ايه؟ عايزك تسك على الحوار مع الراجل ده خالص لحد ما نتاكد منه. لو تمام نقعد معاهم ونشوف. انا حاسك مقفوره شويه يا صاحبي. طب ما تسيبني انا ادورها واخلصها لك على السخان. وانت كده كده بعيد مفيش حاجه لطاق. بس بصراحه كده اخوك بيكح تراب والمصلحه دي جات لي بالسبب. هتدخل معايا في السكه دي تاني اقول لك انت من طريق وانا من طريق. اللي انت بتقوله ده يلبسنا اسود. حتى مش هنطول البدله الزرقاء. المركب اللي ليها رئيسين بتغرق وانا هنا الرئيس. طب اهدى يا عم. في ايه؟ انا بس بقول ننجز حالنا كده ونفك زنقتنا. انت يعني عاجبك حالك كده؟ يا انت مش عارف انا مستحمل ايه. الغلطه هنا في فورة. فعايزك تسمع الكلام وما تقوحنيش. ما عنديش استعداد اللي انا تعبته الفتره اللي فاتت ده اخسره عشان حد. ما خلاص يا عم. ما كانتش كلمه اتقالت. اللي تشوفه يا عم ماهر. خلاص سك على الحوار مع الراجل ده زي ما قلت لك لحد ما نشوف ميته هو اللي معاه. قال له يعني ما سعاش في سكه جديده لحد ما نشوف ميته؟ لا مش عايز الكلام يكتر حواليك اكتر من كده. يا ابني وانت مستعجل قرات انا مستعجل 24. بس اللي انا بقوله ده هو اللي فيه المصلحه. ماشي.
انا جبت لك الخط اللي انت عايزه باسم ام سعيد. لا احفظها الماما ما يحرمناش من رضا. تسأل عليك على طول والله انت ورا. وانت بتقول لها ايه؟ في يعني في ايه؟ انت مالك يا عم مقلق مني كده ليه؟ بقول لها انك في بورسعيد في المينا من ساعة ما اختفيت. انا بطمن بس ربنا رجعنا بالسلامه من بورسعيد. مش هتفطمني بقى يا رئاسه على اللون الجديد؟ لون ايه؟ يعني الزيارات الصباحيه، عزة اللي نطرتها كده فجأة، الدماغ راح على فين؟ شوف يا أخي أنت معايا بقالك قد إيه؟ وإيدك بإيدي وغرز أكتر مني كمان وبتسأل الأسئلة دي. أخوك الصغير ومش فاهم أي حاجة. هو إحنا بنطلب إزاي يا ولي؟ بنطلب إزاي؟ زي ما طول عمرنا بنطلب. أبداً. إحنا دلوقتي بنطلب شامل وعزة. بعد ما كنا الاول بنطلب شامل وبس، واي حد تاني يطلع جنبه او مش لازم حد يطلع اصلا. انا بقى بلحق نفسي قبل ما يجوا يقولوا احنا عايزين عزه وانتوا طلعوا اسندوا معاها. فهمت؟ انا غلطت غلطه عادي، يلا من اللي يسهل. عزه دي انا اللي عاملها وانا اللي دلوقتي بصلح الغلطه دي. الحفله دي هتبقى عدلة الكلام وتصحيح المسار. بحاجات انت ما تفهمهاش دي. دماغك دي ايه؟ هاردوير على الصلب. هو يا فندم وش واضح جدا دي الكاميرا الامامية للعمارة اللي قدامه، بس هو بيبان اكتر في الفيديو التاني. دي بقى كاميرا البنك اللي ورا عمارة وجيه، والفيديوهين قبل بلغ من المجهول بيوم. استنى كده يا فندم، والله هو مش واضح اهو. هو طبعا اظن بقى يا فندم ده دليل كافي لاصدار امر تفتيش وضبط واحضار. مظبوط الحقيقه يا رمزي، انت والرجاله عملتوا شغل عظيم. طلع لي بقى التفريغات واطبع لي كل الصور ولم لي كل التحريات اللي عملناها عن الشغاله وجوزها الفتره اللي فاتت. نتقابل عند العربيه كمان 5 دقايق. تمام يا فندم. انا مش هقعد في مكان البت دي فيه، مش هقولك تيجي معايا نبات في الشارع، مش هرجع غير وانا قد الرجوع. انا جايبلك بيت يليق بيك انت وابنك. الحمد لله انا بحمد ربنا على اللي حصل ده. عرفنا ان انت ما بتحبنيش قد ما بحبك. عرفنا انا فين منك وانت فين مني. بس عايز قبل ما امشي اعترف لك بحاجه. يوم ما اتجوزنا يوم ما عرفتك انا يمكن غلطت في حقك، بس كل يوم بيعدي بندم اني غلطت. انما دلوقتي ما بغلطش ولا عندي نيه اني اغلط. كل اللي كان في نيتي اني اعيشك ملكه، اعوضك الشقه اللي انت شيتي معايا، اعيشك في جنه انت ورحيم. فكرك أحن واحد عليا في الدنيا، تلاقي الشارع أحن عليا منك. الشارع عمره ما طردنا أم رحيم. you
جوهر سيبيني دلوقتي يا عزة والنبي رد. بقولك سيبيني دلوقتي طبعا جاي تشتكي من مصطفى. هو كده كل ما يجي لنا محامي جديد يحمله فوق طاقته ويديله قضايا قد كده لغايه ما الراجل يطفش. ها؟ لا بالعكس يا ريس، كل ما اشتغل اكتر كل ما افهم الشغل في المكتب اكتر، كل ما استفيد من خبره حضرتك اكتر. يا سيد الله يبارك لك. اللي اقول لك يا كمال، اشتغلت في قضايا اثار قبل كده؟ حضرتك ما شاء الله فهمتني من غير حتى ما لمح. كنت اشتغلت في كذا قضيه تنجيم. عارف يا اخي انا ايه اللي قلقني؟ خايف، خايف وجود اسم قريبك في القضيه يحرمك انك تشتغل في قضيه حيازه كبيره زي دي. حقيقه يا ريس انا مستشعر الحرج يعني ان اكون موجود في القضيه. قهوه وانت شايف موقفه ايه في القضيه؟ اكيد انت قريت الملف كويس. طبعا يا ريس، هو مفيش ادله ماديه تدينه او تدين مرضه، واختفائهم او عدم وصولهم للشهاده ده شيء ممكن تبريره بسهوله. يعني اقعد يا كمال. عارف اجمل حاجه في ردك ايه يا كمال؟ ان مفيهوش لا مذنب ولا بريء. انت اتكلمت على الادله والاجراءات، يبدو كده ان اختياري ليك عشان تنضم المكتب ده كان اختيار موفق فعلا. العفو يا استاذ. طيب انت بقى كمال شايفه مذنب ولا بريء؟ ما هو ده اللي مخليني مستشعر الحرج. انا ما اقدرش اشوفه غير انه بريء. والد عمي وسلو اهلي من ده. طب اشرب قهوتك. ولا دي كمان هتقول لي سلو بلدكم بتشربوها تركي بس؟ لا، تغيير مزاج القهوه صعب. سهل، فتح مخك معايا وطلع السبرتايه دي من دماغك هتلاقيها سهل. كمان انا عايزك تراجع الملف كويس وتشتغل على خروج وجيه على ذمه التحقيق. هو مريض؟ يعني في حاجه غايبه عني انا مش موجوده في الملف؟ بص انا بنيت دفوعي في النيابه على الكيديه وان القطعه دي مدسوسه على وجيه، بس تحريات المباحث بتقول ان جزء كبير من الاثار دي مازال مفقود، وان الجزء دوت يا اما عند شركاء مش معلومين يا اما اتسرق من عند وجيه. والمباحث عرفت منين ان في جزء كبير مفقود يعني؟ هم ربطوا المضبوطات بالجزء اللي مفقود واللي اتسرق بالفعل من المتحف المصري. بس انت بتسال ليه؟ لا انا بس يعني عايز ابقى ملم بكل المعلومات. أنا عارف إني مقصر معاك يا عز، بس على الطلاق الولية والعيال مطلعين عين أمي. براحتك يا شامي، المهم العيال كويسين وده بيتك زي ما بتقول. تيجي وقت ما تحب تمشي وقت ما تحب، على راحة راحتك. أنت متغيرة معايا يا عزة. متغيرة ولا حاجة، أنا بس بقيت فاهمة الليلة اللي ما بيننا ماشية إزاي. طب جازي بقى عشان عندك حفلة كبيرة بعد بكرة. حفلة من النوع اللي هو بيتشير جامد ده. نطلع بقى في الصيف في الساحل ونعمل حفلات ونهيص. طب ما قلتليش بس من بدري ليه يا شامل؟ مالك يا عزة في إيه؟ بدري ولا متأخر؟ وأنت وراكي إيه؟ عندي فرح والله اليوم ده يا شامل.
معلش بقى تتعوض الحفله الجايه. عندك ايه يا اختي؟ وده من امتى ان شاء الله؟ من ساعه ما قسمتها بيني وبينها يا هشام بقى عندي وقت كتير قوي فاضي مش عارفه اعمل فيه ايه. وانت عارف ما احبش اقعد من غير شغل. انت تستهبلي يا بت ولا ايه؟ انت بتشتغلي برايا؟ لا وكمان من غير اذني؟ لا يا هشام انا ما طلعتش برا غير لما انت بقيت مش عايزني. بس ما تقلقش الاولويه اللي كنت انا متفق معاهم على كده. اه لو عايزني فرح في شغل في اي حاجه ابقى معاك انت قبل اي حد. بس تبعي لي قبلها عشان اظبط نفسي وابقى عامله حسابي. لا والله ده احنا متشكرين قوي. لا متشكرين صحيح. مع مين بقى الشغلانه؟ مع اللي معاه بقى. طب شوف يا بنت الناس الحفله دي ما فيهاش كلام. تشقلبي بقى انت واي من كان اللي جايب لك الشغلانه والفرح وتخلعي. وبعد كده نبقى نشوف موضوع شغلك برايا ده. والحفله دي برضو متقسمه ولا شايلها لوحدي؟ هتفرق معاكي؟ طب اصلها يعني لو متقسمه يبقى ما تستاهلش نلغي عشان الفرح وزعل مني الناس. انما لو شايلها لوحدي وهتتشير جامد وهنقضيها في الساحل زي ما بتقول يبقى يلعن ابو الفرح. وتستاهل زعل مني الناس اللي لسه بنقول انا وهم يا هادي مع بعض في الشغل. لا يا زوزه تستاهل. والليله دي كلها تستاهل انك تعيد حساباتك فيها عشان انا ما ازعلش جامد. هو انا صحيح زعلان بس انا عامل نفسي مش واخد بالي وهسقع على الكلام ده واسيبك انت تحلها بمعرفتك. حل يا هشام. ما خلاص نخلص الحفله اللي عندنا وبعد كده كله باوانه. كل ده ما بتكلمنيش ولا عايزه حتى تسمعي صوتي. وصلت انك ما ترديش عليا ورا. حد ليه حق يزعل؟ المفروض انا انك تكدبيني وتصدقي البت الشمال دي كبيره. بس عارفه هعديلك ليه؟ عشان بحبك. قلتلك ألف مرة الصاحب ساحب ودي صاحبة شمال. مفيش حاجة في العالم فرقت بينا إلا هي. ما فكرتيش لو صغرت دماغي زيك كان مصيرنا هيبقى إيه؟ ما فكرتيش في ابننا؟ ما فكرتيش في أحلامنا؟ بيت أبو جنينة وحمام سباحة. ربنا يهديك يا ورد. استعيذ بالله من الشيطان. وحشتيني ربنا. وحشتيني قوي. ضمة الدنيا اصعب من ضمة القبر يا ابن عمي. واخوك الدنيا ضماه لما دغدغت عظمه. مين عارف يمكن الرزق اللي جاي لنا من السما ده هو ده الفرج علينا والواد سعيد. رزقي ده الوحيد اللي جاي من الارض مش جاي من السماء. على قولك. بس اطمن انا وقعت على راجل تجيل في الحكايه ده. اعرف ناس من اللي بيطلعوا الحاجات دي على مسادات بره على طول. الراجل ده انت مطمن له؟ انا عمري كنت هكلم في حاجه غير لما اطمن له مليون في المية. بس يا اخي انا لما وريته الصوره قال لي حاجه غريبه بقى. قال لي انها مجموعه على بعض من ثلاث قطع تقريبا. وانهم لو اتباعوا على بعض هيبقى السعر اعلى كتير. وربنا ما اعرف الا اللي معايا دول. هجيب المجموعه دي منين؟ نعم انا قلت له من المعلومات اللي عندي ان هي دي الحاجه الموجوده. بس هو كان مالي يد من حكايه ان هم مجموعه دي. انا قلت ارجعها لك. جايز يعني
نبيعهم على بعض، تكون سعيد صاحبك بيجسي النقد بس بالصور دي. يا باشا سعيد يتأمن على الدهب، سعيد ده التالت بتاعنا. باشا وقت مصر. شكرا يا حدوق. تقوموا نبيع حاجتنا في شوية؟ الله يخليك. نورين الدنيا. سعيد أكتر من آخر. طيب، طالما هنتكلم في حتة واحدة، الدنيا ميت بالكتير. وأنا أقول لك هنعمل إيه؟ هنسلم الحاجة فين وإزاي؟ أنت بعد عليك تقول لي هنقسم الفلوس إزاي بينا لو أنت وسعيد؟ يا ست المستشار اللي أنت بتقوله ده. يا باشا اللي هتقوله هيمشي. بس أنا ما عارفش أنت وسعيد مقسمينها إزاي يعني. والله أنا وسعيد كنا ماشيين 70 30. تقول 60 40. وأنا وأنت كل واحد 20. ها؟ قلت إيه؟ يا باشا اللي أنت شايفه. 60 40 50 50 اللي انت عايزه هنعمله. المهم العمليه دي تخلص في اسرع وقت بتركيز من غير تعور عشان تتفك على الكل يا مستشار. جلتش كل حاجه هتمشي بالاصول ان شاء الله. وعشان انت من اصول انا كنت عايزك في موضوع تاني. معنى ايه؟ كنت عايز مكان الدرف انا ومراته. ما محتاجش فلوس يا ماهر؟ يا باشا فلوس ايه؟ مستوره مستوره الحمد لله. ده انا عايز مكان محدش يعرف يوصل لي فيه لحد ما العمالة تخلص والبيعة تتم على خير. لا مقضية إن شاء الله. بالحق امبارح قابلت صاحبي ده اللي كان وصلنا المكتب راشد عز الدين. بيقول إنه مدير مكتبه بيسأل عليك ومصمم يعرف أنت وصلت إزاي وعن طريق مين. وهو قال له إيه؟ توره يعني. بس بيقول إن هم حاطينك في دماغهم جامد. توثق فيه صاحبك ده؟ أخويا برضه كمان. زيك أنت وسعيد كده. ايوه ماهر. لا والله يا ولد عمي ما فيش حاجه. شويه هموم. هم في الشغل. هم في البيت. يعني ما حبيتش اشيلك هموم. مش عارف انا بقسى عليك. الحمد لله انك ما ردتش عليا. كنت اشيلك هم فوق هم. ليه؟ خير كفل الشر. لما خلاص بقى طلع الهم طالني وطالك يا ست المستشار. شكرا. مش عايز. مش عايز ايه؟ يا اخي مش انت ده واحد حالف طلاق لا يمسح للعربية غصب. مهم هم ايه اللي انت فيه؟ اخوك اليومين دول بيكح تراب تحت خط الفقر. فامس الحاجه الموضوع الواد سعيد الحته اللي معايا باشا عايزين نخلصها. مفيش اي جديد؟ وانا بكلمك عشان الدهم مخصوص. تعالى نتقابل الصبح على طول. يا باشا الصبح بقى عندك. اجي لك المكتب بكره الصبح. لا 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 انا مش رايح المكتب بكره. انا بكره رايح المحكمه. تقابلني الساعة 12 الظهر في القهوة اللي قعدنا عليها قبل كده. 12 الظهر هتلاقيني قاعد على القهوة. سلامة ست المستشار. مع السلامة. حتى لو اعتبرنا الفيديو ده قرينة علاء بيه وطلعت لك أمر ضبط وإحضار زي ما أنت عايز، أي محامي مهما كانت خبرته صغيرة هيطلعه قبل أول ميعاد تجديد. ماهر أصلا هو ومراته مختفي تقريبا في نفس اليوم اللي اتصور فيه الفيديو ده. فأنا بالنسبة لي أمر الضبط ده مجرد وسيله بحاول استخدم فيها كل الامكانيات عشان اعرف الاقي. انا فاهمك طبعا، بس انا بتكلم ان احنا لازم نبقى عاملين حسابنا على اللي هيحصل في المستقبل لما تقبض عليه ان شاء الله. انا عندي امل كبير ويكاد يكون يقين ان لو لقينا ماهر هنلاقي الاثار. وبعدين هي مش دي اهم حاجه؟ ساعتها بقى تكييفها القانوني مش هيكون حاجه صعبه يعني ان شاء الله. اخر مره دربنا النقاش زي ده لما انت طلبت اذن التفتيش بتاع شقه وجيه قبل سفر المفاجئ، وكانت النتيجه ان احنا لقينا الاثار فعلا وكنا محظوظين انها طلعت بالاهميه دي. عايز اقول لك على حاجه بقى، ان قرار زي ده هيبقى ليه تبعات على القضيه كلها. راشد عز الدين هيطلع الموكل بتاعه على ذمه القضيه قبل اول ميعاد تجديد. تصدق يا ياسر بيه، انا بقالي فتره بفكر في الفايده اللي ممكن تعود علينا لو وجيه حر الحركه. احنا بقالنا فتره مش عارفين نحرز اي تقدم في الوصول للشركة عشان وجيه محبوس. يعني لو راشد ما اتحركش عشان يخرج وجيه انا بفكر احط الفكره دي في دماغه. بس خد بالك من التحريات والتحقيق معاه، ده راجل حريص جدا مش هيتحرك بسهوله اللي انت متخيلها يعني. وراشد برضه مش سهل، مش هيخليه يغلب بسهوله. يا زنجولة طلعت كتاوت زي ما قلت لك؟ طلعت. عيب عليك. بس ده كان لسه هيدقدق فيها. وبعدين هيغسلها كيماوي وبعدين يلمعها. اكيد طبعا. اتكل انا بقى يا ريس مصلح. مستعجل ليه كده يا سعد؟ هل كان يا ريس والله تعبان قوي. معكش واحده فله حمراء؟ منين يجيها؟ من اي جهه تخاف تجيها؟ هتفضل مقرطها علينا كده يا عم ياسر؟ سلام. سلام. Thank you.
والله العظيم يا باشا ما اعرف حاجه ولا حصل اي حاجه. اركب يا سعيد ما تخافش، هما كلمتين هنقولهم وخلاص. ما انت المره اللي فاتت برضه يا باشا شباهر ما كلمني ولا اعرف عنه اي حاجه، انا لا عايزه يكلمني ولا عايز اعرفه اصلا، كفايه اللي بيحصل لي من تحت راسه. سعيد هننزل دلوقتي الهانم هتتكلم معاك كلمتين. وعهد الله يا هانم انا ما اعرفش اي حاجه، واصلا ماهر دوت مين قال لك اني عاوز اتكلم معاك بخصوص ماهر؟ ايه رايك نبتدي من الاول ونتكلم بصراحه؟ في الحقيقه يا سعيد مفيش حد عاوز يأذيك ولا يأذي ماهر ولا ورد، احنا طبعا بكل سهوله نقدر نعمل ده، بس احنا ما نحبش ابدا نعمل كده، لذا حاجه اضطرتنا ان احنا نعمل كده. اللي احنا عايزينه ان الكل يكسب، احنا نكسب وورد تكسب وماهر وانت كمان تكسب، وده في ايدك. في ايد انا؟ ازاي؟ وجيه بيه عاوز ورد تتصل بيه، وانت اللي هتبلغ الرساله دي لصاحبك وتقنعه بيها وفي اقرب وقت، لان كل ما الوقت بيطول الموضوع بيكبر وتعقد اكتر. انا بس يا فندم عايز افهم حضرتك حاجه، انا وعزه جلاله الله انا معرفش اوصل لماهر، هو كلمني مره واحده بس، من ساعتها انا مش عارف اوصل له ازاي. الموضوع بسيط يا سعيد، المهم الرساله توصل له ويوافق وبسرعه عشان مفيش حد يتأذي. ممكن عشان يطمن نقول له ان احنا ما عندناش مانع انه هو اللي يرتب المكالمة عشان يحس بالأمان وكلنا نكسب. فهمت؟ اتفقنا، وهيبلغوك ازاي توصل لنا الرسالة.
اخر مره استعمله امتى؟ قبل ما نقبض عليه بيومين، بس المكالمه كانت فيس تايم صوت وصوره مش عن طريق شبكه. واضح انه بيستخدم الخط ده دايما في مكالمات اونلاين حتى لو كان في انجلترا نفسها. خليك ورا الخيط ده برضه، ممكن يوصلنا لحاجه. هو شركه الشحن بتاعت فؤاد. انا مش عايزك تقلق علاء بيه، كل شغل الشركه تحت العين، بس لحد اللحظه دي مفيش اي حاجه مريبه في شغله. اتفضل. الجواب وصل المديريه يا فندم، وهيبدا اجراءات نزول اسمه على السيستم فورا. ولو محسن عرف؟ لسه، انا لسه يا دوب متبلغ حالا. ايوه يا فندم، رمزي لسه واصل وبيقول الجواب وصل المديريه خلاص. احنا كده كله تمام سيادتك. التحريات بدات فعلا في كل الاماكن اللي ليهم فيها قرايب، هو ومراته. اوامرك يا فندم. احنا كده خلصنا موضوع الكمان والاقسام. طيب استاذن انا رجاله. ايوه امر على ابي، لازم اتحرك بقى عشان تفتيش الشقه. انت في الغالب مش هتوصل لحاجه في موضوع التفتيش ده، بس لو حصل بلغني فورا. تمام يا ريس. بقول لك ايه يا فاروق، خليك على ايد خبير المعمل الجنائي برضه، ممكن يوصلنا لاي حاجه في التفتيش ده. اوامر سيادتك. سيادتك اتكلمت مع ياسر بيه عن موضوع تليفون ماهر؟ موضوع تفريغ المكالمات ده هياخد مصوغات اكتر من كده، فمش وقت. وممكن لما اسمه ينزل على سيستم المطلوبين كمين بقى، ولا يضطر يروح اسم ولا المطار. هو بصراحة لو فكر يسافر هيحل لنا الموضوع كله. انا متهيألي هيبقى حريص اكتر من كده شوية يا رامز. يا فندم وانا برضه هقول لسيادتك، كل حريص وله هفوه. وانت رايحة فين؟ وايه ده؟ حاجتي يا شامل، انا ماشية، والمفتاح هسيبهولك مع ولي. ماشي رايحة فين يعني؟ عايز افهم. راح شقتي. شقتك؟ ودي جبتيها منين بقى ان شاء الله وامتى؟ هيكون منين يعني؟ من السمسار. هو وعدني يخلص لي فيها النهارده بكره بالكتير. انا على تليفون منه مستنياه. هو ده يعني صح يا عزوز يعني؟ يعني انت تصحي من النوم فجأة كده تقولي لي انا باح مش لعبة خلاص وتاخدي حاجتك وتخلعي؟ هو انت هتستقبل يا شامل؟ هو انت اصلا عايز نقعد؟ مين قال غير كده؟ انا عمري ما كنت مش عايزك في البيت، وعمري ما استغنى عنك اصلا. بس انا تعبت يا شام، خلصت اللي عندي خلاص بح، ما عنديش. انا لو بقيت فاهمه حاجه ولا عارفه اعمل معاك ايه. سيبني اخرج منها بقى بحبه الكرامه اللي باقيين، مش لازم يعني تخرجني منها مرميه في الشارع ومتداس عليا بالجزم. البيت ده بيتك يا عزه، ما حدش عارف يخرجك منه ابدا. الله، لازم تبقي عارفه ان انا طول عمري شايفك ست البيت ده، وعمري ما قليت باصلي في الليله دي. قلت لي ورد صاحبتي وعثمانه فيا هتيجي تقعد معانا هنا، جابت لي عيله كامله وقعدت هنا ما قلتش لا. قلت لي جوزها هيقعد برضه ما قلتش لا. انت بقى ما بقاش ده بيتك ولا انت ما بقيتيش ست البيت؟ من ساعه ما جبت واحده ركبتها عليا يا شام وطلعتها مكاني على المسرح. ايه عايزنا استنى لحد ما تجيبها هنا كمان وتقول لي خلاص بالسلامه يا زوزه نمرتك خلصت متشكرين؟ أنا هقول الكلام ده مرة ومش هقوله تاني، ومش عشان الكلام ده تقيل عليا ولا الكلام ده مش خارج من خشيش قلبي من جوه. أنا كنت فاكرك عارفة اللي بينا طول الفترة اللي فاتت دي، بقول هتهدى هتعقل هتفهم هتعرف إن الحكاية بينا مش زي ما هي فاكرة. مرة هقولها مرة مش هكررها. انت عمرك ما كنت نمرة يا عزة، انت ست البيت وست الحفلة. الحفلة من غيرك مش حفلة، والبيت من غيرك مش بيت. انت عايزني ليه يا شام؟ لو على الشغل ومال اشتغل معاك، ليه لا؟ وتبقى الحكاية بينا دايرة على قد كده. خدي بقى اخر الكلام اللي عندي، لو اللي عامل فيكي كده هو نمر السماح، بلاها سماح. من النهارده مفيش سماح. والله عزه استهدي بالله ولمي حاجتك دي ودخليها جوه. يلا يا عزه. قبل ما ادخل الحاجه في كلام لسه ما قلتوش. قول يا عزه انا سامح طلباتك. لو جالي شغل براك هطلع، مش هي على شغلك ما تخافش. ماشي يا عزة، ما عنديش مانع.
حاجة تاني؟ كده خلصنا العوائق اللي في الشغل. البيت لا. هو كان في عوائق في البيت اصلا يا عزة؟ تسيبني لما اصفار. هو انت مش عايزة نجح هنا؟ مين اللي قال كده؟ ده بيتك. تيجي وقت ما تحب، تمشي وقت ما تحب، على كيف كيفك. انا اللي عايزة اقعد مع نفسي حوا. عايزة اصفارك يا شام. واتأكد ان الكلام اللي بتقوله ده مش كلام ليل. هيتلحس مع كل طلعة نهار. أكيد يا عزة. وإن ما كنتش موجود هو ده اللي هيطمنك. فاهم كلامي كويس يا شام. بلاش تلوعني في الكلام وتعمل الحبتين بتوعك دول عشان حفظتهم خلاص. شرفتنا يا فندم. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ كاميليا هانم موجودة؟ أقدر أساعدك بحاجة؟ عاوز أقعد مع كاميليا هانم. نقول لها مين وإيه المطلوب؟ قول لها حد من طرف وارد. في واحد واقف هناك بيسأل على مدام كاميليا، وإنهم طرف واحدة اسمها ورد. اتفضل. بعد إذن حضرتك. ثانية. الو مدام كاميليا، معلش يا فندم انا اسف على الازعاج، بس يا فندم هو كان في شاب موجود هنا في المطعم بيسال على حضرتك وبيقول ان هو من طرف واحده اسمها ورد. اه يا فندم تحت امرك. مدام كاميليا عايز اتكلم حضرتك. الو يا كاميليا هانم، انا ادم ابن حياه اخت ورد. دخت لف والله يعني. بسم الله ما شاء الله، جاليريات ومطاعم اشكال والوان. ربنا يزيدك. كنت عاوز اقعد مع حضرتك ضروري. اهلا وسهلا، الباشا في انتظارك، اتفضلوا. يا مرحب في ميعادك تمام يا كمال. طبعا يا سالم باشا، ما نقدرش نتاخر عن حضرتك ابدا. ماهر واد عم. نورك بهلا ماهر. الله يخليك حاج سالم، بنورك. هو قريبنا بس طول عمره عايش هنا، ملوش في لهجتنا يعني. اتفضلوا اتفضلوا. انا بقالي اكتر من 30 سنه عايش هنا، انما اول ما اشوف احد صعيدي لساني يقلب على طول. ابويا الله يرحمه كان زيك كده يا حاج سالم، بس في موضوع الصعيدي بس، انما انت الله يوسع عليك ويكرمك. فخر الصعيد وربنا. الله يخليك. كمان بيعزك قوي يا ماهر، ونقل لي يا سيدي المعزه دي، عشان كده قلت نتقابل هنا عندي في البيت ويبقى عيش وملح. ربنا يديم العيش والملح ويديم المحبه اللي بيننا يا رب. يوسع عليك ويوسع علينا احنا كمان. ومن جور الصعيد يسع. شكلك دغري يا ماهر. احنا عشمانين في ربنا ثم في حضرتك. الحاجة اللي معنا دي تتباع، نمسك قرشين، انقل مراتي وابني لحتة تانية، عيشهم في مستوى أحسن. قريب. قريب إن شاء الله. كود الشغلانة دي هو التأني يا ماهر. في خطوات كتيرة أوي لازم تتمشي عشان تبيع للأنسب مش للمتاح. ساعتها الحاجة اللي معاك هتتقيم مظبوط وتجيب لك أعلى سعر. طبعا يا سالم باشا، ما هو عشان نجديه احنا خبطنا على بابك يعني. بالك أنت يا مان، أنا ممكن أشتري الحاجة اللي معاك دي دلوقتي، بس هاخدها بتراب الفلوس عشان قيمتها لسه ما اتحسبتش.
وابقى اخد بقى انا مكسبي بعدين. في تجار كتير قوي بيعملوا كده، بس دي بقى مسكتي، خصوصا ان انتوا بلديات وعايز الموضوع يمشي صح. طب صح ده اللي هو ياخد وقت قد ايه تقريبا يا حاج صالح؟ بس انت يعني عارف ان انا مجرد مرسال، عايز بس الجماعه ابقى مرسيهم. لا في اجراءات كتير هتتعمل، بس اعمل حسابك انا من ساعه ما اديت لي كمال الاوكي وانا بعمل اتصالات. طبعا يا باشا انا عارف ظروفك كمان وحاسس بيك كويس قوي. من امبارح وانا قاعد بقلبها في دماغي، خصوصا بقى من بعد ما كمال قال لي ان ظروفك يعني مش احسن حاجه وانك بتدور على مكان تقعد فيه، فانا بقى قررت انك تقعد هنا عندي في البيت ضيف معزز مكرم. اي حاجه انت عايزها هتلاقيها، ولو عايز مراتك وابنك يكونوا موجودين معاك يشرفوا في اي وقت. ربنا ما مستاهل، الله يحفظك يا رب. الله يخليك يا حاج سيدي، مش عايز بس ابقى اعمل لك ازعاج. ازعاج ايه يا راجل؟ مفيش ازعاج ولا حاجه، البيت كبير والحمد لله. وبعدين انا عندي هنا الصراحه قلت لهم يقضبوها وهي جاهزه دلوقتي. ده كرم كبير، كرم كبير والله يا باشا، كرم كبير وربنا. بس يعني انا اصلا مش مستعد ولا عامل حساب. يا سيدي نستعد لك احنا. النهارده بعد الظهر هيكون عندك شنطه هدوم تقضي الغرض. في حاجه تاني؟ الله يكرمك يا حاج سامي، ان شاء الله مردود لك باذن الله، الا في السعر. لا ما تخافش من السعر. ايوه مساء الخير. انت ادم؟ ايوه. مين حضرتك؟ ممكن نقابل الست حياة؟ انا حياة، اتفضلي. كمان يا جودت كنت مرات وجيه الشرطة. هو انت عظيم من انا ايه؟ والله العظيم اعرف حاجة عن ورد ولا نعرف هي فين. الله. طيب نقعد نتكلم؟ طبعا طبعا، اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا هانم، اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت طبعا اكيد ما تعرفيش اي حاجة عن ورد ولا كنت في دار السلام امبارح. وانت كمان يا ادم ما كنتش في دار السلام امبارح؟ هو الهانم جايه تقول لنا احنا كنا فين امبارح؟ حياتي انت ايه، مش بتخافي على اختك الصغيره ورد؟ هو حضرتك جايه تهددينا يعني ولا ايه؟ ادم انت بالذات عارف كويس قوي ان احنا عمرنا ما بنقصد ان احنا ناذي حد، وبعدين انت كنت ضيفنا وتعاملت احسن معامله. احنا لغايه دلوقتي كل اللي عاوزينه الحاجات اللي اتسرقت مننا. حاجات؟ واكد لك يا هانم ان ورد وجوزها ماهر مالهمش اي علاقه بالحاجات اللي اتسرقت. انتوا فاهمين الموضوع غلط. انت ايه رايك من رايك؟ صدقيني يا هانم كلنا ما نعرفش حاجه عن ورد ومش عايزين نعرف عنها حاجه. وامبارح ده كان غلطه لما سمعنا كلامها ورحنا لها لما كلمتنا، ولو عملتها تاني مش هنرد عليها اصلا. انا فعلا مصدقاكي يا حياتي، واضح ان انت مش عاوزه تورطي في الموضوع ده خالص. فاستسمحي دي نمرة ورد واحنا نكلم. وورد من ساعة ما اختفت مش معاها تليفون. بس ماما لسه قايله انها بتكلم. هي فعلا كلمتنا كذا مرة، بس كل مرة من تليفون شكل يعني، وقالت لنا نمسح الرقم من على الموبايل بعد ما نكلمها. اكزاكتلي. برافو يا ادم، يعني المرة الجاية لما تكلمكم عرفوها ان مش مهمة خلاص تكلم وجيه مادام مش عاوزة، واسألوها يرضيها كام وتعيش في امان هي وجوزها وابنها. 2 مليون مثلا؟ عاوزه تدي ورد وجوزها 2 مليون جنيه؟ هي الحاجات اللي انت بتقولي عليها يا هانم مع ورد بكام؟ ولما تقنعوا ورد هديكوا 1,000,000 جنيه. لا مؤاخذه يا ست هانم، انا عارفه انك ست غنيه وبنت ناس، ولما تجيبي سيره الملايين دي قدامنا احنا هنمر، هنقول لك على كل حاجه وهنقنع ورد باللي انت عايزاه. وصلت يا هانم، بس وحياتك ما عندناش حاجه نقولها غير اللي احنا قلناه. بس لو جت جديد هنجري نقول لك على طول عشان ناخد الملايين دي. شرفتينا، انستي بيتنا اللي على قد حاله. أنا منتظر الرد قريب، عايزاكم تتأكدوا أنتوا ورد وجوزها إن الوقت مش مصلحة أي حد فينا. أنت فاهمني مش كده؟ طبعًا، فاهمك يا هانم. جود. أيوة يا ماهر.
يا سعيد، وانا ابني مش قايل لك ما تكلمنيش لما اكلمك. يا صاحبي ما انا استنيتك تكلمني ما كلمتنيش، وبعدين الموضوع ما يستناش. اللي حصل الله يخرب بيتك، وقعت قلبي. الحكومه دخلت البيت عندك فتشوه، قلبوا الدنيا. بارد ده سامعني؟ سامعك يا سعيد، سامعك. مالوش عايزيني في ايه؟ سالوا صاحب البيت والجيران اخر مره شافوك في الحته امتى. الناس قالوا لهم ايه؟ وحد عارف حاجه يا ماهر؟ وبعدين الكلام كتب والناس عماله بتخبط، عايزين يعرفوا انت عملت ايه. طب اسمعنا يا سعيد، تحفظ رقمي وتمسحه من على تليفونك، والمره الجايه ما تكلمنيش الا لما انا اكلمك، فاهم؟ فاهم يا صاحبي، بس انا مش فاهم قلبين الدنيا ومكبرين الموضوع كده ليه على حته واحده يعني. موت الكلام في الموضوع ده خالص، ما يتفتحش مع اي حد. زي ما قلت لك ما تكلمنيش الا لما اكلمك، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. سلام. في حد جنبك؟ يعني انت بتدخلي جوه وقفلي على نفسك الاوضه. في حاجه يا ماهر ولا ايه؟ الحكومه راحت فتشت شقتنا في دار السلام. يعني ايه؟ يعني بينا مطلوبين رسمي. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل يا ماهر. اهدي اهدي واسمعيني. اهدي ازاي بس؟ انت عايزني اهدي ازاي؟ انا مش فاهم. عايزك تقعدي في البيت وما تتحركيش منه. بتقلي خليني فيه. انت فاكر ان احنا هنقدر نهرب من الحكومه؟ طب رجاله تواجهه وناسه ماشي، ما حدش بيهرب من الحكومه ابدا. ما عندناش حل تاني. مشوار ومشيناه وهنكمله. وانا الحمد لله لقيت مشتري. وشاف الحاجه وعجبته وقدرها. يعني يومين الموضوع هيخلص. بص ايدك يا ماهر، كفايه لحد كده. خلينا نسلم الحاجه ونروح نعترف على وجيه. ايوه اول ما نعترف على وجيه ممكن يسيبونا وخلاص. حاجه اللي نسلمها يا بت. طالع عبط. بقول لك فاضل على الجنة خطوه. اهدي اهدي عشان نعرف نفكر. وانا بقول لك قلبي مش مطمن المره دي يا ماهر. ابوس ايدك نسلم الحاجه، اسمع كلامي المره دي، الموضوع بيكبر مننا. سلم الحاجه ازاي يا ورد؟ سلم الحاجه واتحبس؟ طب انا اقول ان انت مالكيش دعوه بحاجه وتخرجي منها. وجيه هياخد تأبيده. انا اقل حاجه 10 15 سنه. تقدري تستنيني 10 15 سنه انت ورحيم؟ استهدي بالله. خلينا صبرنا كل ده. مش عايز رحيم ولا حد ياخد باله من حاجه. على فكره مفيش حاجه اسمها بالحظ. في عقد وكوميتمنت من ناحيتي ومن ناحيتك. ايه الكوميتمنت ده؟ اختي وابني بيفهم ربع كلامه. يعني في اتفاق ما بينك وما بيني كله مكتوب على الورق ومتوثق. عدم لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله ده، بس ما تاخذنيش يعني، ده حتى مصارين البطن بتتعارك. قدر حصل خلاف بينكم، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتجرجرها بقى في قواضي ومحاكم؟ الخلاف وارد في ايدي، بس لما يكون العقد في مصلحتك ومصلحتي، وانت بتقومي بشغلك وانا بقوم بشغلي، انا اختلف ليه؟ بس معلش يعني انا مع شامل حرة نفسي. اغني معايا، ما اغنيش معايا. براحتي وعلى كيفي. انت ليه بقى تشرط عليا ان انا ما اشتغلش غير معاك انت بس؟ معلش يعني عليا بقينا الرابطة دي. ازاي بقى؟ ده انت هتبقى اعلى من شامل ذات نفسه. وأعلى من أي حد معاه في السين بتاعه، ليفل تاني خالص. حتة تانية فين يعني هتطلعها القمر؟ واضح إن صاحبتك مش عاجبها الديل بتاعنا. لا خالص، ورد صاحبتي ويمكن أكتر من أختي. فتلاقيها بس خايفة عليا وقلقانة شوية. ما تأخذنيش تاني يعني، بس أصل الليفل اللي أنت بتتكلم فيه ده يعني مش شبهنا. هي لا بتاكل أكلهم ولا بتشرب شربهم ولا بتلبس لبسهم. عزة ملكة في حتتها، أو كتاب الله. انما يعني ايه اللي يخليها تسيب شامل والمصالح اللي عندها معاه وتروح على حاجه ما تعرفهاش؟ وهي لو مش ملكه في حتتها، انا ايه اللي معادني القعده دي؟ ولا افكر امضي معاها العقد اللي انت بتقولي عليه؟ اللي هو بالمناسبه يعني فنانين مصر كلهم ماضيين. عز، النجاح محتاج ريسك. وانت الفتره اللي فاتت خاطرتي مع شامل كتير عشان توصلي للحته اللي انت فيها، بس المره دي في عقد ومتوثق وبعائد كبير. لو قلت اتحب نبتدي الشغل من امتى؟ من بكره لو حابين. السيزون هيبتدي ومحتاجين نستعد. بس بشرط التزاماتك مع شامل كلها تخلص. عايزه كلمتها عقد يعني، هي بس عندها كم مصلحه كده هتقضيهم مع شامل وبعدين تبقى ملكك وتحت امرك، ونشوف بقى ساعتها هتمضي بالحب ولا هتمضي بالورقه والقلم. يخلصوا بس الكام يوم دول وهكلمك ان شاء الله. اوعى كمالتك ما تورط في الموضوع ده باي شكل من الاشكال. تورط ايه بس يا ريس؟ واحد قريب وقدمت له خدمه عاديه جدا. وبعدين يعني هتورط ازاي وفي ايه؟ قريبك ده موقفه اتغير تماما عن ايام ما عملت له الخدمه. هو دلوقتي متهم هارب، ولازم التعامل معاه حتى كقريبك يتم بحذر شديد وسريه تامه.
وبعيد تماما عن المكتب هنا. يا فندم انا اللي هتعامل معاه لك غريب ولا كغريب؟ وبعدين حضرتك قلت بنفسك هارب. انا اقصد يعني لو حصل اي تواصل اتصل بيك ولا الكلام دوت. قول لي يا كمال، هو يعرف انك شغال معايا هنا في المكتب؟ لا ما يعرفش. اخر مره كنا على تواصل كان قبل ما اشتغل هنا بفتره يعني. افتكر انه هو مضطر قريب قوي يلجا لك كمحامي، لان هو دلوقتي اكيد محتاج محامي. ممكن، بس يعني الوضع الجديد ما يسمحش ان انا اقبل قضايا بعيد عن المكتب هنا. انا كنت قلت لك قبل كده انك تقدر تخلص كل قضاياك اللي قبل المكتب، وانا ممكن اعتبر الموضوع دوت قضيه من قضاياك اللي قبل المكتب، بس مش هي دي الفكره. الموضوع انك مش هتقدر تبقى ليك اي علاقه رسميه الا بتوكيل رسمي منه، وهو للاسف ما يقدرش يعمل لك توكيل رسمي دلوقتي، ده غير انك شغال محامي هنا في المكتب ده لاحد اطراف القضيه، فما ينفعش. ولا يا كمال، انا بتكلم على التواصل بشكل ودي. هو حضرتك عايز مني حاجه معينه؟ طبعا. انا عايزك تعمل مذكره اخلاء سبيل لوجيه على ذمه القضيه استنادا لشيوع الاتهام. وصدقنا يا كمال، القبض على قريبك هيساعدنا في اللي كنا بندور عليه لموكلنا. حاضر يا ريس، بس في اسرع وقت يا كمال لو سمحت، قبل ميعاد التجديد. أنا يا ريس. انت متاكد ان محدش سال عن الحكايه دي خالص لحد دلوقتي؟ طيب الحمد لله. بص، عايزك تكلم كل الناس اللي كانوا موجودين في العزاء او في القعده اللي بعديها او في الغداء، تفهمهم وتقول لهم ان الحكومه هتتحرك طرق كتير، يعني لازم ان يبقوا مصحصحين وكلامهم واحد. لا مش بس سيرتنا، بس محدش يكون انه جه من اساسه. ونحن ما نعرفش عنه حاجه من زمان. ايوه انا ما اعرفش هو فين. احنا ايه بس اللي هيدخلنا في وهارب واحنا مش عارفين الحكومه عايزاه في ايه من اساسه؟ انا هستقصى عن القضيه، واول ما اعرف اي حاجه هبلغكم على طول. بس لحد ما ده يحصل مش عايزين اي دوشه. وسلم لي على الحاج عبد الجليل والحاج رضوان. ربنا يخليك يا اخوي. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه. يا كمال واقف بره ليه؟ مكالمه شخصيه، ما حبيتش يعني ادوش الزملاء بحديث الصعيد. ماشي يا كمال. اتفضل. لما تيجي بقى بيقول لها تكلمني ضروري عشان عايزها، ها؟ عشان في فرح وشغل وكده. ضروري، ها؟ حاضر من عناي. سلام. بقول لك يا فنان. يا ورد قولي. انا يعني قلبي بيقول لي ان انت فيك حته بنت حلال من جوه. كنت عايزه اقولك على الكلمتين اللي يظبطوا ميزانك مع حسن. عجبتني الدخله عشان كده هشتري. عزه جدعه وغلبانه، واحنا الواحده مننا مهما حلمت او حتى وصلت للي هي بتحلم بيه، كل اللي بتبقى بتترجاه من الدنيا ومن ربنا راجل تتسند عليه ويبقى ظهرها وتترمي في حضنه. من الاخر كده انا عايزاك تتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها ماشي. يا ولد انا خلاص اتجوزت الفن، بس برضك يعني ما يمنعش يعني لو الواحد ينوع شوي. ايه لازمين الاكل وبس يا حبيبي؟ واكتب لي انا وماهر شم خبر باللي انت بتعمله ده، هيكون معلقك على كارت اسكندريه ويخلي اللي رايح واللي جاي يصبح على قفا سعادتك. طب ولازمتها ايه يا بنتي سعادتك دي؟ يا بنتي فضحتينا وقت الشغل. هو انت اللي فضايا ما تغور يا دي. يا بنت انت فاكره نفسك حاجه؟ ايه يا حبيبي ابوك انت شميت ريحه الشاورما من عندك ولا ايه؟ بل صوتك امك ضربك. تعالى بسرعه عشان بيضرب ورد. سلام اكبر بخاطرك يخرب بيت. لا والنار. اتلم يا بنت خلاص. ايه ده؟ ماهر. لا كاظم الساهر. يا فندم. قوم يا فندم. طب تشر دم يا فندم. لما حاجتك وتعالي بسرعة. يا نهار اسود، في ايه؟ يا
في اغنيه جديده يا نجم عايزك تسمعيها. يلا يا ورد. يا ورد اللي بيحصل؟ اللي رجع ده يا ورد؟ هو انت هتعيش كده بالسهل ده؟ انا هحبسك. والله يا عزه انت لو راجل كنت رميتك من الشباك ده. يلا يا اللي جابه ده؟ يعني انا استحلقه بيتي؟ تعملي فيها كده؟ ده راجل وسخ وسبب كل المصايب اللي بتحصل لنا. ما تفوق فوق بيتي يا عزه. سيرة ماهر ما تجيش على لسانك، انت فاهمه ولا لا؟ ماهر وزفت ايه؟ لا انا اللي هعيشك ومواتك طول عمرك رخيصه فوقي. اقسم بالله ما في اخر منك. اوعي يلا يا ماهر. حبيبة جوزك. يلا يا واد. شفت يا عزة؟ ده تنسيني الشاورما. أمر الضبط اللي في إيدك ده عليه اسم مين؟ سعادتك عليه ماهر إبراهيم عاشور. شفتي بقى؟ قلبي معاك يا ورد، بس والله الواد ماهر ده غلبان. انا مش عارفه هو اتورط في الموضوع ده ازاي. اللي بيشيل قربه مخرومه بقى، اهم حاجه انه ما يورطش حد تاني معاه. الوضع دلوقتي اتغير خالص من ساعه ما زرتكوا يا ست حيات. القانون بيعاقب بشد اي حد يتسطر على متهم مطلوب للعداله او يخبي معلومه واحده يعرفها عنه. حضرتك لما جيت لنا شرفتنا واحدة في خدمة الحكومة، يعني تفتكر سعادتك أنا هضحي بنفسي ولا ببيتي علشان خاطر حد؟ أنا والله العظيم لو عرفت معلومة حاجة أقول لحضرتك على طول. مفيش تضحية ولا حاجة إن شاء الله. إحنا كل اللي إحنا عايزين نعمله إن إحنا نحقق العدالة ونجيب حق البلد. إحنا عايزين اللي غلط يتعاقب. ده دورنا. زي ما دورنا بالظبط إن إحنا نحمي البريء. إحنا دلوقتي بقينا متأكدين إن ماهر حاجة من الاتنين. يا إما استغل ورد عشان كانت بتشتغل في بيت الراجل لأن عنده الآثار. يا إما هي كانت مرغمة عشان خاطر ابنها يعني فاضطرت تهرب معاه، أو هو بيهددها بحاجة، الله أعلم. عشان كده إحنا مش بناخد عاطل بباطل. يعني لحد دلوقتي ورد ما طلعش ضدها أي قرار. هي في نظرنا لسه بريئة. والله ربنا العالم هي شقيانه على بيتها وابنها قد ايه. لا يا حياتي، البريء لازم يثبت حسن نيه، يا اما كده يا اما يتحول لمتهم. ان شاء الله ربنا هيصل لها الخير هي وابنها، يبعد عنها الشر ده. انت شرفتينا يا ست حياتي. انا عايز افكرك ان انا بابي هيفضل مفتوح لها لو عايزه تيجي في اي وقت، ان هي تيجي احسن ما احنا نوصل لها. ما صعبان عليا ان واحده بريئه تتحول لمتهمه كده، وانتوا كمان في خطر. خدي بالك يعني اللي سليمان عمله مثلا يوم ما كنت عندكم في البيت بيكلم ماهر وسايب السكه مفتوحه وانا قاعد، لولا بس ان الخط ده اتقفل كان سليمان زمانه في مصيبه كبيره دلوقتي. الدنيا دي فيها ناس بتدفع ثمن حاجات ما عملتهاش، وناس تانية ما بتدفعش ثمن حاجات عملتها. بس انت بتدفعي ثمن اللي عملتيه يا ورد. الحكاية مش زي ما انت فاهم يا هادي. واو، هتفضلي هربانة لغاية امتى؟ انت مش عارفة تاخدي نفسك، وبإيدك ان انت اللي تقبضي الثمن مش تدفعيني. دول 2 مليون جنيه. دول 2 مليون جنيه يا ورد. والمرة دي كمالي هي اللي جالك برجليها. ماهر مش هيتنفذ. ماما تقنعي طريقتك بصراحه، يعني ماهر فتح على الرابع ومش شايف غير نفسه. اوعى تقول كده. ماهر شايفني انا ورحيم كويس قوي، وهيشوف اي حد هيقف جنبنا بس ما يتصرف في حاجه. اوعى يعني تفتكري ان بعت الحاجات دي بالسهل او هم هيسيبوكي تتصرفي فيها. ورد، الناس دي بيقربوا لك كل يوم عن التاني، واديكي شفتي المره اللي فاتت كان بينك وبينهم كام متر. انا بكلمك دلوقتي وخايف الاقيهم فوق دماغي. مش انت قلت ان انت متاكد ان مفيش حد اترك؟ انا بصراحه ما بقتش مطمن لاي حاجه من ساعه اللي حصل المره اللي فاتت. وبعدين انا حاسس ان اللي بتعرضه كاميليا ده ممكن ما نلاقيهوش تاني. ماشي، لو الحسبه حسبه فلوس يبقى نستنى ماهر الموضوع حلو قرب يلاقي بيع، وساعتها بقى نبقى نقارن انهي سعر اعلى. لا هي حسبه فلوس يا ورد. هو انت مشيتي في الحوار ده من الاول ودخلتي نفسك في خطر ليه؟ مش عشان الفلوس؟ ده في الأول، إنما دلوقتي في حكومة وفي ناس بتجري ورانا،
هيفرق معايا ايه الفلوس بقى لما ابني يروح مني بعد الشهر؟ لا، كل فرق معايا ابني وبس. خلاص نتكلم معاهم في الامان قبل اي كلام تاني، ونضمن منهم ان انت وماري يبقى ليكوا الامان. مش هي قالت لك ان وجيه عايز يكلمني؟ انا موافقه اكلم وجيه. طب ولازمته ايه بقى ندخل في حوارات احنا مش عارفين هتوصلنا لفين؟ لازمتها اني اسمع منه زي ما انت سمعت منها، وانه يامنني ان الحكومه مش هتهوب ناحيه ابني ولا الناس اللي معاه كمان. يعني اديها رقم؟ رقم ازاي انت بتتبخر فيها؟ انت تعبت؟ رقمي ورقمك يعني هيوصلوا لنا على الطريق. ايه الجنان اللي بتقوله ده يا قاد؟ خلاص هات تليفونك وانت تعيش من موضوع الارقام ده. هتعمل بيه ايه؟ هنزل لك تطبيق ومش هيعرفوا يعملوا تتابع، وممكن تتكلموا صوت وصوره كمان. صوره ايه؟ صوت بس. ماشي هاتي تليفونك، هعمله بالايميل بتاعي. خلاص ما تقلقيش ادم، لا رقمي ولا رقم. حاضر. خلاص بقى يا سليمان، حرام عليك، مش معقوله كده. يوه، انا اللي كان بيتحقق معايا مش انت. ومالك فخوره قوي يا اختي كده، كانهم كانوا بيكرموك في الداخليه. عشان انا طول الطريق بقول لك ان المقدم علاء بيقول ان ورد ملهاش علاقه بالموضوع ده، وكان عايزني بس عشان تحريات يجمعوا معلومات، مش تحقيق رسمي يعني. انا بقى ساعتها اقول له على اي حاجه تانية ليه؟ ما الحمد لله ربنا ستر وعدها على خير. كل اللي حصل ده ولسه شايفه فيه خير؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك يا حياتي؟ هو في ايه بقى يا سليمان؟ الله، انت عايزني انا اتبرى من اختي؟ لا يا اختي، ما تتبريش من اختي، بس في سر بينك وبينها انا ما اعرفوش، هو ده اللي انا عايزك تتبري منه. مفيش حاجه انت ما تعرفهاش يا سليمان، كله على عينك. بقول لك ايه، انت هتصعبط عليا؟ ما تجننينيش يا حياتي. انت ما تعرفش انا قلت لها ايه بيني وبينها؟ وحيات ادم ابني، قلت لها كلام اكثر من اللي انت عايز تقوله ده 100 مره. اختي يا سليمان، اختي الوحيده، وخايفه عليها من السكه اللي متساقه فيها دي. وعلى كل يا اخي، هو انا اللي مخبياها؟ ده انا ما اعرفش هي فين اصلا. كلمتيها وما فهمتش، نصحتيها وما اتنصحتش، يبقى خلاص ما نرميش نفسنا في النار معاها. ماشي يا سليمان، ان شاء الله ما فيش نار ولا حاجه. استني يا حياتي، استني. الحكايه خلصت خلاص، من النهارده لا هتقابلي ورد ولا هتكلميها لحد اما الليله دي يبقى لها اخر. احلف على اللي هقولك عليه دلوقتي. خلاص يا سليمان، خلاص بقى هقفل هالموضوع ده. والله العظيم لو ما حلفت يا حياه لا سيبلك البيت وامشي، وما تشوفي وشي هنا في البيت تاني. هون عليك يا راجل. قولي والله العظيم ما هشوف ورد ولا هكلمها. احلفي. والله العظيم. وهيبقى عندنا وقت برايفت نغرق فيه براحتنا من غير صحابنا، وهنسافر لوحدنا. على اساس ان دي كانت مشكلتي؟ I'm mad we're not in the same page. Actually I'm very surprised من انت جاي تقوله دلوقتي. انا لما جيت طلبت منك الطلاق انت وافقت بمنتهى السلاسه، فقلت ان كده خلاص أنا وأنت مقتنعين إن ده كان أصح قرار. لا يا سلمى، أنت اللي كنت مصرة ساعتها، وأنا استوعبت بعديها أنا إزاي عملت كده. بس لما هديت ورجعت نفسي لقيت إن أنا قد إيه ما كنتش مقدر إن أنا بحبك وبحب بيتي ومش عايز أخسرك. عماد ما تحورش، مفيش اتنين بيحبوا بعض كل واحد فيهم بينام في أوضة. هسيبكوا شوية يا ولاد وأجي لكم كمان شوية. لا ثواني يا عم، مفيش أسرار. عندك حق يا سلمى، إحنا ما كانش ينفع نسيب المشاكل بتاعتنا توصل للنقطة دي. عشان كده أنا هنا، جاي عشان أصلح. ولومي عليا وعاتبيني براحتك، بس المهم تصفي ونرجع. الحمد لله، يعني مفيش حاجة كبيرة حصلت. المشاعر خلصت، عشان كده إحنا وصلنا للنقطة دي مش العكس. خلينا نبني في حتة جديدة. ماشي موافقك، تعالي نبني بشكل جديد وبطريقة مختلفة، وكأننا بنبدأ من أول وجديد. فكرة. بتعملوا هاني مون جديد؟ أنا آسفة يا عماد، بس أنا أوريدي ببني ده مع حد جديد، وأظن أنت عارف. نعم. إيه؟ الكلام ده من إمتى؟ ما قلتليش ليه؟ كنا مستنيين الوقت المناسب يا بابا عشان يجي يتقدم لي بشكل رسمي. ولو ما حصلش نصيب، إن شاء الله يحصل نصيب. I promise إن أنا هاجي أقول لك. تعرف إيه اللي هيجنني؟
ان انت عندك استعداد تلبسي نفسك اي مصيبه لمجرد بس ان انت ما تكمليش معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. مصيبه ايه؟ هو الجواز على سنه الله ورسوله بقى مصيبه؟ المصيبه ان في احتمال ان العلاقه دي كانت موجوده احنا لسه متجوزين، ودي تبقى مصيبه كبيره ومشكله. ما اظنش ان انت هتحطي نفسك فيها انت وابوكي، على الاقل هتخاف على سمعتك برضو. عيب يا عماد، ما تبصلش، انا مش غبيه، انا عارفه كويس ان انت عارفه. انت جيت شفته في الاوتنج وكنت عايز تلمح بالموضوع ده لما جيت ورايا على هنا، فما تحاولش تقنعني ان انت جاي هنا عشان تصلح. خلاص يا سلمى، روح انت عماد دلوقتي وانا هكلمك بكره. ماشي يا سلم بيه. بابا انا ما عملتش حاجه وحشه، انا اتعرفت على الولد ده من فتره قريبه وهو ولد محترم، وكنا عايزين نستنى الوقت المناسب عشان يجي يتقدم لي رسمي ويتعرف على حضرتك. بعدين يا سلمى، نتكلم بعدين. تمام، بعد اذنك. ماهر، ايه اللي جابك متاخر امبارح؟ ما صحتنيش ليه زي ما قلت لك؟ لقيتك بتشخري ما هنش عليها صحيكي. بس انا بصحتي بقى مش صحي الواد ونفطر سوا كلنا. عملت المكالمه؟ يا ريتني ما عملتها. يا ريت ما عرفتش برضو احنا مطلوبين ليه. يعني احنا مطلوبين بجد؟ مطلوبين. الراجل متاكد ان الحاجه معانا، استنى لنا غلطه قد كده عشان يجيبنا منها. طب احنا لو عملنا زي ما عملنا مع وجيه واديناهم نص الحاجه وبعد ما نطلع يعني نبقى نتصرف في الباقي، هيطلعونا؟ وعد فينا هيتسجن. واتسجن شويه حلوين، واكيد الواحد ده انا ورحمه امي يا ورد وحياتك انت ابراهيم عندي استعداد اعمل ده دلوقتي. بس انت فكرك الحكومه مش عارفه الحاجه اللي معانا حته حته، فكرك الحكومه داخل عليها فكره ان احنا معانا نص الحاجه ونص التاني ما نعرفش عنه حاجه. أنا قلت لك المكالمة ولا ليها أي لازمة، قلت لك ما تتعشميش من قبل ما أخد التليفون، لازم نكمل في سكتنا، نكمل سكتنا لحد الآخر أهو. أنا ما عدتش فاهمة حاجة، مش عارفة إيه الصح من الغلط. بقت كلها فلوس مفتاح، فلوس هتعرف تخلينا نجيب أكبر محامين في البلد، زي ما طلعوا وجيه وطلعوا غيره هيطلعونا. تعنا بفلوسنا. أنت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك يا باهر؟ حكومة إيه اللي هتخلينا نتهنى بفلوسنا لو مسكونا؟ هنتهنى. ربنا هنتهنى بفلوسنا، ولا حد يعرف يمسكنا. حلم اللي حلمناه احنا الثلاثه هيحصل. بصي في عيني قسما بالله حلمنا هيتحقق. طب ما تتعشمش قوي في موضوع سالم بيه ده بقى. ليه بتقولي كده؟ انت عارف من شركته اللي بياخد منهم الفلوس؟ طليق بنته. تعرفت منين؟ قعدت معاها وجربتها في الكلام. هي مش عايزه ترجع لطلقة، وابوها عامل مشكله لان بتقول ان كان في شغل بينهم وهيقف بسبب عدم رجوعها ليه. عقبال عندكم جميعا. عقبال ابنك يا ورد. تسلم. بطاقتك يا عم موسى. احلى بطاقة. ما تجيلكش في حاجة وحشة. بابا عايزاك ثانية واحدة. ثانية واحدة بس. في حاجة يا عم؟ سلمى بس عايزك في كلمتين. خير يا سلمى، في حاجة؟ أنا عاوزة مهر اللي اتفقتوا عليه. بعدين يا سلمى. أنا وعماد متفقين هنعمل إيه؟
مفيش مشكله ننفذ دلوقتي. بس كده احنا بنعمل ديل، مش مفروض ان احنا متجمعين عشان نرجع لبعض وبيننا ثقه وحب؟ طب وليه ما تقولش ان هو اتفاق انا وانت عايزين ننفذه، فمش فارقه بقى امتى. بعدين يعني الموضوع مش هياخد منك وقت، هو دقيقتين هتحول من التليفون بتاعك، مش موضوع خالص. لا موضوع، موضوع كبير كمان، عشان كده بدات احس ان انا بتساوي ما بين حبي ليكي والفلوس. ولا ايه يا سالم بيه؟ انا رايي نكتب الكتاب دلوقتي والحاجات دي ليها ترتيبات تانية يا سالم. بعدين المفروض في بيننا ثقة وعشرة. سوري يا بابا، انا مش همضي على عقد الجواز لما ننفذ الاتفاق. وبعدين انا موجوده، اتس اب تو يو. وانا مش موجود ومش عايز. استنى يا عماد، احنا لسه ما خلصناش كلامنا. يلا يا موسى، يلا يا شريف. اخذ الشيطان وصلى على النبي، ملكوش الا بعض. خرجي نفسك بره الموضوع يا ورد، انت مش فاهمه حاجه. عماد، فهمنا بس ايه اللي حصل. عماد استنى من فضلك، مش كده الكلام. انا راضي ذمتك يا سالم بيه، ده منظر واحده راجع عايزه تتجوز. بس كله بالراحه. بالراحه ايه؟ وبقى فيه بالراحه. انا غلطان، انا سمعت كلام حضرتك من الاول. يا ابني مش كده، مش انا اذنك. قلت لك انه بيقول اي كلام؟ انا عارفه ان هو ما كانش ناوي خالص. الو، مع المقدم علاء البحيري. ايوه، مين معايا؟ انا ماهر عاشور. ايوه ماهر، ازيك؟ انت فين يا راجل؟ عايز اعرف انا مطلوب ليه بيه؟ شقتي اتفتشت ليه؟ وان كانت التهمة اللي هتقول انا معرفش عنها حاجه وما تقصنيش. احنا ناس على فضل كريمه بيه، والدنيا دايسانا وربنا ما مستاهله دوستك. طب وينفع تكلمني وانت مختفي كده؟ مش الاصول برضو انك تيجي تقول الكلمتين دول في محضر رسمي؟ اجي ازاي يا بيه وانا مش عارف حتى تهمتي ايه؟ انت كان ممكن تيجي لما كلمتك من تليفون سليمان، ساعتها انت ما كنتش متورط في حاجه. انا ما عرفتش انك عايزني غير دلوقتي يا بيه، وقالتني حتى عارف انت عايزني في ايه. في اللي خلاك تهرب تاني يوم ما بلغت عن وجيه؟ انا ما هربتش يا بيه، كل الحكايه ان مراتي كانت شغاله عنده وسابت الشغل، وانا يعني شغلانه التاكسي دي ما كانتش جايبه همها، فقلت لقط رزق في حته تانيه. طب واللي جم وراك في اسكندريه وقطعوا لقمه عيشك وكمان خلوك تطفش من بيت خالتك، كانوا عايزين منك ايه؟ كانوا عايزين ياذوني يا بيه، عايزين ينتقموا لراجلهم. وانا كنت عارف انها هتاذي لما بلغ، بس ده واجب بلدي عليا. وديك سيادتك روحت وتأكدت ان انا كلامي كان صح وان الحاجة عنده. تقوم سيادتك سايبه يمشي ومسك في اللي بلغ. يا ماهر، وجيه ما طلعش براءة لسه، ولو عايز تورطه بصحيح ارجع وسلمنا الحاجة اللي معاك. يا باشا انا لا معايا حاجة ولا معايا بقيتها. لا معاك يا ماهر. انا لو ما كنتش متأكد ان الحاجة دي معاك ما كنتش اتهمتك رسمي. طب ممكن اعرف ايه اللي مخليك متأكد ان الحاجة دي معايا؟ اطمنت على قرايبك في المنيا لما رحت تعزي حد فيهم؟ كويسين يا بيه كلهم الحمد لله، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. سيادتك بتسال ليه؟ لقيت اللي انت عايزه هناك يا ماهر. يا بيه صله الرحم بقت جريمه ولا ايه اليومين دول؟ حضرتك بتتهمني عشان كنت بزور قرايبي في البلد؟ ما تجيب من الاخر يا ماهر وتقول لي انت بتكلمني ليه؟ تعال لي دغري. عايزك تعرف يا بيه ان ده تلفيق، التهمه دي ما تخصنيش، وغلطتي الوحيده ان انا ما كنتش اعرف اللي هيحصل. مش عارف ان مراتي هيتكتب عليها الخطر. اللي انت متهم فيه يا ماهر ما ينفعش يكون متلفق لك. لو عايز تعرف انت متهم في ايه تعال واعرف بنفسك، ويكون في علمك الداخليه موزعه صورتك في كل حته في البلد، فانت جاي. انت بتدور في السكه الغلط يا بيه. الحاجه اللي حضرتك بتدور عليها دي هتلاقيها عند وجيه ولا عند صليته ولا عند الناس اللي حواليه. يعني انت مش عارف انا بدور على ايه، لكن عارف هلاقيها مع مين؟ ما بالعقل يا بيه، تلاقيها عند وجيه بيه او عند الناس اللي حواليه، ده عصابه كبيره. علاء بيه قسما بالله الناس دي متشتتك لحد ما يكتوا بالحاجه. الحاجه دي محدش هيعرف يكت بيها، ولا انت ولا هم. يكون في علمك احنا دارسين الحاجه كويس ورصدينها، ولو نودت بيها حته فيهم يا ماهر انا اللي هجيبك. هل انت برضه بيه متاكد ومصر ان الحاجه معانا؟ انا نفسي اعرف دخلوها في دماغك ازاي، قول لي يمكن ترتاح وتريحني. بص يا ماهر، انا سبق وعرضت عليك الحمايه، انت دلوقتي موقفك اصعب
ومع ذلك انا لسه عند وعدي. ظاهر ان انت مش هتصدقني يا بيه. عموما انا قلت لحضرتك دور عند الناس دول ومش هتخسر حاجه. كنت اكتشف ان انا صح، كنت اكتشف ان انا وطني. مع السلامه يا بيه. ما اصل انا خايفه ان هم يوصلوا لنا عن الشريحه دي برضه. مش ادم قال لي كمان. بعدين انت بتقولي نتكلم نسمع منه. نتكلم ايه؟ يمكن هو حاجه مفيده. الو ورد. ايوه يا جيه بيه. ليه عملت كده؟ ليه تعرضيني وتعرض نفسك لكل ده؟ طول الوقت وانا بسأل نفسي مستني اسمع الإجابة منك انت. ليه عملت كده؟ وانا متأكد انت مش الشخص اللي يعرض حياته وحياة ابنه للخطر عشان الفلوس وبس. يا ورد ليه؟ ضيعتيني وضيعتي نفسك. مش وقت دلوقتي ليه ومش ليه؟ انا عايز اعرف انت عايز تقول ايه؟ حاضر. الحاجة ترجع فورا، واللي انت عايزاه هتاخديه وبزيادة كمان. لا لو على اللي عايزاه فانا خدته خلاص. الموضوع مش سهل زي ما انت متخيله انت وجوزك. انا هروح في داهيه وانتوا هتروحوا في داهيه. العالم ده صعب جدا وقاسي وانتوا مش قده. طيب نرجع كل حاجه لاصلها والكل يطلع مستفيد. ما هو انت لو خرجت من السجن اكيد احنا اللي هندخل بدالك. راشد عز الدين بمكتبه بكل المحامين اللي عنده واكبر محامين في البلد زي ما هيكونوا معايا هيكونوا معاك انت كمان. طمني. تعرف يا ورد اني طول عمري بعاملك زي بنتي. القضية مليون سعرات. ورد انا عمري ما هضحي بك ابدا. وماهر كمان. ماهر كمان ما يبقاش كبش فدا. حياة مهاب ابني. اللي هيسرى عليا هيسرى عليكم. وعايز اقول لك لو احنا ضد بعض كلنا هنخسر. لكن لو كلنا ايد واحده احتمال كبير نطلع كلنا من المشكله دي. قلت يا ورد. تمام يا وجيه بيه. فكر في الكلام اللي انت قلته وان شاء الله نرد عليك قريب. خير يا ماهر؟ في مشكلة؟ خير يا باشا. اتفضل اتفضل يا باشا. ربنا ما تجيب مشاكل. بس الحكاية يا حاج سالم ان انا يعني راجل جاي فاكل عيش، جاي اخلص الحاجة اللي معايا وابيعها. حاسس ان انا جاي اسكن، حاسس ان انا عويل هنا. وانا بيت يا ماهر ما كانش هيتفتح الا لو في شغل بنخلصه. يبقى نخلصه سوا يا حاج سالم. وصلني بالناس دول وانا اقعد معاهم، والمصلحة واحدة. عايز تتفاوض مكان يا ماهر؟ يا باشا العاش ولا كان، ده انا تحت جناحك، تعتبرني واحد من رجالتك، وبعدين انا اوفر لحضرتك، بدل ما اخد النسبة منك، اخد النسبة للمشتري وحقك محفوظ. لازم تعرف يا ماهر ان انا رجل اعمال، مش سمسار، انت فاهمني يا ماهر؟ يا باشا فاهم بس عايز احل معاك، لو في حاجة متعطلة نمشيها، بدل ما انا متعلق كده ايدي مش طايلة حاجة. انا طول عمري بعمل عمليات كبيرة، خطر مش خطر. قانوني ومش قانوني، هو اقل عمليه فيهم قد اللي معاك ده 10 مرات. قد اللي معايا 10 مرات؟ طب ولا مؤاخذه انا يا حاج سالم، انت شايف اللي معايا دي تسوى كام؟ انت حتى الان ما قلتليش سعرها كام. انا المسؤول. الحاجه دي تتباع ازاي ولمين وبأمن طريقه ممكنه؟ انت ليك فلوس وبس. استنى يا حاج، يا حاج وربنا ما اقصد. بس يعني بمر بشويه ضغوط كده. جبران الموضوع ده يخلص في يومين ثلاثه بالكتير. ايه؟ مراتك وابنك برضو ولا في حاجة تانية؟ أكبر أكبر ولا حاجة، كله فوق دماغي. يومين تلاتة ولازم القصة دي تخلص خالص. ماشي ماشي أنا هتصرف. حاج بعد إذنك، هو البي جوز بنتك
يعني معانا في نفس الحدوثة دي ولا بعيد؟ يومين يا ماهر وحاجتك هتتباع وفلوسك هتبقى في جيبك، غير كده ما تتدخلش في اللي ما يخصكش. أداك العيب يا حاج. هو بابا قدامه قد ايه؟ معرفش يا حبيبي، مش ابوك اللي جاي. شكلك ما تغيرش من يوم فرحكم. انا كمال المحامي ابن عم ماهر، هو اللي بعتني ليكم. ازيك يا رحيم؟ كويس. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، احنا كنا في الجنينه وجي الحارس جابنا على هنا. معلش، اصل ماهر جابنا على مشمي. جابوك كده عافيه يعني، ما اتخانقتيش مع حد؟ ما فيش حاجه حصلت؟ لا وكتاب الله ما اتخانقت مع حد. يعني انا جيت افسح الواد رحيم امبارح، فقعدنا يعني، وبعدين جه الصبح قاموا جايبيننا على هنا على طول. جعدتوا ازاي يعني؟ بيتوا؟ اه، اصلا انا وماهر شدنا مع بعض في الكلام يعني، فانا كنت المفروض اروح عند واحده صاحبتي، لكن حظي الهباب ما لقيتهاش، فجيت انا والواد رحيم على هنا. بس انا سايق عليك النبي ما تقول لماهر ان احنا بيتنا بره، عشان ده ممكن يموتني ويقطعني فيها. لا خلاص، انت بقيت الموكله بتاعتي يعني، سيبك في بير. طب قولي لي يعني، انت مرات اخوي، لو اقدر اصلح بينك وبين ماهر في درجه الشده دي. تسلم. طب ما تاخذنيش في السؤال يعني، انت عندك مكان تبيتي فيه؟ ايوه ما تقلقش، اهم حاجه بس انك تطلعني من هنا والنبي. لا بسيطه ان شاء الله. انا هتكلم مع ظابط ودي بدل ما يعمل محضر ونيابه وجع دماغي. يا خرابي، نيابه ليه؟ انا عملت ايه؟ لا ده مجرد اجراء، هيخرجوك بكره الصبح. بس انا هزق الموضوع انه يخلص هنا. استنيني دقيقه. ماشي. اوعى تفتح بقك قدام الراجل ده اي كلمه، فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي، هو ده فعلا ابن عم ماهر؟ انا لسه قايله ايه؟ ما تسالش اي حاجه، فاهم ولا لا؟ هتخلص ودي، هات بطاقتك. بطاقتي؟ هو انت يعني ما ينفعش تضمني؟ هو انت معكيش بطاقة؟ لا معايا. انا بس علشان ماهر ما يعرفش زي ما قلت لك، وخايفة تسجل والنبي. ما تقلقيش، انت معلكيش حاجة. ده عشان بس الظابط يطمن. متأكد يعني؟ عيب يا مرات اخوي، ما تقلقيش. ربع ساعة بالكثير وهنخرج من هنا. طمنيني، عملتوا ايه؟ لا الحمد لله عدت على خير، بس طبعا بقى البركه في استاذ كمال. طب ادهوني اهو معاك اهو. ايوه يا اخوي. يا ابو كمال طمني. طمن، احنا خرجنا اهو الحمد لله، ما فيش اي حاجه، ما خدوش بطاقتها، ما عملوش اي حاجه من الحاجات دي. لا ما تقلقش، تأمرني بحاجه تاني؟ الله يكرمك يا شيخ، لجدتك لمراتي وابني دي جميل، مش هنسهولك. واحد يا اخوي. الله يحفظك. طب قول لها بقى، قول لها ايه والواد يركبوا الدهاني. حاضر، خد اهي معاك اهي. اي ماهي ركبي تاكسي انت والواد وتعالوا لي على البلد، وحسابنا لما توصل يا ورد. هو انت ليه مش مفكره ان انا بعمل كل ده عشان خاطر لسه بحبك؟ ليه مش قادره تدخلي الفكره دي جوه دماغك؟ طيب بص يا سلمى، تعالي ننسى اي حاجه وحشه زعلتنا من بعض، تعالي ننسى كل المشاكل اللي حصلت لنا الفترة اللي فاتت، ونحاول نفتح صفحة جديدة ونرجع زي الأول. ده لو فعلا الزفت ده ملوش لازمة ومش فارق معاكي زي ما بتقولي. ماشي، بس الحاجات ما بتتاخدش قفش كده. أنا محتاجة وقت عشان أرجع مشاعري تاني. أيوة فاهم. وبعدين أنا وبابا ظروفنا صعبة جدا دلوقتي ومضغوطين، ومش حاسة إنه ده هيبقى أنسب وقت إن احنا نتكلم في الموضوع ده أصلا. صحيح، برضه أنا كنت عايز أقول لك على حاجة يا سلمى. أنا ما اديتش لباباكي الفلوس مش عشان عايز أنتقم منك زي ما أنت بتفكري، عشان أنا كنت خايف عليه. خايف عليه من إيه؟ سلمى، أنا عندي تحفظات كتير قوي عن الموضوع اللي باباكي عايز يدخل فيه، وفاكر إن هو هينقذه. موضوع إيه؟ الموضوع اللي باباكي عايز يدخل فيه خطر ومش قانوني، وأنا بحاول أزوغ منه بقالي فترة في موضوع الفلوس ده عشان خاطر يعني ما يضروش نفسه. خطر ومش قانوني؟ ما تقول يا عماد في ايه؟
أثار يا سلمى. أثار؟ طبعاً لا. على فكرة أنا اتصدمت زيك بالظبط كده، بس لما عرفت إن هو بيعمل كل ده عشان خاطرك وعشان خاطر هو عايز يطمن عليكي ويأمنك مادياً. هو أنت بتحاول تكدب عليا ليه؟ أنت عايز توصل لإيه؟ أنا مش عايز أوصل لحاجة، ولو مش عايزة تصدقيني براحتك على فكرة. أنا قلتلك عشان فاكر إن أنت ممكن تتكلمي معاه تقنعيه تأخريه عن اللي هو عايز يعمله ده. وعلى فكرة هو عمال يزن عليكي في موضوع الجواز ده إن إحنا نرجع تاني عشان يلحق صاحب الحاجة اللي قاعد عندكم هنا، وفاكر لما هيرجعنا لبعض إن أنا ساعتها هديله الفلوس. خير يا سلمى، في حاجة؟ بتقولوا سر ولا إيه؟ لا أبدا سر إيه، لو عايزك تقعدي تعالى. معلش بقى قطعت كلامكم. ايه اخبار شغل مقاولات يا ماهر؟ حلو شغل المقاولات. حلو، هو الشغل مع الحاج سالم كله رزق وبركه. وناوي تنورنا كتير ولا ترجع بقى سوهاج تبني لك الكام عماره بتوعك؟ في ايه يا سن؟ ماهر ضيفنا وابنك ده على راسي والله يا حاج، بس لو احنا متقلين على الهانه ما اخد مراته وابنه ونرجع هنا النهارده. لا ما هو انا مش هبقى مبسوطه وانتوا جايين وجايبين الاذى معاكم. اذيه ربنا ما يجيب اذيه يا هانم. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سامي؟ لا عاش ولا كان اللي يمسك ولا يمس الحاج بحاجه. اكيد انت فاهمه غلط يا حبيبتي. انا فاهمه صح يا بابا. اللي انتوا عايزين تعملوه ده مش هيتم. ولو هيتم انا همنعه. يتم ايه وتمنعي ايه؟ طب انا اتكل على الله انا حاجة. استنى يا ماهر. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده يا سلمى؟ عماد مش هيدفع الفلوس يا بابا، ولا كان ناوي يدفعها. وانت لو مستني فلوس فمفيش فلوس. وربنا يا ست هانم انا ما فاهم انت بتتكلمي عن ايه؟ لا انت فاهمني كويس يا ابن عمي. انت هنا يا سلمى. امشي دلوقتي وانا هحصلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي فوازير. سلمى بنت ماهر، ومهما كان اللي تعرفه مفيش خطر. مش ربنا ما يجيب خطر. بس ولا مؤاخذة أنا حاج، موضوع عماد بيا ومفيش فلوس و... عماد مش هو شريكي. سلمى فاهمة غلط. اتفقنا سير يا ماهر. وأنا واثق فيك يا حاج. أنا واثق فيك. سلمى، سلمى استني عندك، ما تجرنيش وراك. إيه اللي أنت هببتيه ده قدام الراجل؟ اتجننتي؟ تدخلي في شغلي وتكسفيني كده قدام الناس؟ وتردي؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ قلت الحقيقة. لما كنتش هعرف أقولها ما بيني وما بينك عشان عارفة إني مش هوصل لحاجة. كنت عايزة أشوف وشك اللي ما بيكدبش قدام ضيفك. عماد تكلمك؟ أنا اللي كلمته عشان يجي. كان صعبان عليا كسرتك قدامه. شايفة نفسي وحشة. قلت أعصر على نفسي ليمونة وأحاول أشوف معاه حل. قال إن مش هيقدر يديك الفلوس عشان أنت بتتاجر في الآثار. ده كلام فارغ. لا عندي ده ضيف وأنت عارفة ده كويس. وعماد ما يعرفوش ولا عمره شافه غير المرة اللي جاي يتهجم فيها علينا. يتهجم؟ دلوقتي بقى بتهجم؟ يا سلمى يا حبيبتي أنا دايماً باجي في صفه علشان أعرف إن أنت بتحبيه، علشان كمان أطمن عليك لو حصل لي أي حاجة، أي ظرف، ده اللي أنا فيه ده دلوقتي. والظرف ده اللي خلاك تتاجر في الآثار ولا أنت أصلاً كده؟ ما تاجرش في حاجة. عماد بيوقع بيني وبينك علشان عارف ان انا اتاكدت ان هو مش عايز يرجع لك غير علشان ينتقم وبس. يعني ده وماما طول الفتره اللي فاتت دي كلها كنا عايشين تجاره الاثار؟ لا يا حبيبتي لا، رحمه ماما لا، كل شغلي قانوني يا حبيبتي. بابا انا خايفه عليك، ما تعملش حاجه تاذينا. تضيف اي حاجه، تضيف الفلوس. ما تقلقيش عليا يا حبيبتي، ما تقلقيش عليا. اوعيلي انك هتمشي الراجل ده ومش هتشتغل معاه. قول له رحمة ماما. حاضر. كل اللي احنا فيه ده بسبب قلة حرصك قدام بنتي شغالة. ما كنتش متخيل انها ذكية وبتفهم. وانا اللي كنت متخيل ان انت استاذ مايسترو. دخلت معاك باكتر من نص ثروتي. ولسه استاذ مايسترو. بدليل اني قاعد قدامك اهو
بصي واجي عن اصحاب وانا مبسوط، مبسوط قوي كمان. يعني انت مش في الحبس وقاعد قدامي وقاعدين سوا نشرب قهوه كمان، بس انا هبقى مبسوط اكتر لما ترجع لي الفلوس اللي دخلت بيها معاك. انا قلت لك يا فؤاد انا قدامي فرصه كبيره جدا اني ارجع الحاجات اللي ضاعت مني، بس محتاج فلوس، معيش كاش ومقدرش اقرب الملوك. فلوس؟ انت مش واخد بالك يا وجيه ان انت واخد فلوس كتير قوي ضيعتها كلها. فلوس ترجع لك فلوسك وفيها ارباح كمان. ولا جنيه يا وجيه، ولا جنيه. بقول لك ايه، الحاجات اللي اخدتها البنت الشغاله دي انت اللي المسؤول ترجعها. ما تنساش يا وجيه ان انت كنت اعلى برسنتج في العمليه عشان الدور اللي انت فشلت فيه. اللي يشيل في المكسب يشيل في الخساره. بص بقى يا وجيه، عشان احنا اصحاب وبيننا ايام كتير، انا كل اللي اقدر اقدمه لك ان انا اقول لك رجع لي فلوسي بس من غير ارباح، وكده بقى خسران وخسران كتير قوي، بس عشان خاطرك. فؤاد عمرك ما هتخسر قد اللي انا خسرته. وانا مالي يا وجيه؟ هو انا المفروض ادفع ثمن غلطات حد تاني؟ غبي غبي طول عمرك غبي. زمان رفضت انك تكون شريكي، شوف دلوقتي بقيت ايه. بقيت ايه؟ واللي انت عملته خلانا نرجع قد ايه؟ بس لسه اسمك نظيف وحر. انت بتهددني وجيه؟ ما تقولنيش كلام يا فؤاد، ما تقولنيش كلام ارجوك. انا غلط وبدفع ثمن غلطتي وجايب لك حل وبقول لك عليه، وانت صديقي وشريك ومع ذلك مش مقدر اي حاجه. ايه في ايه تاني؟ مفيش. تمام يا وجيه، نبقى نشوف. قرير عم صالح، انت ربنا مديك صنعه تغفي البال ما بيتغفلش. ان شاء الله يبقى في لقمه عيش حلوه بيننا. وفيت وكفيت يا حاج صالح، واللي حسبناه في كرمك طلع محله. يا باشا محله ايه؟ اللي انا شفته ده ما شفتوش قبل كده. طب بص عامل الخنفسه ازاي؟ الصنعه اللي بتتورث غير اللي بتتلقن يا ماهر يا ابني. واحنا بفضل الله ابا عن جد معانا مفاتيح مخازن السوق كله. ان شاء الله، انا متفائل ان ربنا يفتحها علينا من واسع وندخل السوق الاوروبي واللي جاي كله عسل. استمر انت بس ومالكش دعوه. يا رب ارزقنا برزقهم. يلا يلا يا ابن عمي خلينا نتوكل نستف امورنا الاول. امور اللي نستفها حد؟ هات قلم يا سيد. حاضر عادي. بص لامانه، الراجل اللي انت جايبني ليه شايفنا حراميه ولا حاجه؟ لزومه ايه بس وصل الامانه يا حاج صالح؟ احنا مخلصين كل حاجه من الاول. وانا لسه بقول ربنا يفتحها علينا وندخل السوق الاوروبي وكل اللي جاي عسل. بصراحه انت قفلتنا يا عم صالح. الشغل من غير ورق ما ينفعش. اللي انا بعمله دون عشان يبقى في شغل بيننا وبين بعض تاني وتالت. تاخد انت حقك وانا اخد حقي ونفضل حبايب. شغلك عجبني بس كلامك ما عجبنيش. وزي ما السوق علمك كده انا كمان السوق علمني ان اسمي ما يتحطش على وصل امانه ولو على موتي. لا يا حاج. شكرا يا سيد. الدنيا امانه يا حاج صالح. ماهر ابن عمي واضمنه برقبتي. بس تاهت ولقيناها. ما دام تضمنه برقبتك يبقى تمضي على وصل الامانه. انا مش فارق معايا مين اللي يمضي، انا اللي يفرق معايا ان انا اضمن فلوسي. هات البطاقه. هات البطاقه. احنا في كمين ولا ايه يا عم صالح؟ هات البطاقه يا اسلام يا ابني. انت بتديني البطاقه بجد؟ موضوع بقى على رجفتي يا ابن عمي. بالله عليك قول لي هتعمل ايه بالحاجه دي؟ جميلك ده على راسي يا اسلام، ويومين ثلاثه وهتشوف معدن ابن عمك على حق. طب اجل له ريحني، قول لي عشان ارتاح. وعزة جلت له القصه دي مع ناس، كنت حكيت لك على كل حاجه. بس انا ملزم لا اجيب سيره حد ولا اجيب سيره حاجه. زي ما محافظ على كلمتي معاك لازم احافظ على كلمتي معاه. وكلمتنا مع صالح. يا باشا عيب، عمري ما صغرك معاه. كله على الله، كله على الله يا ماهر. كل اللي فات برقوق واللي جاي مانجا يا ابن عمي. مسلمين. الصبر حلو يا عم صديق. والصراحة حلوة برضو. ما تيجي معايا دغري كده وتقول لي الصراحة. هو صاحبك ده موضوعه ما قضيش؟ ولا أنت شلتني من حساباتك
وشفت لك سكة تانية. أنا لو شايفني شوفة تانية أكلمك ليه بالأساس يا عم صدقني؟ يعني الحاجات دي بتتحكي لأي حد كده؟ ما هو أنت عشمتني بالحلق، خرمت أنا وداني ببنطة شنيور قد كده، ولا الحلق جاني ولا كلام الناس نجاني، وتخريم الودان ده وحش وانت عارف يابا. الحاجات دي ما بتجيش قفش كده، لازم تبقى مصبوبة صح عشان ما يبقاش في عوى. وماهر ده ابن جنية، لو لقط فيها اي قلق هطلع انا وانت بلوشي، فسيبنا رقد له بضمير. يعني هتجيبه وتيجي امتى؟ انا مش راسي. قريب قريب ان شاء الله هتلاقيني بكلمك واقول لك احنا جايين لك في الطريق. ما انت من يوم ما قلت لي يا سعيد وانا دماغي سارحة مني، لا بقيت عارف اشتغل ولا عارف احط ايدي في الشحن. هتقلقش يا عمنا، ان شاء الله هتقضى وتبقى زي الفل، وهتشتري مشاحم الطريق الصحراوي كله. ماشي يا سعيد. على نار الشوق انا هستنى، واصبر قلبي واتمنى، على بال ما تجيني واتهنى. ماشي. صباح الفل يا ريس. اعمل بس اللي بقولك عليه. طب انا هكلمك بعدين. الله، انت لسه ما سافرتيش؟ مش كنتي هتسافري بدري؟ يسرى تعبت فاجلنا الويك اند اللي بعديها. روحي البسي هدومك وروحي اطمن عليها، واجب برضه. لا هي تعبانه عادي يا بابا، مش بيج ديل يعني. لا بيج ديل يا سلمى. روحي لصاحبتك وقعدي معاها وما ترجعيش لما اكلمك. ده بجد؟ انت هتعمل كده فعلا؟ من فضلك يا سلمى امشي وسيبيني انقذ حياتنا. قصدك تضيعها وتحطينا في خطر مش هنعرف نخرج منه يا بابا. انا مش هسمح بالقرف ده حتى لو هكلم البوليس. انا لو ما عملتش كده هتصحي بكره مش هتلاقي نفسك هنا. انت مش عارف حاجه ومش فاهمه حجم الكارثه اللي احنا فيها. انا ما ملكش حاجه، كل حاجه مرهون، البيت اللي احنا عايشين فيه ده مرهون، حتى العربيه اللي انت راكباها ستك بتاعت عماد، جوزك اللي انت رفضتي ترجعي له. انا ما ملكش حاجه، ما عنديش اي حاجه وما عنديش اي حل غير اللي احنا فيه ده، غير اللي انا هعمله دلوقتي. فمن فضلك من فضلك ساعدي نفسك وساعديني وامشي. اتفضل يا سيدي. زي ما خدتها زي ما رجعتها لك، وانا برضه اللي هحطها على بقيه المجموعه عشان تكمل. دي ده حاج سالم. معايا ومعاك ويا وبيتها والله. الحاجه معاك يا ماهر؟ معايا. هنا؟ هنا. الله. طب ما تفرجني يا ماهر قبل ما الناس تيجي، ولا هندفع الملايين دي كلها في شويه صور؟ يا باشا تظهر الملايين تظهر المصاريف. شوف بس الملايين والحاجه موجوده، ما تقلقش. ماشي. بص ادي وصل. ايه يا جناب المستشار؟ صاحبك طلع مقطوط من المقدم عليه. الشبكه بتقطع عندك بس قول. انت شكلك مزنوق. طب بص كمان لسه متحرك من المحكمه دلوقتي، وكان واقف مع المقدم عليه. والله اعلم بقى الرادار جايبه من امتى. فخد بالك يا صاحبي. ها توصل بالسلامه يا باشا، مستنيينك انا والحاج. مع السلامه. ايه في حاجه؟ لا يا باشا ده خلاص في اول الشارع هنا داخل علينا. ادخل حمام وجاي على طول. يلا يا ماهر، الراجل زمانه على وصول. يا ماهر 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 افتح، الراجل زمانه على وصول بقول لك. ماهر 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 ازيك يا سالم بيه؟ الواد هرب يا وجيه بيه. هرب؟ يعني ايه؟ مش عارف، سبته 5 دقايق في الحمام، دخلت ما لقيتوش، هرب. يا خليل! ايه يا سعادة الباشا؟ اقلب البيت وجرينا على ماهر بسرعة. حاضر يا سعادة الباشا. لا حاجة، مش عارف.
مش عارف. هو قال لنا هنا. هنا في بيتك؟ يمكن. وصلتوا فين؟ أنا في المقابر زي ما قلتلي. طب اعطي اللوكيشن أعرف انتوا فين هناك بالظبط. حاضر حاضر. سلام. سعيد هنستناك عند التابة بعد المغرب. سلام. قريت الفتحة على الميتين؟ قريتها قبل ما تيجي. هم دول اللي مكبرين دماغهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام بيه موجود معايا بعد معاه؟ موجود. اتفضل يا باشا. اتفضل. قلت له ايه خلاه يهرب؟ هرب ازاي؟ وليه؟ ما تستعبطش عليا، تكلمته في التليفون وبعد المكالمه على طول فص ملح وداب. والله ما حصل، انا ما كلمتوش النهارده اصلا. يا سلام، يعني انت مش عارف انه قافل موبايله؟ المصحف ابدا. اتفهمني يا سالم بيه، سايق عليك النبي. بقول لك ايه؟ انت تقب وتغطس وتجيبهولي، انا ما عنديش استعداد اخسر كل حاجه عشان لعب العيال بتاعكوا ده. كمان انت رايح فين؟ ركز كده يا خليل كويس. ما لمحتش حد منهم هنا قبل كده؟ لا والله يا باشا، انا اول مره اشوفه. اول مره تشوفه؟ طب بص بقى يا خليل، الناس اللي انا وريتك صورهم دول متورطين في قضيه كبيره قوي، ولو عرفنا انك تعرف عنهم حاجه ومخبي كده، انت بتدخل نفسك في حوارات ومتاهات انت مش قدها. اهدى كده وشغل دماغك شويه، يمكن تفتكر اي حاجه تساعدنا. ماهر ماهر ماهر، قلت لك ايه؟ انت ما بتفهمش. بقول لك ايه، انا مش داخل عليا الحدوته اللي حكيتها لي دي. انا اكتر واحد خسرت في البيعه دي مش انت. ماهر فين؟ فين الفلوس اللي اتفقنا عليها؟ لو فاكرين ان انتوا ممكن تضحكوا عليا، لا ده انا يا قاتل يا مقتول. بص يا باشا، الراجل التاني ده كان لسه هنا من شويه. حلو. طب والاولاني؟ الاولاني يا باشا اللي اعرفه عنه انه قريب سالم بيه من البلد. سالم بيه الله يكرم اصله، يعني قويه هنا في اوضه الضيافه لحد ما يجيب له السكن والشغل هنا في مصر. تمام كده يا عم خليل، ماشي. بس يعني بعد اذنك يا باشا، يعني لو الموضوع ده هيطول سالم بيه فانا ما قلتلكش حاجه، ولا انت فاهم يعني. ولا انا شفتك من الاساس، ما تقلقش. سلامه خليل. سلامه يا باشا. ايوه فاروق بيه. قلت لك لم حاجتك انت ورحيم في الوقت المناسب. عارف لو كنت اتاخرت دقيقه كمان في بيت سالم كنا روحنا في داهيه كلنا. انت كنت عارف ان كل ده هيحصل؟ كنت حاسس، واحساسي طلع في محله. الراجل اللي نروح له ده امانه يا سعيد؟ قربنا يا عم ماهر، وراجل سيطره جامد يعني، مش اي كلام. الراجل ده قصته ايه؟ عمل قرشين وراح فتح المصلحه دي بعيد عن الناس وفكوا من البلد خالص. طب يا باشا، حكايه الطار دي هتدخل عليه ولا نفكر له في دخله ثانيه؟ يا باشا ولا ثانيه ولا ثالثه، انت الدور جه عليك في الطار وخلصت يا عم ماهر. وبعدين ما انت سامعني وانا بكلم الراجل، الراجل اللي قال عشان ايه ولا ليه؟ فاحنا نصعبها على نفسنا ليه يا باشا؟ نصعبها على نفسنا
المهم ندخل بفيلم الراجل اللي صدقه. المكان اللي هدخله ده مش ينفع اتحرك منه. حركه اخوك ما بقتش سهله. لحد ما نقدم مصلحتنا ونبقى نتكل على الله. دخلتك على الرايق بعون الله، وما تقلقش من اي حاجه. الراجل ده ابن بلد زيه وزيك، وانت برضه هتمد ايدك معاه في المشحمه وهتساعد لحد ما المصلحه تقف. طب المكان ده شكله شقه ورد، مش عايز اخدكم معايا. تروح لاختك. اختي ده ايه؟ رجلي على رجلك. انت قلت اللي هيسر عليك هيسر علينا. بلاش نتفرج مع الدنيا. ما مش عارف، بس من شارع لبيت لسكه تانيه ربنا وحده العالم بيها. يا عم انا مش قلت لك امان؟ الراجل مظبط كل حاجه ونروح كلنا برانكه المعلم كده. اهو بيقول لك امان اهو. وبعدين السكه الجديده دي اكيد امن من بيت حياه. بيت حياه فيه رجاله تواجهه والبوليس رجليهم راحه جايه عليه. وبنت مش عايزه شحطتكم معايا تاني. خليني مع بعض يا مير. الشده بتبين المحبه. ما بقتش عارف احبك اكتر من كده. ايه منورة يا سعدة؟ طب انا هكلم الراجل بقى يظبط لنا المكان ويعمل لنا لقمة حلوة. ايه يا ماهر؟ الشريحة دي يا باشا انت مش هينفع تتكلم بيها تاني. والراجل ده انت مش قايله ان احنا جايين له الليلة دي؟ قايله. مش انت عارف مكان المشحمة؟ عارف. طب امال تكلمه ليه؟ احنا ما نعرفش مين ورانا ومعاه ايه علينا. وانت مش قلت لي ان انت مش جايب سيرتي لا مع جمال ولا اي حد؟ يا باشا مش جايب سيرتك مع اي حد. بس نحرس ولا نتجرس؟ نحرس. يلا بينا. يلا حاج رحيم. اركب ورا مع الجماعه بقى. لا براحتك. هو احنا مش متفقين يا ريس ان احنا هنهوش بس؟ ما احنا عشان نهوش شيء لزوم الشيء. ايوه بس انا معرفك ان ماهر ده ماهر صاحبك وجماعته وابنه وخصوه. خلاص يا عم حفظنا. رئيس الدقيق ايه؟ الولع وسط سواق العربيه اللي بيجو كلمني دلوقتي قال لي ان جماعه ماهر وابنه ركبوا العربيه الصبح مع الست راجل. ايه؟ طب وماهر فين؟ اهو نايم جوه في المضيافه. طب كلم عويس قول له يلف ويرجع. خلاص نزلهم عند الدائري يجي من ساعه كده. وبعدين؟ احنا من غير ورد وابنها مش هنعرف نضغط على ماهر خالص. ماهر ماهر خلايفة ابويا اللي قتل ابوك يا خلايفة تقتلوني انا ليه؟ مراتك وابنك فين يا ماهر؟ قعد قلبي يا عم صديق على الصبح. مراتك وابنك فين؟ ما تحورش. مفيش يا باشا، مراتي جالها تليفون ان امها عندها كورونا وجماعتك الله يبارك لهم خدوهم في طريقهم. ليه يا باشا بتسال على مراتي وابني؟ لا يا عم سلطان، اوعاك تكون فاكر ان انا ممكن اقويك عندي هنا من غير ما اقرا كتاب حياتك صفحه صفحه قبل ما تيجي. انت مشتغل واحد في كام حته اثار والبوليس بيدور عليك عشان الحوار ده، يعني لا عليك طار ولا زار. تنكر؟ اسرع يا عم صديق، ده منظر واحد بتاع اثار. ايه ايه يا ريس؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم عزك؟ في ايه؟ معايا حتة اثار يا عم صديق. هي حتة يتيمة، ومعايا فيها شركاء ناس تقال قوي في البلد. اسمع بقى، أنا شديت الأمان، يعني الدوسة بسيطة على الزناد وهتلم دماغ صاحبك من الأرض هنا. أنت قاعد معاك حتت، مش حتة. حتت يا عم صديق، بس أنا نصيبي حتة واحدة. وداخلين فيها شركة انا وسعيد، بقيت الحاجه دي فيها شركة كبار قوي في البلد وخطر. يعني انت عايز تقول ان الحاجه عند الشركة؟ حاجه زي كده. طب قول لي هي فين ونروح اجيبها. ما ينفعش، لازم انا اللي اروح بنفسي. انت بتحور يالا ودماغك مسوحاك عن ناقصه. يا باشا لا ناقصه ولا زايده، وربنا ما يدفع حد منكم اللي يروح. اي حد هيتكهرب، الناس دي خطر مكهربين سور المكان كله والباب بيفتح ببصمه العين. تروح وتيجي المشوار ده في قد ايه؟ عم صديق دي المصلحه اللي هتامن عيلتي. يرضيك اطلع من المولد بلا حمص؟ ما تقلقش هديك حمصيه وسمسميه ومال. تروح وتيجي في قد ايه؟ على اول الليل عم صديق. ماشي. هسيب بقى اخوك واخويا سعيد راهن هنا لحد ما تيجي. هات يا حسين التليفون. اتفضل يا ريس. التليفون ده بقى يفضل معاك لحد ما تيجي، وده يخليني اعرف انت فين طول الطريق، وهتصل بيك كل ساعتين. لو اتصلت بيك مرتين وانت ما ردتش يبقى سعيد ده بقى في الباي باي، ولو ما وصلتش هنا قبل العشاء يبقى سعيد برضه في الباي باي. تنساش بقى تبقى تصلي عليه صلاه الغايب. هات يا المفاتيح.
مفتاح التاكس. ما تسيبنيش يا ماهر. ما تخافش يا صاحبي. خد التاكسي عشان تيجي بسرعة. خدت كلمة من الرئيس. اديته كلمة وراجل مربوط من لسانه. هاخبره بيا يا صاحبي. لا يا صاحبي ما تقلقش. روح. ايدك بقى يا ريس. ايدك عم عزك. ايه يا عم؟ ايدك تقيلة أوي. انت تقمصت ولا ايه؟ تقمصت ايه؟ ده بجد؟ الواد ده لو ما رجعش فيها رقبتك. احلف. وحات امك. اقعد هنا يلا. يلا حبيبي بقى كلم دي. كفايه حد. ما ترجعش يدمك. والله ما قادر. والله العظيم ما قادر. كل يا حبيبي عشان الجرح يلم. مش كل الجروح بتلم يا ورد. انا عاوز اقعد مع ورد لوحدنا شويه. اللي عايز تقوله لورد تقوله قصادي. عشان خاطري حد سيبينا لوحدنا شويه. يلا بينا يا حياه، يلا نطلع شويه بره. تعالي. قوم يا رحيم معاه. هتبقى كويس يا حبيبي ما تقلقش. عايز تقول ايه مالك؟ كمال يا مرات وجيه وعدتنا بمليون جنيه لو دلناها عليك، بس احنا رفضنا. اشتريناك انت يا ورد. ولما مشيت في حوار المكالمه اللي بينك وبين وجيه دي مشيت فيها عشان اخد الفلوس، بس برضو يعني عشان اضمن لك الامان. انا مش هخرج من الحوار ده زي ما دخلته يا ورد. وديكي شفتي حصل لي ايه. بس انا ما بقاليش ليا علاقه بالموضوع ده من اساسه، ولا ليا علاقه بوجيه. وقلت الماهر لو فضل مكمل في السكه دي مش هيبقى ليه علاقه بيه هو كمان. الكلام ده تضحكي بيه على حياه اختك مش عليا يا ورد. هي هتصدقك انا لا. اوعى يعني تفتكر ان انا هتنازل. انا حياتي بقت على كف عفريت بسببك انت وماهر. وده له تمن. بس التمن ده ابوك وامك مش هيوافقوا عليه. لا ما الكلام ده بره عن ابويا وامي. انا عايز المبلغ اللي كمالي عرضته علينا. انا اشتريتك. دلوقتي انت اشتريني. سميه بقى تعويض، سميه حق، سميه زي ما تسميه. كأني معرفكش يا آدم. كلمي ماهر من تليفونك يا ورد قبل ما حد يدخل عليه. مين اللي بيتكلم؟ ده رقم غريب. احنا في ايه ولا في ايه؟ هنعمل ايه في المصيبه دي؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هو ده الخير اللي الاخت بتاخده من اختها. انت هتقعدي تعددي لبكره ما ترد على المكالمه. الو. الحمد لله على سلامه ابنك يا ست حياه. مين معايا؟ المره دي كان قلبنا حنين عليك انت وابنك. تقولي الورد ترجع الحاجه بتاعتها اللي معاها ونفضها سيره. يا اما المره الجايه مش هنقول لك الحمد لله بالسلامه. هنقول لك البقية في حياتك. حرام عليكوا تاخدوا في ذنب ورد ليه؟ الواد فين الذنب؟ انت يا ولا انت يا ولا سيبني يا سليمة. ما بتردش ليه على موبايلك يا بطل؟ ورايا. انت قادر تستوعب الكونسيكوينس بتاع التصرف المتهور اللي انت عملته ده؟ ايه مهاب؟ كنت فاكر انك هتوصل لايه؟ اوصل اللي انتوا مش عارفين توصلوا له بقالكم مده طويله. بص يا حبيبي، كل اللي وصلت له انك كبرت المشكله اكتر لينا كلنا وانت اولنا. انا مش عارفه الكارثه دي هنطلع منها ازاي. احنا كلنا في مركب واحد، يعني ما ينفعش انك تاخد قرارات منفرده. انت مش لوحدك. صدقني العنف مش الحل، ولو حل فمش وقته خالص بعدين، ومش بالشكل المدهور بتاعك ده. بعد العنف عمرك ما هتعرف ردود افعال الناس ايه.
انت خايف؟ طب اطمن ما تخافش، لو في حد هيخش السجن تاني هيبقى انا مش انت. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ You're talking nonsense. مش انتوا اللي قلتوا لي ان انتوا بتعملوا اللي بتعملوه ده لاسباب تخصني انا؟ انكم بتراهنوا بفلوسكم وحريتكم وسمعتكم عشاني؟ خلاص محدش يلومني لما انا كمان اراهن واحافظ على حاجتي، تمام؟ عن اذنكم. خايفه قوي وجهي قوي، اكتر لما كنت فاكره حياتنا بتتهد ممكن ندخل السجن. تسافس انا هنا كمان يا انت، مش مطلوب منك اي شيء غير انك تهدي مهاب وتبعدي عن اي حاجه تخص المشكله بتاعتنا دي، حتى لو اضطريتي انك ترديه وتسافري بره مصر خالص. بصيت في عينيه، شفت عينيه وجهي، مهاب خلاص كبر علينا خلاص. انا اللي بدات المشكله دي وانا اللي حاميها، اديني بس فرصه اخيره واوعدك كلنا هنطلع كسبانين، انت وانا ومهاب. مفيش مفيش. ازيك يا ميزان مصر؟ استاذ مهاب ابن وجيه بيه ودراعه اليمين في كل شغله. طلباتك يا ماهر؟ 5 مليون جنيه امتنان. واحنا مش كنا اتفقنا مع ورد على 3؟ وكمان هنساعدكم في القضيه. لا يا باشا، ما انتوا مش هتساعدونا في القضيه، انتوا هتخرجونا من القضيه. لا 3 ولا 5، احنا مش هندفع اي حاجه الا ما نسمع بقيه الاتفاق. يلا يا ماهر سمعني. جرى ايه يا ماهر؟ وانا مش وعدتك ان قضيتك مسؤوليتي؟ عاوزين بس كلام معقول ونوصل لاتفاق مرضي للكل. هنستلم الحاجه امتى وازاي يا باشا؟ باسهل طريق استلم الفلوس منكم هنا، هتستنوني ساعه زمن اروح اجيب لكم الحاجه وارجع على طول. انت جاي تهرج في ايه يا متر؟ يا ماهر حبيبي كلام معقول. خليك حكم بيننا يا ميزان مصر، اسلمهم الحاجه ازاي وانا مش مطمن على فلوسي؟ يبقى سلم واستلم. البضاعة هتتسلم على عينك يا تاجر، في نفس اللحظة حد من طرفك هيستلم الفلوس. ورحمة أمي ما كسر لك كلمة يا ميزان مصر. هتيجوا معايا على المشحمة اللي أنا دافن فيها الحاجة قريبة من هنا عند واحد صاحبي، وسيب مراتي تستلم الفلوس في نفس الوقت في المكان اللي أنتوا تحددوه. محدش هيروح معاك في حتة هناك، أنت هتجيب الحاجة وبعدين نبقى نتفق على الترتيبات والفلوس والتسليم وكل التفاصيل، طبعا بالطريقه اللي تناسبنا وتناسبك. انا راجل مطلوب للحكومه اوجه بيه، ما اقدرش امشي خطوه ببلوه زي دي. انا مش زي سعادتك، ما عنديش المحامي اللي يطلعني من السجن على كيفي. ماشي انا هاجي معاك. تروح معاه فين؟ مفيش الكلام ده. ما تخافش عليه اوجه بيه، الناس مش عايزين غير القرشين، مش عايزين حد من سنه تاني. ما تخافش يا ماهر، قلت لك انا الضامن، هتاخد فلوسك وكله هيبقى متأمن. يبقى أمين يا باشا، تقابل هنا كمان 4 ساعات إن شاء الله. أنا ومهاب بيه هنبقى على اتصال بيك لغاية ما نتقابل. ها ماشي وجيه بيه، والنبي ما تنسى 5 مليون جنيه متناك وجداد، العيد فرحك كل سنة وأنت طيب. نضيف
صديق. صديق عد الاول، قلت لك جاي وجيت. شيطانك قال لك اني مش جاي، بس مش مهر عاشور اللي يبيع صح. وامانتك اهي. قلتش يعني ان انت جايب معاك ضيوف؟ يا باشا مش ضيوف، دول شركات اللي قلت لك عليهم. اتفضلوا يا بهوات، اتفضل يا بيه. يا باشا لو انت معاك ثلاث انفار باسلحه، دول معاهم كتيبه بس هم جايين يتفاهموا، ومش هيمشوا من هنا الا والكل كسبان. عايزين الكل يطلع مبسوط من اللعبه. اتفاهم على ايه؟ ما اتفقناش على كده. لا يا باشا، هو ده اللي اتفقنا عليه. قلت لك هديك الاثار، تسلمني صاحبي واتكل على الله. بس برضه عم صديق ما يرضكش الناس اللي دفعت دم قلبها في المصلحه تطلع على الجنط. عاوز يابا تاخد حقك ناشف، خده. عايز تاخد حقك فلوس وجيه بيه تاجر اثار قد الدنيا، مش كده وجيه بيه؟ يديك يا باشا حقك وقتي. ده كمين؟ ده كمين يا رئيس الصديق؟ دول مش شركات يا رئيس الصديق، ده وجيه بيه صاحب الاثار اللي بقى لي سرقها. ده كمين يا رئيس الصديق، وربنا كمين. اعمل حاجه يا رئيس الصديق، مش ده اللي اتفقنا عليه يا رئيس؟ والله العظيم ده كمين. بالله عليك يا سعيد، قول ان اللي بيدور في دماغي بالوقت ده مش صح، عشان بتوجع يا صاحبي. طب يعني الصديق سلو بني ادم بقى تعمل ايه؟ واهدى انت بقى عشان ما تتعورش. انت لا عارف تبيع ولا تشتري اي حاجه، كل اللي بعته واشتريت فيه هو انا. انت اللي بدات يا صاحبي، الدنيا سوق يا صاحبي. تقولهاش الكلمه دي تاني يا سعيد، مش فاهم معنى الكلمه. ما تقولهاش يا سعيد. يا انت انا جاي شايل روحي على كفي عشان كلمه صاحبي دي. يحرق ابو الصحوبيه اللي بالشكل ده يا عم. سياف تلعب بينا يا ابني المهاب. لا هد ابنك او جيب بيه. بس هد ابنك ما يتجننش. اهدوا يا نينجا، الحكومه سمعانا. الحكومه سمعانا وجيه بيه، والقمر الصناعي بيصورنا. قلب العهد يعني احنا دلوقتي كلنا صوت وصوره. ميكروفون اهو. مبروك على الترقيه علاء بيه. علاء بيه، انا ماليش دعوه بالحكايه دي. الناس دي جايبين بضاعه وجايين يتخانقوا هنا، انا ماليش دعوه. انا بس ليا رجالتي وانا صاحب المشحمه دي، والمخدرات دي بتاعتهم. السلاح اللي في ايدك يا صديق مش بتاعي. خلصت يا وجيه بيه، خلصت. ما بيعش بلدي ولو بكنوز الدنيا. حمد الله على السلامه يا حكومه. شرطة بلدنا. اصبر ربنا يحميك، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك. انزل على الارض، انزل على الارض يا باشا. انا معاك وربنا. انا يا باشا ما... طب اسال علاء، اسال علاء بي. علاء بيه، خد انت الشنطه يا فاروق. امر يا فندم. افحص القطع الاصليه مع الخبير، خدوهم كلهم. يا علاء بيه سيبهولي انا ده. يا باشا قال لك سيبهولي اهو. الحمد لله يا بيه ميسره. مش هتطلع بقى الحتتين اللي معاك؟ مش حتتين، انا الحمد لله رب العالمين مسلم كل حاجه لبلدي، وناوي ان شاء الله ابقى اخد الواد ابني ومراتي ونتفرج عليهم في المتحف الجديد. ما فتحتش التسجيل ليه بقى في الوقت اللي اتفقنا عليه فيه؟ باشا ماليش في التكنولوجيا والحاجات دي، وربنا ده البتاع اصلك معايا، قعدت افتحه بالعافيه. اكذب على مين انا؟ بصراحه يا باشا كنت بكلم الجماعه، كلمه عليه رومانسيه ما يصحش الشرطه تسمعها. انا هعمل اتفقنا عليه واقف جنبك، لكن الغلطه الجايه هتطلع القديم والجديد. يا باشا لا في قديم ولا جديد، وانا واثق فيك يا باشا انك قد القول وتقف جنبي. وانا هوافق كلمتي وكل اللي احنا قلناه، ولما رحنا مع بعض الجنينه وطلعنا الحاجه كل ده مكتوب في ورق رسمي. ساعتها بقى لما تقف قدام النيابه قدام القاضي هيقدروا ان انت ساهمت ان احنا نلاقي بقيه الاثار، وكل بقى اللي حاولوا يبيعوا كنوز البلد دول هيتحاسبوا. انا براءه يا بيه. لا دي ما اقدرش اقولها لك بقى، ما اعرفش، بس اقدر اقول لك اطمن. ربنا يريح قلبك. امسك يا باشا.